بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير على حضراتكم. النهارده الجمعه 7 سبتمبر 2018، تاني لقاءاتنا اللي بتجمعنا مع حضراتكم لهذا الاسبوع. النهارده ان شاء الله هيكون عندنا فقرتين مهمين جدا. الفقره الاولى كما نوهنا بالامس هنتكلم فيها على موضوع ربما كل سنه في نفس هذا التوقيت او من قبل كده بشويه، يعني مع بدايه العام الدراسي الجديد، الناس كلها بتتكلم عنه تاني بعد نتيجه الثانويه العامه، والناس بتاخد لها كده كام اسبوع اجازه صيف وتريح وتفصل شويه، بترجع تاني تتكلم عن دخول الجامعات. اللي ما جالوش حظ في التنسيق العادي ودخل جامعه حكوميه، لو طبعا مقتدر يعني ماديا، على طول بيبقى في تفكير في دخول الجامعات الخاصه. والحقيقه الجامعات الخاصه ما ينفعش ابدا ننكر ان هي ليها دور مهم جدا في دعم المجتمع، وبتخرج طبعا بالفعل الى درجه كبيره جدا برضو كوادر، وناس بتشتغل وبتدخل بتشتغل في اماكن كتيره جدا، بتشتغل في القطاع الخاص او في الكوربريت، وبتشتغل وبتطلع منها بره حتى تسافر. لكن الحقيقه انه في بعض الاسئله اللي ما زالت موجوده على السطح بقالها سنوات معانا عن ماهيه او طبيعه الجامعات الخاصه. ناس كتيرة بتشوف انه نفس فكرة المدارس الدولية او مدارس الانترناشنال، ناس كتيرة بتشوف ان هي ممكن يكون جزء منها مشاريع تجارية، وانه بعض هذه الجامعات الخاصة بيبقوا اهداف اصحابها عندهم اهداف طبعا لها علاقة بجمع الاموال، وبالتالي ما بيبقاش هنا في تركيز حقيقي على انها تكون فرص حقيقية لطلاب يتلقوا العلم، يستكملوا مرحلة التعليم الجامعي بعد ما كان التنسيق زي ما قلنا حائط صد بينهم وبين طموحاتهم في الالتحاق بكليات معينة. السؤال بقى المهم جدا عن مدى جدية آليات الرقابة على جودة التعليم في تلك الكليات والجامعات والمعاهد الخاصة. طبعا هنتكلم عن المصروفات برضو، لكن التركيز الأكثر عن المناهج، الكونتنت المضمون اللي الطلبة بتدرسه في الجامعات الخاصة، هل هو مناسب؟ هل في رقابة عليه؟ هل هو بيواكب سوق العمل كمان؟ لأن احنا طول الوقت بنسأل السؤال ده عن الجامعات الحكومية، طب ماذا عن الجامعات الخاصة؟ هل تقدم للطالب العلم والتعليم الحقيقي وتؤهله للالتحاق بسوق العمل أم لا؟ هيكون معنا إن شاء الله الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، والدكتور حسام عبد الغفار أمين عام مساعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة. في فقرتنا الثانية إن شاء الله هنتكلم كمان عن موضوع مهم جدا له علاقة بالمقرات الحكومية. المؤسسات والجهات الحكومية المفروض أنه البلان أو الخطة بعد ما يتم نقلها إن شاء الله إلى العاصمة الإدارية الجديدة، الحقيقة أنه في سؤال شغل بال ناس كتيرة جدا، هي المقرات بقى اللي هنا وخصوصا اللي في وسط البلد هيتعمل بيها إيه؟ يعني هل هتتحول متاحف؟ هل هتتحول فنادق؟ هل هتتحول جهات استثمارية؟ هل هنستفيد من المباني الحكومية دي بعد ما تتنقل العمل بها ينتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟ هل هتطرح للبيع؟ قيمة الأصول العقارية اللي بنتكلم عليها دي لمباني الوزارات اللي موجودة تحديدا في منطقة وسط البلد، البعض بيشوف أو بعض الأرقام بتؤكد أنها بتتخطى 700 مليار جنيه. طب أنا ده رقم عندي يعني أعتقد أنه كبير جدا ومحتاجينه جدا في هذه الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها، وبالتالي طبعا ما ننساش القيمة التاريخية والتراثية لهذه المباني، وبالتالي برضو فكرة التعامل معاها والحفاظ على هذه القيمة والتاريخ اللي فيها دي كمان نقطة مهمة جدا. عايزين نعرف ماذا عن هذه المباني الحكومية، ما هي خطة الحكومة، وما هو دور البرلمان في الإشراف والتوجيه لتعامل الحكومة مع هذه المباني التاريخية بعد أن تنقل الوزارات والجهات المختلفة نشاطها وأعمالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة. هيكون معنا إن شاء الله الدكتور محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، والأستاذ خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للبحوث والدراسات الاقتصادية. لكن أكيد في أخبارنا النهاردة هيبقى معنا مجموعة مهمة من الأخبار، قطعا سنلقي الضوء على الزيارة اللي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في هضبة الجلالة. هضبة الجلالة مشروع بأن قرابة الثلاث سنوات ربما أكثر قليلا بنتكلم عنه، كان في زيارات ميدانية لعدد كبير جدا مننا حتى كصحفيين وكإعلاميين، رحنا هناك أكثر من مرة وشفناه، رحنا حتى وكان بين كل مرة والتانية كذا شهر، فكان عندنا الفرصة أن احنا نقارن يعني تطور العمل والبروجرس أو الإنجاز وتطور العمل اللي كان حاصل. الحقيقة أنه كل ما بتروح حتى لو الفرق في الزيارة فترة مش كبيرة قوي بتحس أنه في حاجة زيادة اتعملت، جهد كبير جدا بيقام هناك. الرئيس النهاردة الصبح في الجولة دي كان طبعا سمع شرح تفصيلي
وإيه هو المشروع؟ هو طبعا هيكون مشروع تنموي متكامل، الريس مر على مناطق أو سبوتس كتيرة جدا هناك، هيبقى فيه تفاصيل كتيرة إن شاء الله هنقولها مع بعض في أخبارنا بعد قليل. لكن الحقيقة أنه الحاجة اللي طول الوقت بتشغلنا، ويعني إحنا في مساء دريم حتى في جولاتنا الخارجية دايما دايما بنركز عليها، هي فكرة العمالة أو فرص العمل. بمعنى صح خليني أبدأ بفرص العمل اللي بتوفرها المشاريع القومية دي إن شاء الله، أو ستوفرها بعد افتتاحها بشكل رسمي. فإحنا بنتكلم هنا عن عدد كبير من الفرص، ما يقرب ربما أكثر من 150 ألف فرصة عمل بشكل مبدئي أو أولي. بنتكلم كمان على عدد كبير من شركات الوطنية، شركات القطاع الخاص اللي بتعمل في هذا المشروع بمهندسيها بعمالها بفنيها بالاستشاريين بالناس اللي بتيجي، طبعا كل ده تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. تعالوا نشوف مع بعض جزء من هذه الزيارة والجولة اللي قام بها صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروع هضبة الجلالة. بنعتقد أنه الفترة الجاية إن شاء الله هيكون في شغل أكتر وأكتر وأكتر على الأرض هناك. أعتقد أنه الناس اللي لسه ما تعرفش تفاصيل كتيرة عن هذا المشروع محتاجة تعرف، لأنه احنا بنتكلم على مشروع حقيقي تنموي متكامل، بنتكلم على جامعة خاصة، بنتكلم على وحدات صحية ومستشفيات، بنتكلم على مشروعات، بنتكلم على لوجيستكس كتيرة حتى موجودة بالفعل وتم التخطيط ليها. يعني مدينة تنموية متكاملة. شوف مع بعض فيديو لتقرير عن زيارة الرئيس السيسي لهذا هذا الصباح لهضبة الجلالة، ونرجع على طول نبدأ في أخبارنا من مساء دريم. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة هضبة الجلالة، واستمع السيد الرئيس إلى شرح تفصيلي للموقف التنفيذي للمشروع التنموي المتكامل. وتهدف مشروعات جبل الجلالة إلى خلق مجتمع تنموي حضري جديد يتضمن كافة الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والسياحية للمنطقة التي تتمتع بطبيعة خلابة ذات طابع سياحي فريد من حيث الطبيعة الجبلية والساحلية. قام سيادته بالمرور على محطة تحلية المياه العملاقة بالجلالة بطاقة 150 ألف متر مكعب في اليوم. والتحرك كذلك فوق الكوبري العلوي وزيارة منطقة الألعاب المائية الأكوا بارك ومارينا الجلالة. توفر تلك المشروعات أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المجالات السياحية والتعليمية والتجارية. تقوم بتنفيذ المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع أكثر من 100 شركة مصرية وطنية وأكثر من 10 مكاتب استشارية هندسية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. يتضمن المشروع طريق الجلالة ووصلته الفرعية بإجمالي أطوال 117 كيلومترا، يهدف إلى خلق محور مروري آمن بديل عن الطريق الساحلي في المسافة من العين السخنة وحتى الزعفرانة. كما يتضمن المشروع أيضا مدينة الجلالة على هضبة الجلالة، والتي تشمل كافة الخدمات والمرافق.
هذا بالإضافة إلى منتجع الجلالة السياحي الذي يعتبر بمثابة نقلة نوعية في مستوى الخدمة السياحية في مصر، من حيث تكامل كافة العناصر السياحية من فنادق وفيلات وشاليهات وملاهي مائية وأنشطة ترفيهية وتجارية. وخلال الجولة التقى الرئيس بعدد من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة للمشروع بالتعاون مع القوات المسلحة، حيث أشاد السيد الرئيس بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع وفقا للمعايير الدولية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لذلك، بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على حركة الاستثمار والسياحة والصناعة، فضلا عما يحققه من الاستفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجلالة، وتدشين مشروعات سياحية وعلاجية تساهم في تحقيق التنمية الشاملة لهذه المنطقة. مجلس الوزراء قرر أنه يوفق ما تحقق في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي في كتاب بعنوان مصر التحدي والإنجاز. والحقيقة أنه هذا الكتاب تحدثت فيه إلى درجة كبيرة جدا لغة الأرقام، اتكلم عن ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية وهي عمر الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أنه حجم المشروعات الكبرى اللي تم تنفيذها خلال هذه السنوات الأربع الماضية في مختلف القطاعات، الحقيقة أنه أعاد تشكيل خارطة مصر التنموية، وساهم بقدر كبير جدا في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري. بنتكلم على الخدمات من أقصى الصعيد وحتى الدلتا، مع إتاحة فرص العمل للشباب. احنا لسه حالا دلوقتي كنا بنتكلم على هضبة الجلالة، زي ما حضراتكم سمعتوا وقلنا لكم انه بنتكلم عن ده مشروع من مشروعات كتيرة، يعني 150 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، ده مشروع واحد من المشروعات. الحقيقة انه كمان في هذا الكتاب تكلموا عن جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وفكرة انه هذا الكتاب كمان حرص على ربط الإنجاز اللي تحقق بالتحدي، لأنه من غير المنصف إنك لما تيجي تفند يعني ما تم تحقيقه أو ما تم إنجازه أو ما تم عمله في فترة زمنية معينة في دولة كبيرة زي مصر بعدد السكان الكبير طبعا اللي فيها بالظروف الاقتصادية اللي فيها، من غير المنصف إنك أنت ما تاخدش في اعتبارك كمان التحديات اللي كانت قصادك. إحنا قلنا الكلام ده وكلنا عارفينه، مصر كانت خارجة من ثورتين، كان بعد ثورة يناير تحديدا قعدنا فترة لا بأس بها، لا عندنا مؤسسات في الدولة واقفة على رجلها باستثناء القوات المسلحة، ولا كان عندنا شكل عام للخارطة الاستثمارية أو للصناعية أو الاقتصادية في مصر. أغلب المصانع والشركات أو جزء كبير جدا منها ما بين أنه قل العمالة ومشى ناس وقل الإنتاجه، لا انت كان عندك تحديات كبيره جدا. وبالتالي الكتاب ده كمان متكلم على النقطه دي او الجزئيه دي، انه اتكلمنا على الانجاز بس ربطناه كمان بالتحدي اللي كان موجود، وده اكيد بيعكس تقدير الدوله المصريه للجهد اللي كل واحد ممكن يكون بذله في موقعه. كل شخص يعني مسك منصب او مسك، حتى المواطن نفسه، فكره المواطن اللي بيساهم عن طريق انه يكون ايجابي، انه يشتغل اكتر، انه يعمل بشرف، يعمل بجهد، ما هو ده كمان في النهايه هو مسؤول بيساعد في بناء هذا الوطن في وقت كان الحقيقه حساس جدا وحرج جدا. كل الحاجات دي ليها دور محوري علشان نقدر نتكلم على ان احنا نتابع اللي بينفذ بالفعل. دكتور مدبولي كمان وضح انه السنوات الاربعه الماضيه كانت الى جانب البناء والتشييد ايضا فيها اتخاذ لاجراءات مهمه للاصلاح الاقتصادي. الدوله المصريه في نوفمبر 2016 بدات بالفعل تنفيذ برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي، وكان مواكب معاه حزمه من برامج وسياسات الحمايه الاجتماعيه، واشار انه جهود البرنامج بدات تؤتي ثمارها مع مطلع عام 2018، وانه ده انعكس بشكل ايجابي على كتير من المؤشرات الاقتصاديه، ومنها يمكن زياده معدل النمو كان 4.4% في 2014، بنتكلم النهارده على 5.3%، انخفاض معدل التضخم نزل الى 12.9%، معدل البطاله اللي نزل من 13.2% ل 9.6%، دي كلها مؤشرات اقتصاديه مهمه جدا.
أي حد عايز يعرف الطبيعة الاقتصادية لأي بلد أو الشكل الاقتصادي العام فيها أو شكل الاستثمار فيها، دول يمكن من أهم الثلاث مؤشرات اللي بيبص لهم: النمو، معدل النمو، معدل التضخم، ومعدل البطالة. الكتاب كمان كتاب مصر التحدي والإنجاز، فيه زي بيان تفصيلي للمشروعات اللي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2018. بنتكلم على عدد من المشروعات. الحقيقة انه يعني مع ان احنا بنشتغل في الاعلام وطول الوقت بواجبنا ان احنا نلقي الضوء على المشروعات الجديدة دي، وبننزل كتير حتى بنفسنا نغطيها ونكون موجودين في قلب الحدث ونشوف المشروعات القومية، لكن لما تبقى قاعد كده على المكتب وتسمع عن عدد هذه المشروعات بتشعر بفخر حقيقي. بنتكلم على 7777 مشروع بتكلفة تصل إلى 1.6 تريليون جنيه. الحقيقة أنه تروس العمل بحسب حتى ما وصف الكتاب في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لن تتوقف عن الدوران. بيجرى حاليا بالفعل تنفيذ حوالي 3392 مشروع، تكلفة الإجمالية ليهم 1.1 تريليون جنيه. ومن المخطط أنه يتم تنفيذ 4131 مشروع بتكلفة 0.17 تريليون جنيه. من المقرر أنه تبلغ الاستثمارات اللي يتم ضخها في المشروعات المنفذة والجاري والمخطط تنفيذها 15300 مشروع بتكلفة حوالي 3.4 تريليون جنيه. أنا بعتقد الحقيقة أنه المشروعات اللي زي كده أو مش مشروعات، السرد خلينا نقول اللي بيتكلم على كده، انا عارفه في كلمه انجازات احيانا بتضايق بعض الناس، يعني تقول انجازات تقول طب والغلا اللي احنا فيه، طب احنا عملنا عدد مشروعات كذا، طب ومش عارف المشكله اللي فين، طب ايه، طب لسه ما خلصناش كذا. فيعني خلينا بس نكون منصفين ونقرا كده التفاصيل دي، لان كلها طبعا يعني مثبته ومشاريع حقيقيه موجوده على الارض، حاجات منها خلصت وتسلمت وبدا العمل فيها، حاجات فيها مازال العمل فيها قائم وقرب ينتهي خلاص، زي كتير حتى من المشروعات اللي احنا ساعدنا باننا في مساء دريم نطلع نغطيها، ومنها مشروعات بيتم العمل فيها دلوقتي، اتحط حجر الاساس وبيتم العمل فيها. الحقيقه انه الحاجات اللي زي كده دي بتدي لك امل، لانه زي ما قلت ما بين إشاعات وما بين كلام وما بين إحنا عملنا وأنجزنا أو لسه متأخرين أو متعطلين أو أنجزنا بس عندنا تحديات، ودي الرؤية اللي بعتقد إن هي في منتهى الإيجابية الحقيقة، ما بين كل هذه الأمور بيبقى في النهاية أو بتبقى لغة الأرقام هي التي تتحدث، وهذا الكتاب يتحدث عمليا بلغة الأرقام، لا يتحدث بكلام إنشائي. الأسبوع اللي فات كنا اتكلمنا عن أشرف مروان، أحد الأبطال المصريين. طيب هرجع قبل خبر أشرف مروان، خبر جديد الحقيقة، أرجع إلى هضبة الجلالة. وزي ما كنا بنقول وشفنا في هذا الفيديو، النهاردة الصبح الرئيس طبعا تفقد عدد من المشروعات التنموية في هضبة الجلالة، والتقى بعدد من المهندسين والمقاولين وسمع يعني شرح كبير احنا عملنا ايه وانجزنا ايه وفضل لنا ايه وبنشتغل على ايه دلوقتي، مشروع تنموي متكامل، وعد على محطة تحلية المياه العملاقة في الجلالة بطاقة 150 ألف متر مكعب في اليوم. في طبعا حاجات كتيرة تانية وتفاصيل تانية كتيرة جدا. ده شكل لاندسكيب، احنا لما رحنا السنة اللي قبل اللي فاتت احنا كنا في منطقة فوق كده برضو عالية، بس الحقيقة انه كان لسه اغلب الشغل ده ما كانش موجود، بس ساعتها اتشرح لنا انه ده اللي هيبقى موجود. وبالتالي النهاردة الصبح الحقيقة واحنا بنتابع وبنشوف بقى اللي انجز بالفعل، يعني حقيقي بجد مجهود جبار هناك. ايه أهمية المشروع ده؟ ايه البعد الاقتصادي ليه؟ توفير عدد فرص العمل اللي موجودة، فكرة الشركات الوطنية اللي بتشتغل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كل دي نقاط مهمة جدا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر مع الدكتور عمرو صدقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان. دكتور عمرو، أهلا بحضرتك يا ست النائب. بيك يا فندم، أهلا وسهلا. رجع تاني الحديث عن هضبة الجلالة، موجود على السطح. والحقيقة انه النهاردة لما تابعنا الصور دي شفنا حاجات موجودة، شفنا يعني أبنية وحاجات موجودة، شفنا مكتات لشغل بيتم حاليا العمل عليه. حضرتك من الناحية الاقتصادية كيف ترى مشروع هضبة الجلالة؟
طبعا حضرتك كما تعلمي ان منطقه العين السخنه في الفتره الاخيره بدات تلاقي جذب للمستثمرين بشكل كبير، وخصوصا ان منطقه العين السخنه ما هياش بعيده عن العاصمه الاداريه ولا عن المنطقه اللوجستيه في منطقه قناه السويس. الحاجه الثانيه قرب العين السخنه كمنفذ بحري وقربه من العاصمه القاهره، برضو ده ادى ميزه نسبيه لهذه المنطقه، فكان يجب، وهذه المنطقه هي سلاسل جبال وطبعا على البحر، وكانت غير مستغله الا في بعض المشاريع التنمويه السياحيه البسيطه. كان هناك في رؤيه لكيفيه تعظيم واستغلال هذه المنطقه من حيث الاستثمار بقى الصناعي والسياحي والتجاري وكل وخلق فرص عمل جديده وتشغيل عماله. وزي ما سيادتك اسردتي في حديثك عن هذه المنطقه، يعني زياره السيد الرئيس لهذه المحطه العملاقه البطاقة 150 ألف متر مكعب في اليوم، ده يدي يعني مؤشر هذه المدينة هتقدر تستوعب حجم من المشاريع قد إيه. طبعا ناهيك يا حضرتك عن إن دي هتبقى مدينة متكاملة، زي ما كلنا عارفين إن هيبقى في جامعة هناك، وهذه الجامعة طبعا كان مهم جدا إن الرئيس يتفقد سير العمل فيها. طبعا الرئيس كمان يعني لم يغفل حته الجزء السياحي، هذه المنطقه وفي على فكره استثمار مصري ايطالي في المنطقه اللي هناك، وفعلا انه في مشاريع كمان للسياحه العلاجيه مخطط لها انها تقوم في هذه المنطقه. فهي منطقه حقيقه يعني بغرض تحقيق تنميه شامله في هذا المكان. التنميه الشامله دي يا فندم وفكره توفير فرص العمل، يعني النهارده في كذا مشروع في كذا مكان في مصر، كلها مشاريع برضو فيها شركات وطنيه وقطاع خاص داخل فيها بقوه وتحت اشراف الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. المشاريع دي هل فيها تنافس ام انه بتشوف ان فيها تكامل؟ العكس صحيح يا فندم، انا شايف ان فيها تكامل، لان احنا دايما بنقول ان مصر بموقعها الفريد عندها تنوع غير طبيعي، سواء من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب. كل مشروع إذا كان في الظاهر فهو يعني متشابه، لكن في باطنه لا، هو مختلف، لأنه كل منطقة بيبقى ليها خصائصها. ويمكن تاني هرجع لمشروع جلالة، وجوده كمنطقة ساحلية وجبلية ده في حد ذاته يديها طابع فريد من نوعه، مختلف عن مدن تانية خالص. أنا بشوف إن دي إن شاء الله لما هذه المشاريع تكتمل هتدي نوع من أنواع التكامل الغير مسبوق وتنوع غير مسبوق ليس فقط للمستثمرين، ولكن أيضا أنا بتكلم يمكن علشان أنا من قطاع السياحة، فيمكن كل ده هيصب في مصلحة قطاع السياحة. بشكرك جزيل الشكر دكتور عمرو صدقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، ومعانا أيضا الأستاذ تامر نبيل أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أستاذ تامر، في اعتقاد حضرتك كده، طبعا حضرتك اتفرجت على المشروع أكيد، يعني رحت اتفقدته ولا اكتفيت بالصور بس اللي في التلفزيون؟ أحب أوضح لسيادتك إن المسؤولين في الدولة طبعا تحت قيادة السيد الرئيس دعوا جميع مستثمري البحر الأحمر من حوالي سنتين ونص أو ثلاث سنين، أثناء ما كان لسه الطور ما كملتش، صحيح، بس ودعوهم لجبل الجلالة، رحنا وشفنا المشروع واتعرض علينا البلان، وإن هم عشان ياخدوا رأي القطاع الخاص من المستثمرين ويستفيدوا من الخبرات ووجهة النظر كيفية إنها تكون أحدث منتجع سياحي أو مدينة سياحية جديدة. ودي كانت فكرة كويسة من الدولة، يحصل تواصل ما بين المستثمرين القطاع الخاص والدولة قبل اتخاذ القرار وقبل ان تطبق، واخدوا وجهات نظر كويسة قوي من عندنا وبدأوا يدفعوها فعلا حتى تكون النقطة دي منتج سياحي عالي الجودة والطلب عليه.
من سنتين ونص يا فندم لما تم دعوتكم من القيادة السياسية ومن القائمين على هذا المشروع هضبة الجلالة، لما قاموا بدعوتكم كمستثمرين ورجال أعمال وقطاع السياحة، إنه زي ما حضرتك قلت تجلسوا وبتتكلموا وتقولوا مقترحاتكم وأراءكم يعني وطلباتكم إيه في هذا المشروع، إيه الحاجات اللي قلتوها وطرحتوها ساعتها وحضرتك النهاردة شفتها موجودة بالفعل على الأرض في هذا المشروع العملاق؟ يعني احنا كانت اول حاجه بنحاول ان يكون المنتج في اختلاف شويه عن بقيه منطقه البحر الاحمر، نتيجه ان هو متقارب شويه ويبص على البحر الاحمر برضه، فكانت فكره التلفريك انه يصل من فوق من اعلى الجبل لغايه تحت، ان يكون متكامل الخدمات، ما تبقاش فندق فقط لا غير، بل تكون مدينه متكامله، بحيث ان السياح دايما لما بيسافروا اي بلد مش مجرد يقعد في الفندق ويقعد على البحر وخلاص، بيحب يخرج بالليل يروح منتزهات شوبينج سنترز، منطقة خدمات متكاملة. فدي بعض النقاط وهم قالوا فعلا هناخدها في الاعتبار في المخطط العام للمنطقة. فاحنا كنا وكان في تواصل، أهم في الموضوع أن يكون في تواصل ما بين القطاع الحكومي والدولة والمستثمرين القطاع الخاص، ده أحسن حاجة، وعشان كده نتوقع أن هذا المشروع يكون على مستوى عالي جدا جدا جدا. طيب سؤال مهم يا أستاذ تامر من فضلك، في رأيك ايه اللي ممكن يجذب المستثمر سواء المصري او الاجنبي للاستثمار في مشروع هضبة الجلالة؟ بص عليك، هو اللي يشجع المستثمر في اي دولة سواء جبل الجلالة او غير جبل الجلالة هو عدم وجود بيروقراطية، صحيح، سرعة انهاء الاجراءات بتاعته، كذلك سهولة الدخول في السوق والخروج منه، وده اللي احنا بنتكلم فيه عشان الاقتصاد ينمو. اي واحد هيلاقي بيروقراطية، هيلاقي فيه فساد، هيلاقي مش هيجي اي مشروع ما سواء كان سياحي ام صناعي ام اي مجال اخر. فهي دي النقط اللي احنا بنحب يكون فيه سهوله، ان المشروع يكون متكامل ومحدد اللي مطلوب. يعني المستثمر لما بيجي ممكن يكون جاي يستثمر في فنادق، يقول له لا احنا دلوقتي استكفينا في فنادق، نوجه المستثمر، يعني نقول له لا ممكن تستثمر انك تبني بيوت سكنيه للعمال دول هتكسب اكتر، لان احنا خلاص عشان مع نظريه العرض والطلب. فيكون في فكره متكامله للمشروع وايه المتاح، حتى لا يكون هناك في عرض كتير من الفنادق واكثر من الطلب، ولا في هناك عجز في الخدمات، وده اللي بنعاني منه في بعض المدن السياحيه الاخرى حتى الان. يعني في سبيل المثال الغردقه عندنا كم كبير جدا من الفنادق لكن لا يقابله عدد خدمات زي الشوبينج سنتر، السينمات، المسارح، مش موجوده في الغردقه. فلازم تكون في خريطه متكامله تعرض ايه اللي مطلوب بالظبط حتى تكتمل المدينه، بحيث نيجي مستثمر نوجهه. طيب نقول له استثمر في المنطقه الفلانيه. احنا كم عدد الغرف الفندقيه يا فندم اللي تكون موجوده في المشروع ده؟ لا بالحقيقه ما اقدرش اقول لحضرتك، ما عنديش فكره عن الموضوع ده. طيب السؤال، طب سؤال بقى يعني بـ 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 بمعرفه حضرتك السياحيه، الـ 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 الجذب السياحي للمنطقه دي، يعني السائح بعيدا عن المستثمر بقى، السائح نفسه ممكن يكون موجود في اماكن قريبه ليها كمان، ايه اللي ممكن يخليه يجي يا فندم للمكان ده؟ هي الفكره من المشروع هو وقوع على ارتفاع حوالي 800 متر فوق سطح البحر. فوق سطح البحر. توصل 800 متر تقريبا، هي دي الفكره في حد ذاتها، ان نوع مختلف من السياحه على الجبل من فوق والمنظر دوت من فوق، مع استغلاله انه متصل بالعين السخنه بالبحر تحت عن طريق التلفريك، فبيتمتع بالميزتين دي مش متوفره في اي مكان اخر. يكون على قمة جبل فوق ودرجة حرارة واختلاف الحاجات دي، الجو البيئي ده كله يختلف عن جو البحر. هو في نقطة كمان أحب أوضحها لحضرتك محدش واخد باله منها، على إن كيفية القيادة السياسية نظرتها للسياحة بشكل عام، إن إحنا عندنا جبل الجلالة وده مشروع منطقة البحر الأحمر مشروع إنها كمشتى أكثر منه كمصيف، وفي نفس الوقت مدينة العالمين اللي على الساحل الشمالي البحر الأبيض المتوسط. بس والله يا فندم هو برضه هو قريب للعين السخنه، والعين السخنه بتطرح مشطه ومصيف، يعني ما انا قصدي ايه، ان هو ماشي باتجاه النقطه كانت فيها يا فندم. يعني من ضمن المقترحات اللي احنا لما رحنا جبل الجلاله وطلبنا من المسؤولين انهم يعتنوا بالساحل الشمالي، ليه؟ احنا عندنا البحر الابيض المتوسط منتج بتبيعه دول كتير في العالم زي اسبانيا، ايطاليا، كل الميديترينيان، كل الدول بتقع على البحر الابيض، واحنا عندنا سواحل كرمال وكموقع، واجهتنا على البحر الابيض يعني احسن منهم بكتير، واحنا مشهورين بالبحر الاحمر فقط وليس البحر الابيض. طب احنا سايبين البحر الابيض ليه؟ البحر الابيض ده منتج الدول كلها بتبيعه، واحنا ما عندناش سياحه خارجيه على البحر الابيض، يعني تركيا كلها عايشه برضه على البحر الابيض وكذلك.
فبالتالي طلبنا ان هم يهتموا. وفعلا في الحال تم توجيه التعليمات القياده السياسيه للعلمين وتخطيط متكامل، وبدات واكثر من شركه عالميه فندقيه واخده فنادق في العلمين، والعلمين دي هتبقى مشروع سوف ينافس لا يقل عن دبي او شفنا التخطيط وحاجة. فده شيء مفرح ان احنا بنعمل تنميه في البحر الاحمر عن طريق مشروع جبل الجلاله، وكذلك في البحر الابيض المتوسط مشروع العلمين، مشروعين طالعين في منطقتين بيشجعوا السياحه الخارجيه، يعني ايراد للدوله من العمله الصعبه، يعني منتجين جداد بيتباعوا في مجال السياحه. يعني فعندنا بدل عندنا بس سياحه الشواطئ او السياحه الثقافيه او السياحه التاريخيه، اصبح عندنا منتجين جداد زي العلمين دول. طبعا هيكون في حجم زياده متوقع زياده في عدد السياح لمصر بزياده عدد المنتجات السياحيه. حاجه ثانيه ما احب معلش ما طولت على سيادتك، زيارات السيد الرئيس المتعدده لجبل الجلاله وما يتبعه من اعلام، ده بيدي دعايه جامده جدا للمكان قبل ما يبتدي، وده حد ذاته تسويق جيد للمشروع سواء المشروع ده او مشروع العالمين. سؤال اخير ليك يا استاذ تامر، علشان بس الجهود دي كلها والمجهود الجبار الحقيقه للشركات والعمال المصريين والناس دي والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه طبعا اللي بتشرف على كل هذا المشروع، عشان كل هذه الجهود ان شاء الله يا رب تكلل بالنجاح، سؤال بقى برضو يعني سياحي تسويقي لحضرتك، ما الذي نحتاج لعمله لتسويق هذا المنتجع عالميا؟ نحتاج ان القيادات في الدوله تقعد مع القطاع الخاص، تقعد مع القطاع الخاص، القطاع الخاص من قطاع طيران، شركات سياحه، لن يتم التسويق الا بوجود القطاع الخاص، هو اللي عارف السائح الاجنبي طالب ايه، احتياجاته ايه، كيفيه التنسيق، كيفيه التعاون. شركات السياحه، التور اوبريتورز بره، مش اللي بره يا فندم، اللي بره بيمثلوا وكيل مصر. يعني هنا في مصر في وكلاء متخصصين مثلا في السوق الياباني، ناس تانية متخصصة في السوق الألماني، ناس تانية متخصصة في شرق أوروبا. هذا الكم من الشركات المصرية اللي هم عندهم خبرات في العمل في هذه الأسواق، مع وجود طيران، لن تقوم سياحة في أي منطقة من غير طيران. فنمرة واحد لازم يكون في بعد في الاقتصاد، إن أنا لازم أفتح طيارة. حتى لو أول سنة خسرت جزء من المال كطيران، لازم الدولة تدعمه، لأن هيجيب لي سياح، يعني هيجيبوا عملة صعبة سوف تعادل هذه الخسارة من الطيران كسنة أولى. مش لازم يكون الطيران من أول سنة هكسب، لا يمكن، مفيش مشروع من أول يوم بيكسب، ولكنه أنا بحطه على الخريطة العالمية، بفتح طيارة، بعمل لها دعاية، بسوق في الأسواق عن طريق القطاع الخاص، يبتدوا السياح يجوا، أول سنة بيكون عدد وخلال التسويق برضو يا أستاذ تامر ممكن نعتمد على زي ما حضرتك قلت، يعني فكرة برضو احنا كده عندنا مثلا ادد فاليو او عندنا قيمه مضافه، فكره انه المشروع ده 800 متر فوق سطح البحر، فدي تجربه مختلفه لاي سائح، التنوع في الانشطه اللي موجوده هناك، كل حاجه تقريبا موجوده هناك، يعني انا عندي الحقيقه مزايا كتير اقدر استخدمها وانا بسوق المشروع ده. مظبوط يا فندم، مظبوط، ونتمنى التوفيق ان شاء الله، ويكون في تواصل زي ما في البدايه حصل تواصل مع القطاع الخاص من المستثمرين واخذوا الافكار والطلبات وبداوا فعلا يشتغلوا عليها، ان يتم هذا التواصل في النهايه في التسويق، المرحله الثانيه باذن الله انها يتم تسويق قبل فتح المشروع باذن الله على اقل سنه، تسويق عالمي عن طريق الوكلاء بالتنسيق في كل دول العالم، ويتم فتح طيران، يتم فتح طيران. بدون طيران لن تاتي السياحه، فبالتالي لازم نسوق قبلها بسنه، يتعمل دعايه عالميه صحيح عن طريق كل بلد، شركة دعاية مختص، لان التسويق للزبون في اسيا يختلف اختلاف كل عام. الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي يا استاذ تامر لو اتدفع فيها فلوس مش خساره ومش غلط، يعني لو اضطرينا ان احنا نعمل يعني علاقات مباشره مع شركات بره، شركات دعايه او شركات بي ار بره تسوق لنا المنتجع ده، ده شيء صح جدا، يعني مش رفاهيه، لانه المشروع ده مشروع كبير وضخم ومشروع جديد وفي منطقه ربما جديده، انا بعمل مشروع كامل في الجبل، فيعني فدي حاجه الحقيقه محتاجه جدا فعلا تضافر كل الجهود، واكيد دخول القطاع الخاص كمان ان شاء الله في التسويق ليها. بشكرك جزيل الشكر الاستاذ تامر نبيل، امين عام جمعيه مستثمري البحر الاحمر. خلينا نروح الى خبر اخر، كنا الاسبوع اللي فات بنتكلم مع حضراتكم عن
احد ابطال الابطال المصريين اشرف مروان. كنا بنتكلم على انه في ادعاءات كتير وهي مش جديده يعني, هي بقالها فتره طويله حتى اعتقد من ايام ما كان يعني لسه عايش انه هو عميل مزدوج او هو عميل لاسرائيل او ما الى ذلك. واتكلمنا الاسبوع الماضي على انه فكره بطل في الجيش المصري ويتم تكريمه من قبل عدد كبير من رؤساء اكتر من رئيس لجمهوريه مصر العربيه ويتم تكريمه ومنحه العديد من الاوسمه والانواط, فده اعتقد انه شهادات كثيره جدا ايضا جاءت في حقه تؤكد على وطنية هذا الرجل. الحقيقة أنه اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق أكد أنه أشرف مروان لم يكن عميلا مزدوجا, كان ضابط وطني. كان ليه اتصال تليفوني مع الكاتب الأستاذ جمال طه ردا على مقاله الأخير اللي كان كتبه بعنوان الاغتيال الثاني للملك المنشور في الوطن بتاريخ 31 أغسطس 2018, وقال فيه أنه يعني اللواء محمد عبد السلام المحجوب قال في هذا الاتصال أنه أنا كنت مسؤول عن تدريب أشرف مروان قبل دفعه لاختراق الموساد ضمن خطة الخداع استعدادا للحرب, وشاركت في تشغيله ضمن طاقم عمل على أعلى مستوى ليتناسب مع أهمية هذه العملية. مروان لم يكن عميلا مزدوجا, كان ضابطا وطنيا, وأرفض التشكيك في ولائه. وقال كمان الحقيقة أنه بكى كثيرا يوم وفاته, وأنه مصر هي دولة مؤسسات, وأنه يدرك كل منها ما ينبغي عمله وما لا ينبغي عمله, وأنه جنازة مروان كانت مهيبة وكانت تكريما لشهيد. والحقيقة أنه الأستاذ جمال طه كمان في نفس هذا المقال المنشور في صفحة الرأي في الوطن قال أنه هو يعني سألوا على استحياء عن سبب بكائه, فأجاب بصوت يعني حزين كما وصف أستاذ جمال طه, وقال أنه مروان لم يكتفي بما قام به من دور وطني وإنما تجاوزه بالتمسك بعدم الكشف عن أسرار مهمته حتى يبرئ ساحته. يعني هو كان يقدر الحقيقة ان هو يبرأ ساحته, كان يقدر يتكلم عن حاجات كتيرة كلف بيها من الدولة المصرية, لكنه لم يفعل ذلك رغم الهجوم الضاري والتشويه اللي زي ما وصفه اللواء محمد عبد السلام تشويه رخيص تعرض له أشرف مروان. الحقيقة انه الاتصال ده اللي جاء من اللواء محمد عبد السلام المحجوب الكاتب الصحفي جمال طه ده تأكيد على ما ذكره في مقالته بانه أشرف مروان كان بطل مصري شجاع, وانه على الرغم من انه اسهم الاتهامات المسمومه طالته وطالته على مدار سنوات طويله الحقيقه كمان, وحاولت تنال منه على مر السنوات الماضيه, لكن التاريخ لا يمكن تزييفه ولا يمكن تزويره ولا يمكن ابدا قلب الحقائق. القوات البحريه احتفلت بتدشين اول فرقاطه مصريه من طراز جو ويند اللي تم بنائها في شركة ترسانة اسكندرية, وده إذانا بتجهيز هذه الفرقاطة استعدادا لدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية اللي بتشهد خلال الأونة الأخيرة الحقيقة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية, وده طبعا وفقا لأحدث النظم العالمية. الحقيقة أنه الفريق أحمد خالد أكد أنه القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة أنها تنفذ استراتيجية شاملة عشان تطور وتحدث الأسطول البحري المصري, طبعا ده بيعزز في النهاية الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية وبيدعم قدرتها على مواجهة تحديات ومخاطر حالية كثيرة جدا. خلينا نشوف الأول هذا الفيديو ونرجع ناخد اتصال هاتفي للتعليق على هذا الخبر. استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها, احتفلت القوات البحرية بتدشين أول فرقاطة مصرية من طراز جو ويند والتي تم بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية إذانا بتجهيزها واستعدادا لدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية. بدأت مراسم الاحتفال بكلمة الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية, نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال شركة ترسانة الإسكندرية على إنجاز أول فرقاطة بأيدي مصرية. وأضاف الفريق أحمد خالد أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية. وألقى رئيس مجلس إدارة شركة الترسانة البحرية
كلمة شرح خلالها مراحل إنتاج الفرقاطة والمواصفات الفنية التي رعي فيها استخدام كافة المعايير العالمية في مجال إنتاج وصناعة السفن الحربية. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب الفرنسية عن سعادته بالمستوى الاحترافي الذي لمسه في رجال شركة ترسانة الإسكندرية وسعيهم للأمام بأحدث التقنيات والخبرات بما مكنهم من تنفيذ الفرقاطة الجديدة في توقيت قياسي. وقام قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب بتدشين الفرقاطة بورسعيد تراس جو ويند، كما أعطى إشارة البدء في تصنيع الفرقاطة الثانية بالترسانة. وخلال الاحتفال تسلمت القوات البحرية عدد 2 لانش جديد من الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن إذانا بدخولهم الخدمة في القوات البحرية. حضر مراسم التدشين محافظ الإسكندرية وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وعمال ومهندسي شركة ترسانة الإسكندرية للصناعات البحرية ووفد فرنسي رفيع المستوى يترأسه السفير الفرنسي بمصر. خلونا ناخد هاتفيا اللواء بحري أركان حرب متقاعد أحمد محمد الصادق مدير الكلية البحرية الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم، مساء الخير. يعني اسمح لي أتوجه لحضرتك بسؤال، إيه أهمية تدشين أول فرقاطة مصرية وإيه هو طراز جو ويند؟ وإيه أهمية إن احنا نبني هذا الطراز في شركة ترسانة اسكندرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بهني القوات البحرية المصرية وبهني زملاء السلاح بهذا العمل العظيم، بناء الفرقاطة الشبحية من طراز جو ويند، وهي فرقاطة لها قدرة قتالية عالية ويصعب اكتشافها في البحر لما تتمتع به من تكنولوجيا عالية جدا. وطبعا لولا ثقة الجانب الفرنسي لما أعطانا تلك التكنولوجيا الرعالية ولما أعطانا أسلوب تصنيع تلك السفن، ودي تعتبر ثاني سفينة. احنا استلمنا السفينة الفاتح من الجانب الفرنسي وبنصنع الآن 3 سفن من هذا الطراز بترسانة الإسكندرية بأيادي مصرية، فده عمل وإنجاز عظيم. ففي البداية شكرا لكل من بذل جهد في صمت لإنتاج هذه المنظومة وهذا التسليح الذي يمكننا من الدفاع به عن سواحله. النهارده السيد اللواء كان رئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب الفرنسية وهو بيتكلم قال انه يعني سعيد جدا بان احنا في عندنا مستوى احترافي هو شافه في رجال شركه ترسانه الاسكندريه. في اعتقاد حضرتك وفكره ان هم طبعا ملمين باحدث التقنيات والخبرات وانه ده خلاهم في النهايه قادرين ينفذوا الفرقاطه الجديده في توقيت قياسي كمان وكان وفقا لبرنامج زمني متفق عليه للتصنيع ومحدد وده تم الالتزام بهذا الجدول. السؤال هنا يا فندم، ايه اهميه الشراكات دي ومصر منفتحه على العالم ويعني عندنا اتفاقيات استراتيجيه مع عدد كبير من الدول، فكره التعاون هنا مع الجانب الفرنسي وانه رئيس شركه كبيره زي نافال جروب يكون موجود ويشوف ده اهميته ايه يا فندم؟ شوفي حضرتك، لولا الثقه ولولا انهم بيقيسوا قدرات مصر على إنتاج هذا النوع من السلاح، ولولا العلاقات المتميزة مع دولة عظمى زي فرنسا ما كانوا أعطانا التكنولوجيا التي نصنع بها هذه السفن. وطبعا السفينة اللي هي تعتبر فرقاطة قادرة على حماية سواحلنا في البحر الأبيض والبحر الأحمر ذات تكنولوجيا عالية جدا قياسا على السفن التي تصنع حاليا. هذه الفرقاطة لها مميزات كبيرة قادرة على بتحمل صواريخ سطح سطح، قادرة على تدمير سفن السطح والطائرات المعادية، وبتعمل تحت الماء ضد الغواصات. فده التسليح الأساسي اللي موجود في السفينة.
قادرة على حمل طائرة زنة 10 طن، قادرة على الإبحار لمدة 11 يوم بسرعة 25 عقدة، لها منظومة استشعار من بعد عالية التكنولوجيا، لها قدرة على الإخفاء زي ما قلت لحضرتك أن هي يصعب رؤيتها على الرادار. فهي الحقيقة إضافة جديدة لقدرات القوات البحرية، وإضافة جديدة للمنظومة القتالية للقوات البحرية، وطبعا الغرض منها حماية سواحلنا وما يهلنا الإقليمية والمناطق الاقتصادية وقناة السويس. وطبعا حضرتك عارفة القوة هي اللي بتتكلم دلوقتي في العالم، ولولا هذه القوة موجودة في يد مصر مش هنقدر ننفذ القانون البحري وهنحافظ على ثرواتنا والمنطقة الاقتصادية. بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة سيادة اللواء بحري أركان حرب متقاعد أحمد محمد الصادق مدير الكلية البحرية الأسبق. الأزهر الشريف الحقيقة ليه أدوار كتيرة جدا في هذا المجتمع، يعني مع نشر طبعا الدين الإسلامي وتعاليمه وسماحة الدين الإسلامي، الحقيقة أنه هو كمان له أدوار اجتماعية كثيرة ومتعددة. في قافلة من الأزهر الشريف مفادة إلى محافظة شمال سيناء النهاردة، كانت بتواصل أعمالها لليوم الثالث على التوالي، انطلقت من مركز شباب العريش. إجمالي المساعدات اللي قامت القافلة بتوزيعها 1500 عبوة، العبوات دي ما بين مواد غذائية ومواد كسائية، وعقد أعضاء القافلة من دعاة ويعني وعاظ مجمع البحوث الإسلامية ندوات كتيرة ومحاضرات في مساجد العريش، وناقشوا فيها عدد كبير من القضايا الفكرية والقضايا المعاصرة. الهدف أكيد تثقيف الشباب وتوعيتهم بمخاطر الأفكار المتطرفة اللي بتبثها الجماعات الإرهابية، وده الحقيقة شيء مهم جدا لأنه هذه الجماعات خطيرة جدا على الوطن وعلى المجتمعات وتحديدا على الشباب اللي لو ما لقاش دايما القدوة، قدوة في البيت طبعا أولا، قدوة في المدرسة أو في الجامعة، القدوة أيضا في المؤسسات الدينية اللي بيثق فيها. فلو ما لقاش هذه القدوة ولو ما لقاش اللي بيخاطب فكره طول الوقت، دي تبقى مشكلة كبيرة جدا وبنخسر فيها عدد كبير من الشباب. وبالتالي هنا دور مهم جدا له أبعاد كثيرة. القافلة دي الحقيقة قافلة الأزهر الشريف بيشارك طبعا عملها بيستمر لمدة أسبوع، وبيشارك فيها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بيت الزكاة والصدقات المصري، وكل ده بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة شمال سيناء. خلينا نروح إلى خبر آخر. المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة صرح بأنه تم رفع 33 عدات كهرباء لوحدات مخالفة للنشاط السكاني في حي جنوب الأكاديمية في التجمع الخامس، بجانب تنظيم حملة لمصادرة تروسيكلات وعربيات كارو اللي هي النبيشة، الولاد اللي بينزلوا ينبشوا في القمامة، بالإضافة إلى تنظيم حملة لإزالة الإشغالات في منطقة المستثمرين الجنوبية برضو في التجمع. وقال الحقيقة إنه يعني في حملات إحنا قاعدين بنواصل العمل عليها عشان نزيل جميع أشكال المخالفات والإشغالات، وده تنفيذا للقانون، وعشان نحافظ كمان على المظهر الجمالي للمدينة ونمنع من ظهور أي عشوائيات فيها. وهذه الحملات الحقيقة مهمة جدا، وأنا لسه مبارح كنت بتكلم على حضراتكم لما كنا بنتكلم مع على قرار رئاسة الوزراء بمنع أو بحظر سير النقل على الدائري من 6 مساء وحتى 12 ظهرا، كنت من 6 صباحا وحتى 12 ظهرا، كنت لسه بقول لحضراتكم مبارح أنه الأهم من القرار هو تطبيق القرار. خلونا ناخد هاتفيا زميلنا الكاتب الصحفي الأستاذ هاني يونس والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان. يا أهلا بيك يا أستاذ هاني. أهلا أستاذ زميلنا، إزاي حضرتك يا فندم؟ تحياتي يا فندم لحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بيطرح بالفعل أو طرح أعمال رفع المخالفات كمية 500 ألف متر مكعب في التجمع قيمة 7 مليون جنيه. أنا عايز أعرف من حضرتك يا فندم إيه الحملات وإيه النشاط اللي بنقوم بيه في التجمع حتى لو في مناطق معينة بدين بيها، لأنه أكيد مش هنبدأ بالتجمع كله،
وفكرة ان انا اطبق القانون ازيل المخالفات وفي نفس الوقت برضو امنع اي ظواهر يعني المخلفات الراتش الحاجات اللي بتترمي. ايه شغالين على ايه يا فندم في التجمع في الفترة دي؟ احنا يا فندم شغالين مش بس في القاهرة الجديدة ولكن في كل المدن الجديدة. احنا بنحاول نعيد الانضباط مرة اخرى للمدن وتطبيق القانون ونثبت ان الدولة حاضرة. احنا تعرضنا في فترة الاستبداد الامني لعقاب ثورة 25 يناير لعدد كبير جدا من مخالفات البناء، سواء الناس اللي بيبنوا ادوار مخالفة او الناس اللي بيغيروا انشطة المباني السكنية الى مباني تجارية او ادارية. الحمد لله دلوقتي في فترة استقرار والدولة حاضرة وتطبيق القانون على قدم وساق في كل المدن الجديدة. احنا اعلنا منذ فترة انها تتم شن عدد من الحملات المكبرة بالتعاون ما بين أجهزة المدن الجديدة وشرطة المجتمعات العمانية الجديدة وكذلك أقسام الشرطة المختصة في كل مدينة لإزالة المخالفات ورفع العدادات الكهرباء على المباني المخالفة وكذلك غلق المحلات اللي هي تم تأهيل نشاطها بعد ما كانت سكن تحولت لتجاري أو إداري. الحمد لله الفترة الأخيرة عملنا حملات كتيرة جدا في كل المدن الجديدة ومستمرين في الحملات دي عشان زي ما حضرتك قلتي ما تنتقلش للمدن الجديدة ظواهر العشوائية اللي موجودة في بعض الأحياء والمدن القديمة، وفي نفس الوقت نحافظ على المظهر الجمالي والحضاري لهذه المدن، وفي نفس الوقت نعيد الانضباط للشارع المصري خاصة في المدن الجديدة اللي الحمد لله بتتمتع بتخطيط حضاري وبتنسيق للمواقع المختلفة. الحملات دي مستمرة، احنا كل مخالف بنقول له احنا جايين لك انتظرنا، الحملات جاية لك يا اما تشيل مخالفتك بنفسك او ترجع النشاط السكني اللي كان للعقار اللي حضرتك حولته لتجاري او اداري، والا سيتم ازالته ورفع العداد من الوحده السكنيه ديت اللي تحولت لنشاط تجاري او اداري. ده مستمر في جميع المدن الجديده، عندنا حملات يوميه في كل المدن الجديده مش بس القاهره الجديده. ممكن النهارده احنا نشرنا القاهره الجديده، الاسبوع اللي فات نشرنا برج العرب الجديده، الاسبوع اللي قبله نشرنا في اكتوبر، ومستمرين عندنا حملات زي ما بقول يوميه في كل المدن الجديده. نزل بقى الخبر اللي حضرتك قلتيه تاني وده خبر مهم جدا. ان شاء الله من يوم 15 سبتمبر الجاري هيبدا تطبيق قرار رئيس الوزراء اللي هو منع سير مركبات النقل على الطريق الدائري من 6 صباحا وحتى 12 مساء، يعني هم يسيروا فقط 12 بالليل من نص الليل 12 ظهرا يا استاذ هاني مش كده؟ لا، من 6 صباحا حتى 12 مساء، يعني 12 بالليل صباحا يعني بقى بالليل الوقت ده كله ما يسيروش فيه على الطريق الدائري، انما يمشوا بقى من نص الليل لحد الساعه 6 صباحا. وقدامهم الطريق الدائري الاقليمي هو دلوقتي شغال 24 ساعه ممكن هم يستخدموه، اما الطريق الدائري العادي هيمنع فيه السير ويبقى فيه مخالفات وعقوبات. والنهارده اعلنت وزاره الداخليه انها هتطبق القرار ده بدايه من 15 سبتمبر ان شاء الله، وهيكون فيه عقوبات وغرامات لاي عربيه مخالفه. طب استاذ هاني انا امبارح كنت بتكلم بقول انه كنا من سنتين تقريبا سمعنا برضو او اتقال انه الدوله برضو قررت انها هتحظر منع سير النقل، كان في كذا حادثه حصلوا وارواح كتيره راحت، فالنقل مش هيمشي برضو على الدائري في اوقات معينه، ومع ذلك كنا بننزل حتى كلنا بنطلع على الدائري في الاوقات دي بنصور بكاميرات الموبايلز بتاعتنا انه لا الدائري موجود، النقل موجود على الدائري. نضمن ازاي يا فندم انه المره دي الموضوع جد الجد بقى؟ يعني المره دي جد الجد لان احنا اوجدنا خلاص الطريق بديل للطريق الدائري اللي هو الدائري الاقليمي اللي هيتم افتتاح الجزء الاخير فيه الاسبوع القادم ان شاء الله بتشكيل نيابه الرئيس. وكمان احنا زي ما قلت شويه الدوله اصبحت حاضره دلوقتي وهيبه القانون حاضره واصبح في استقرار الحمد لله، وما فيش دلوقتي ما يمنع ان احنا ما نطبقش القرار ده، وهتكون في تعاون ما بين الشرطه العسكريه كمان والشرطه المدنيه في تطبيق القانون. ورئيس الوزراء عقد اجتماع الاسبوع اللي فات ما بين عدد من الجهات المختلفه عشان نضمن التنسيق ما بين الجهات دي في تطبيق القانون. وزي ما قلت دلوقتي عندهم بديل هو اللي ممكن يستخدموه الدائري الاقليمي. الدائري الاقليمي وهنطبق يعني احنا مش هنعطل مصالحهم ولا حاجه، احنا بس بالضبط. كل ما في الموضوع بنقول لهم لا الملاكي هو اللي هيمشي على الطريق ده في الاوقات دي وانتم عندكم البديل. بالظبط يا فندم، لان احنا كفايه بقى الارواح اللي ذهبت الفترة اللي فاتت، ولازم نضمن ده مع دخول العام الدراسي الجديد والمدارس هتبدأ إن شاء الله، يبقى لازم يبقى في انضباط في الطريق الدائري عشان نحمي الأرواح اللي كل يوم بتصير عادات رهيبة على الطريق الدائري. وطبعا الطريق الدائري الإقليمي هيكون بديل لمن يريد من مرتادي سيارات النقل.
بشكرك جزيل الشكر الأستاذ هاني يونس زميلنا الصحفي والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء. ده كان توضيح مهم جدا، لأنه زي ما قلت الخبر اللي هو سير النقل ده يعني منتهى لمن احنا نطبق. فهو الكلام الحقيقة مقنع كمان، أنه احنا الأول لما قلنا القرار ده من سنتين ما كناش مدين بدائل للنقل، فكان بيطلع يخالف وما كانش فيه تطبيق للقرار بصراحة. برضو المرة دي لا، المرة دي عندك بديل وكمان هنطبق القرار وحنتأكد أنه هذا القرار مطبق. بمناسبة القرارات اللي بتطبق، في قطر 2007 اتعمل سوال قطر يعني اتعمل له محضر في نجع حمادي، ساب السواق بتاع القطر ساب الركاب في محطة قطر دشنة ولم يتوقف، ما وقفش في محطة دشنة مع انه هي محطة وقوف. يعني اللي حاجز اصلا التذكرة المفروض حاجز التذكرة علشان يقف في المحطة دي، هو بقى عدى على المحطة دي والناس قعدوا يقولوا له احنا المفروض ننزل هنا، احنا المفروض ننزل هنا، كمل هو على طول نركب من هنا. وممكن حد ينزل برضو، ممكن حد ينزل برضو، فهو يركب او ينزل. هو الاطول من اسوان للقاهره، ما وقفش، كمل على طول، قرر ياخد بعضه ويمشي. فطبعا دي عملت حاله من الغضب والارتباك في محطه القطر، الركاب عملوا مشكله طبعا واتضايقوا جدا. والنيابه العامه الحقيقه بدات بالفعل في مركز نجع حمادي شمال محافظه قنا انها تحقق في هذه الواقعه. خلونا ناخد تفاصيل اكتر مع احد شهود العيان الاستاذ حماده العدوي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا ست الكل، اهلا، اخبارك؟ كنت موجود وانت عشان تطلع القطر في المحطه دي اللي ما وقفش فيها دشنا؟ احنا كنا على منتظرين القطار بيوصل دشنا الساعه 8 ل 10. ده 2007 في اي بي. حضرتك احنا منتظرين القطار على اساس ان احنا محضرين الشنط والاطفال وكده ومستعدين لوصول القطار بناء على تعليمات المحطه. وفوجئنا بسرعة القطار داخل المحطة بسرعة غريبة جدا، فعدى ساب المحطة وعدى على طول، فإحنا اندهشنا فسألنا ناظر المحطة قلنا له قبل ما وقفش، قال أنا ما أعرفش. المهم اتصلنا بشرطة النجدة، أنا ما أعرفش ناظر المحطة قال لكم أنا ما أعرفش، ما أعرفش إيه ظروفه يعني. فاتصلنا بشرطة النجدة، جاءت الجهات المعنية واتصلوا بشركة هيئة السكة الحديد وتواصلوا معاهم، فركنوا القطار في نجع حمادي واستقلينا القطار اللي هو بعديه اللي هو ما بيوقفش في دشنة 2015، وقف اضطراري في دشنة وركبة الركاب عددهم أكثر من 50 فرد وركبوا القطار اللي هو الثاني 2005. فاتصلوا بنجح حمادي اللي وقف القطر في نجح حمادي خزنوه على شريط ثاني، والركاب استقلوا القطار الثاني لاتجاههم لمدينه نجح حمادي. فبرضه الناس عملوا محضر هناك، واحتمال دلوقتي هم منزلين السواق واستعانوا بسواقين اخرى للتوجه الى مدينه القاهره ان شاء الله. طيب انا بشكرك يا استاذ حماده، وشيء محترم برضو ان المشكله اتحلت بسرعه الحقيقه. بس خلونا كده نفهم برضو تفاصيل اكتر عن سير الموضوع والمنظومه. معانا المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئه القوميه لسكك حديد مصر. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم، مساء الخير. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. يعني مش هتكون كل المداخله عن هذه الواقعه، لانه انا عارفه ان هي بالفعل النيابه العامه بتحقق فيها دلوقتي. انا بس عايز اسال سؤال لفت نظري قوي، كلمة المواطن لما بيقول انه سألنا نظر المحطة، هو برضو ما عندوش فكرة السواق ما وقفش ليه او ايه اللي حصل. يعني لغاية لما ان شاء الله يا باشمهندس بإذن الله، انا عارفة انه منظومة النقل دلوقتي فيها شغل كبير جدا، وان شاء الله يا رب هيبقى عندنا منظومة نقل مختلفة تماما على اللي موجودة دلوقتي. لكن لغاية لما نحقق ده بإذن الله، ربما خلال سنة او سنتين يبقى في حاجات اكتر شايفينها، نضمن ازاي انه بإذن الله ما يبقاش في عنصر بشري مهمل او مخطئ او مش واخد باله او مش مركز؟ يعني اضمن ازاي ان انا زي ما بيقولوا كده، انا اسفه في التعبير، يعني امشي جنب الحيط بالامكانيات اللي عندي دي، بس ابقى متاكده ان العنصر البشري يعني 100% ماشي كويس، عشان نعدي المرحله دي لغايه لما ان شاء الله بقى نعمل كل الخطط اللي احنا عايزينها ونغير يعني القطارات وحاجات تانية كتير.
يا فندم. بس حضرتك هو زي ما الاخ الكريم الراكب اتصل بحضرتك، والموضوع ده حصل من 3 ايام مش النهارده يعني. هو كان قطار 2007 اللي هو الفي اي بي اللي هو مقرر طبعا وفي محطه دشنه. القطار طبعا زي ما قال الاخ الراكب دخل طبعا بسرعته ما وقفش. السواق اتصل بالمراقبه المركزيه في اسيوط وقال له ان هو عنده عطل فني، وطبعا هو وقف في محطه صغيره بعدها تقريبا اسمها اولاد الياس. المهم طبعا القطار طبعا احنا خدناه على سكه مخزن في نجاح حمادي على اساس ان الفنيين والمهندسين يشوفوا ايه الموضوع بالظبط في هذا القطار يعني او القرار. انا طبعا غرفه العمليات اتصلت بيا مباشره، كان في قطر رقم 2015 زي ما الراكب قال، هو 2015 مش 2005 تمام 2015. انا طبعا قلت لهم القطر ده ملوش مقرر اوفيديشنا، هو كان بعد القطر بحوالي بالظبط 20 دقيقه. فقلت لهم لا القطر يقف في دشنه وفيه طبعا واحد مسؤول عشان القطر. 50 راكب اللي كانوا اللي تاخروا يا فندم. انا هقول لحضرتك احنا طبعا ركبناهم، كان فيه طبعا اماكن خاليه ببعض العربيات ركبناهم طبعا على اساس ان احنا القطر محجوز في نجا حماده لمرور الفنيين عليه يعني، والمسافه بين دشنه ونجا حماده حوالي 25 دقيقه. فطبعا قلت لهم القطر يقف في دشنه ونركبنا الركاب اللي كانت موجوده في محطه دشنه واعتذرنا لهم، والقطر وصل نجح حمادي كان لسه الفنيين عليه، نزلنا الركاب واعتذرنا لهم وركبناهم في اماكنهم في قطر 2007 تمام. وطبعا احنا خدنا اجراء سريع مع السواق يعني السواق طبعا رفعناه على طول من التشغيل وبنحوله حاجه اسمه كشف طبي كشف مخدرات على اساس ده اجراء وقائي بنتاكد ان اذا كان السواق طلعت النتيجه يا فندم ولا لسه؟ نعم يا فندم طلعت النتيجه ولا لسه؟ طبعا هو بيروح للكوميسيون الطبي على طول بعدها وبيتعمل، وطبعا مفيش حاجه بالنسبه لا نتيجه الكشف الطبي والمخدرات طلعت ولا لسه؟ لا يا فندم لسه، هو طبعا الكشف المخدرات اثبت ان مفيش فيه حاجه يعني تمام، انما فيه تحاليل بالنسبه للسكر والضغط يعني فيها بقى اجراءات بس هو فنيا يا باشمهندس انا بسال حضرتك بقى كخبرتك كمهندس، يعني فنيا ينفع يبقى فيه عطله ما يخليهوش يقف في دشنه لكن عارف يقف في المحطه اللي بعدها على طول؟ يا فندم هو احنا السواق قال هذا الكلام، احنا طبعا في لجنه فنيه طلعت على القطر واثبتت السلام، وما احنا مشينا القطر بعديها على طول بعد التاكد من سلامه الفرامل وسلامه الاجراءات اللي هي الخاصه بالقطار، وطبعا وغيرنا السواقين يعني احنا خدنا اجراء وقائي على طول بالنسبه للايه للسواق، وخدنا اجراء وقائي بالنسبه طبعا للتاكد من سلامه وامان مسير القطار. طيب باشمهندس عموما بقى ايه الاجراءات او ايه الحاجات اللي بنعملها دلوقتي اللي فيها صيانه كده للقطارات اللي عندنا؟ يعني في قطارات طبعا عندنا حالتها جيده وفي حالات متوسطه وفي قطارات عندنا يعني لغايه النهارده يا فندم بصراحه بنسمع من ناس ركبوا قطر شبابيكه مكسره، التكييف فيه مش شغال او بيعطل طول الطريق مع انه المفروض ان هو مكيف. يعني فكرة الصيانة بس الدورية دي ماشيين فيها ازاي يا باشمهندس دلوقتي؟ بص يا فندم احنا في كذا اتجاه شغالين فيه حاليا. احنا طبعا انت عارف سيادتك ان السكة الحديد من حوالي 40 سنة يعني لم تبتدى لها يد التطوير، يعني ما هم العربيات فقط اللي هي الفي اي بي اللي جات لنا دخلت لنا الخدمة من حوالي 4 سنوات، هي دي احدث حاجة كانت جات لنا بالنسبة للعربيات. لكن طبعا احنا في منذ تولي الرئيس السيسي الحكم طبعا في نقله نوعيه كبيره جدا في مرفق السكه الحديد من ناحيه التطوير، يعني في تطوير بالنظم الاشارات في البنيه الاساسيه، في تطوير في القطارات في الوحدات المتحركه العربيات والقرارات، يعني ان شاء الله في نهايه 2019 هيبدا النتائج هذا التطوير تظهر في على خطوط السكه الحديد. طيب. احنا بنتعاقد حاليا على 1300 عربيه ركاب. طبعا ده يعتبر حوالي 50% من اصول السكه الحديد الموجود حاليا. 50%. معايا يا باشمهندس؟ طيب انا بشكر حضرتك المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئه القوميه لسكك حديد مصر، بس معلش لو حضرتك بتسمعني دلوقتي عشان في شكوى لسه جايه لنا حالا من احد المواطنين انه القطر ده اللي كنا بنتكلم عليه 2007 هو بيطلع من اسوان للقاهره يا شباب مش كده؟ شباب من القاهره من اسوان للقاهره من اسوان للقاهره ومفروض بيقف في دشنه في رحله الرجوع من القاهره لاسوان كخط برضو ما بيقفش في دشنه،
فالاهالي بيشتكوا بس بيقولوا انه يا ريت في رحله الرجوع يبقى في وقوف في دشنة، بيبقى في ناس عايزه ترجع تاني اسوان، بس عشان نكون بلغنا الرساله. في مغنيه بريطانيه ناس كتيره تعرفها ليتل سيمز، كان المفروض ليها هتشارك في مهرجان موسيقي في اسرائيل، المهرجان ده بدا امبارح الخميس، والناس خلاص راحت حجزت وحجزوا حتى على الانترنت وحجزوا التذاكر للحفله وكده، وفجاه فوجئوا انه ليتل سيمز مش طالعه، وكتبت تويت على تويتر قالت فيه، هنشوف دلوقتي نص التويته: Upon reflection and education by my supporters, I realize that Palestinian and Israeli relations are far more complicated than I knew. Until I truly understand the situation, I have decided to postpone my trip to Israel and therefore I will not be appearing at Meteor Festival. بعد ما اطلعت من قبل المعجبين اللي عندي عرفت انه العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية اكثر تعقيدا مما كنت اعرف او اتخيل، ولغايه لما افهم الوضع بالظبط وايه اللي بيحصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين، فانا باعلن تاجيل رحلتي الى اسرائيل، وبالتالي لن اقدم عرض في مهرجان ميتيور في اسرائيل. فالحقيقه انه في ناس كتيره من الناس يعني النشطه في مجالات كتيره يعني لها علاقه بحقوق الانسان وما يحدث في فلسطين، طبعا الحقيقه انه لا يعني كان الحقيقه الموضوع انه مهم جدا انه يتم القاء الضوء عليه، وفي ناس كتير من الناس الحقوقيين دي بقول لحضراتكم ان هم يعني اهتموا بهذا الخبر وحيوها، حيوا المطربه البريطانيه دي لان هي معروفه وليها فانز كتير جدا وليها يعني صور على انستجرام وفولورز عدد كبير جدا، فحيوها ان هي لغت المشاركه دي، خصوصا واحنا لسه امبارح كنا بنتكلم على اقتحامات الجانب الاسرائيلي للمسجد الاقصى ومحاولات او بالفعل تدنيس المسجد الاقصى، وطبعا يعني حصار رهيب مازال حتى اليوم على أبناء الشعب الفلسطيني. أنا هاخد تويتة أخيرة بس قبل ما نطلع للتقارير. الحقيقة أنه ترامب، ودي حاجة يعني ربما غريبة شوية، الرئيس الأمريكي، دول حضراتكم عارفين في أي مكان في العالم، في يعني في أغلب دول العالم بيبقى فيه في الجرايد زي مقالات أو عواميد رأي أو أرتكلز، اللي بيكتبها مش بالضرورة يبقى اسمه هو اللي مكتوب عليها، فإما لأسباب سياسية أو طبيعة المقالة أو طبيعة العمل، يعني ده شيء متعارف عليه في العالم. ففي حد في نيويورك تايمز كتب مقالة اتكلم فيها على سلوكيات ترامب، دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، ويعني إنه مش ما بيقومش بدوره كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشكل جيد يعني. الحقيقة أنه ترامب لما قرى المقالة دي يعني جن جنونه، وقال أنه نيويورك تايمز لازم بسرعة تكشف لي اسم الجبان حسب ما وصفه. طلع قال أنه الجبان اللي كتب المقالة دي فيها لازم بسرعة أعرف اسمه، لازم بسرعة أعرف هو مين، وكان بيحضر مهرجان انتخابي في مونتانا في أمريكا، وقال أنه أنا لازم أعرف مين الناس دي اللي بتشكك فيا وبتشكل تهديدا للديمقراطية في حد ذاتها، وقال أنه باسم الأمن القومي، ده هو قال كده نصا يعني، وباسم الأمن القومي على الصحيفة اللي هي نيويورك تايمز أن تكشف فورا كاتب هذا المقال. خلونا ناخد هاتفيا الدكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. دكتور جمال اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. الحقيقة عايزة اتكلم مع حضرتك كده سريعا عن الشأن الامريكي، يعني انا عندي السيناتور الامريكية اليزابيث وورن امبارح الخميس قالت انه حان الوقت ان احنا نفعل تعديل دستوري لإزاحة الرئيس دونالد ترامب، وانه في مسؤولين كتار في الولايات المتحده الامريكيه شايفين انه ترامب لم يعد قادرا على ممارسه مهامه. في يعني حركات كثيره في امريكا بقى لها فتره بتطالب ايضا بازاحه ترامب وبتؤكد انه فشل في اتمام مهامه. كيف ترى الشان الامريكي يا فندم، وما هي علاقه ترامب حتى الظاهريه امام العالم مع اغلب المنظمات والمؤسسات النشطه هناك في الولايات المتحده الامريكيه؟ هو طبعا منذ بداية حملة الرئيس ترامب هو شخص غريب الأطوار، يعني هو بالفعل هو شخص صدامي مع الجميع، سواء كنا نتحدث صدامي مع الداخل أو مع الخارج، حتى يعني انظري كانت
الكلمات القاسية التي كان بيوجهها إلى أنجيلا ميركل وإلى بعض الرؤساء في دول العالم الآخر بشأن قضية اللاجئين أو بشأن قضايا عدة. لكن أنت تحدثت الآن عن مسألة تعديل للدستور لإزاحة ترامب، والدستور يعني بالفعل هناك مادة تجيز عزل الرئيس، لكن هي الإجراءات صعبة، يعني قد يكون قاس عضوة مجلس الشيوخ بالفعل تسهيل إجراءات إزاحة الرئيس، لكن بالفعل لأن هناك اتخذ أكثر من مرة، يعني ثلاث مرات محاولات من الكونغرس لعزل رؤساء، ولكن أخطفوا في الحصول على الأغلبية، لأن عزل الرئيس يتطلب أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهذا ما لم يتحقق منذ تأسيس الولايات المتحدة حتى يومنا هذا، برغم من أن يعني أجبر الرئيس ريتشارد نيكسون على تقديم استقالته، ولكن هو الذي تقدم طوعية بتقديم استقالته بعدما يعني تيقن أن الكونغرس يعني قد يحصل على الأغلبية لعزل. فبالتالي أعتقد أن يعني هذا هو المقصد، لكن الرئيس ترامب حتى الآن يعني حزبه بيتمتع بأغلبية داخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فبالتالي الحصول على ثلثي أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ لعزل الرئيس هذا أمر يعني يكتنفه كثير من الصعوبات. طيب البند الرابع يا فندم في التعديل الدستوري هناك بيسمح انه لنائب الرئيس ومسؤولي الحكومه ان هم يكتبوا خطاب الى الكونجرس يتكلموا فيه على انه الرئيس غير قادر على اداء مهامه، وحضرتك يمكن زي ما ذكرت كده انه الرئيس ترامب منذ توليه سده الحكم في الولايات المتحده الامريكيه وهو يقوم باعمال غريبه الى حد كبير بعيده او غير مالوفه بالنسبه حتى لقواعد السياسه ولعبه السياسه والاتيكيت وامور اخرى يعني كثيرة، فكرة على طول كل خاطر بيكتبه على تويتر، بيهاجم طول الوقت، بيهاجم الصحافة هناك في أمريكا ووسائل الإعلام، كلما كتب أحد كلمة فيها يعني نقد لي أو سلبية لي بيتهمه أنه جبان أو أنه مش عايز الديمقراطية ولا يريد السلامة للولايات المتحدة الأمريكية. هل ترى أنه ده تصعيد يا فندم دلوقتي في الموقف اللي بيرى البعض عدائي تجاه أو ما بين الرئيس ترامب وحتى أبناء الشعب الأمريكي بصفة عامة؟ علينا أن نميز بين مادتين في الدستور، المادة الخاصة بأن الرئيس غير قادر على القيام على القيام بمهامه نتيجة لعجز أو نتيجة لاضطراب أو نتيجة لخلل وكل هذه الأمور، وهذا أمر أيضا من سلطة ده بموجب التعديل 25 للدستور الأمريكي، الدستور الأمريكي عدل أكثر من 40 مرة، فبالتالي بموجب التعديل 25 يعني يمكن هذا، لكن لا يوجد أيضا يعني دلائل أو أسانيد قوية تؤكد أن الرئيس غير قادر على القيام بمهامه. لكن القضية الأخرى هو هناك أيضا تعديل أيضا أجري لعزل الرئيس لارتكابه جرائم، هذه الجرائم يعني حتى يعني البعض يعني الجرائم نصت في الدستور هي جريمة الخيانة وجريمة الفساد وجرائم كبرى أخرى، هذه الجرائم الكبرى الأخرى أو جنح الكبرى الأخرى التي يعني الدستور ترك الباب مفتوحا لتكييف الكونجرس منها يعني استغلال السلطة أو سوء التصرف أو كل هذه الأمور، يعني على غرار نعطي مثال لمثل هذه الجرائم الأخرى التي لم ينص عليها الدستور حصرا لكن ترك الباب مفتوحا، هو بالفعل مثلا على سبيل المثال حينما وجه اتهام إلى الرئيس أندرو جونسون عام 1868 لأنه قام بعزل وزير الدفاع دون الحصول على موافقة الكونغرس، وهو ما يمثل إخلالا بقانون مباشرة مهام الرئاسة الذي ينص على أن يعني الكونغرس هو الذي يعين وهو الذي يعزل، فبالتالي يعني قدم للمحاكمة وحصل على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، لكن حينما طرح الاتهام أيضا أو تحيل الاتهام إلى مجلس الشيوخ يعني أخفق في الحصول على أغلبية الثلثي. فبالتالي أعتقد أن الأقرب هو فكرة إذا كان هناك اتهامات للرئيس، وهناك اتهامات كثيرة بتوجه له بأنه بالفعل كان هناك يعني تعاون مع الروس في اختراق شبكة المعلومات أو كل هذه الأمور للمرشحة هيلاري كلينتون أو كل أو حصل على دعم ما حتى وإن كان دعم معلوماتي من الروس، هذا ما كان يوجه وكان محل تحقيق، لكن
هذا التحقيق لم ينتهي بعد، فبالتالي لدينا إجراءين يمكن أن يتخذهم القوي. الإجراء الأول هو فكرة عدم قدرة الرئيس على القيام بمهام منصبه، والإتهام الآخر ارتكاب جرائم قدر. بشكرك جزيل الشكر دكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. آخر خبر هقوله بس سريعا لأنه يهم قطاع كبير من الناس اللي بتسافر على بريتش إيرويز. صحيفة تايمز البريطانية أكدت أنه الخطوط الجوية البريطانية تعرضت لعملية قرصنة ضخمة، وحتى النص البيان البريتش إيرويز منزله على صفحة الطيران كاتب The theft of customer data، سرقة بيانات العميل أو العملاء، from our website من and our mobile application. فدي بس نقطة مهمة ان هي دلوقتي المفروض انها اعلنت يعني خلاص ليها ان هي بتحقق دلوقتي في عملية القرصنة دي، وانه مشكلة الاختراق اتحلت، لكن لسه دلوقتي وبلغوا الشرطة طبعا والسلطات التحقيق في الامر، لكن لسه التحقيق شغال عشان يعرفوا كيف تمت سرقة بيانات العملاء من على حسابات بريتش إيرويز او الخطوط الجوية البريطانية. خلينا نروح لخبر آخر، مستقبل وطن شارك في مبادرة كلنا واحد طرحها في دايرة الساحل، المشاركة في توفير المستلزمات الدراسية وعرض زي الدراسة والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة عن المتناولة في الأسواق، وتكون موجودة في جميع أنحاء الجمهورية، وده تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد. ودي يمكن استجابة يعني سريعة للمبادرة اللي كان أطلقها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ووزارة الداخلية. ده كان الحقيقة جاي على هامش اقتراب مناسبة العام الدراسي الجديد طبعا، والأسعار احنا عارفين ان هي عالية، أسعار السبلايز كنا لسه بنتكلم امبارح، ومستلزمات الأطفال، وبالتالي فكرة انه في هنا مبادرات خاصة عندي او حتى الوزارات الحكومية لما هي بتقوم بعمل هذه المبادرات، ده بيوفر بشكل كبير وبيساهم وبيساعد المواطن انه يقدر يحصل على الحاجات دي باسعار منافسه جدا، لان الاسعار اللي موجوده في ده هتلاقوها مخفضه عن اللي موجوده في الاسواق، مستلزمات الادوات الدراسيه وما الى ذلك، وهتكون موجوده في دي هتبقى في مرحله جديده من مرحله كلنا واحد للمستلزمات والادوات المدرسيه، هتبقى اعتبارا من 1 نوفمبر لمده شهر كامل، وده بالتنسيق مع قطاعات كتيرة في الوزارة الحقيقة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية. خلينا نروح بقى للتقارير اللي عندنا النهاردة. خلينا نبدأ بتقرير كده، بما ان احنا بنتكلم دايما على الشباب والشباب اللي بيشتغل او الناس حتى يعني حتى لو فوق شوية مرحلة الشباب، بس الناس اللي ما بتستناش الوظيفة وبتعتمد على ان هي عندها ربما حرفة او صنعة كويسة في ايديها، فبتبدأ هي تدور بقى على افكار وحاجات تعملها. هنقدم لحضراتكم دلوقتي ايمن عبد العال، هو عنده ورشة في السيدة زينب بيعمل فيها الخزف والزجاج المعشق والبراويز الفرنساوي، وبيعمل التحف القديمة. الحقيقة انه هو نفسه هو بيتكلم حتى وحتسمعوا ده في التقرير، هو بيحث المسؤولين وبيقول لهم اهتموا ارجوكم بالصناعات دي، لان بعض هذه الصناعات اوشك على الانقراض. والحقيقة انه في مشروعات كتيرة قوي ممكن الناس اللي زي ايمن وغيره يقدموها، ممكن يبقى فيه فعلا نطلع بافكار تساعد بجد على نهضة الاقتصاد المصري، وخصوصا من خلال الحرف والحاجات الهاند ميد اللي احنا طول عمرنا عارفين ان هي مصر كانت بتتميز بيها، بس يمكن احنا في تراجع عنها بقالنا سنوات. زميلتنا مارينا امير اجرت لنا هذا اللقاء مع ايمن عبد العال، نشوف مع بعض قصته مع الخزف والحرف وازاي قدر يحول ورشته لمكان هو بيشتغل فيه بحب واخلاص. اللي علمني المهنه ديت والدي الله يرحمه، وكان من مبدعين الاعمال ديت، والحمد لله انا الوحيد اللي في اخواتي كلهم اخذت منه المهنه دي عن كل حاجه هو عملها، لان هو علمني ازاي اعمل ازاز معشق، ازاي اعمل ازاز معشق بالرصاص بالجبس، ازاي اعمل ازاز معشق بالنجاره، علمني ازاي ارسم لوحه زيت بريشه فنان حسي،
بعمل شغل الحفر على المراية، حفر ظهر المراية، وبعمل البراويز التحف زي البراويز البيضاوي المتداخل بتاعت القصور، بعمل البراويز الفرنساوي بقلدها. صناعتنا بدأت في مصر هنا من أيام العصر القبطي، لأنها كانت بتعمل منها الكنايس وبتعمل منها الأديرة، وبعدين طورناها لأنها كانت بتتعمل جاية من إيطاليا بتتعمل بالصاج. في بعض المؤسسات بتساعدنا في تبع وزارة الآثار بيساعدونا، بيعملونا معارض للحرف التراثية، الحرف اليدوية، وواخد منهم شهادتين برضو تقدير. وبإذن الله يا رب، الله المستعان، هنحاول نعمل مشاركة اجتماعية للشباب العاطلين أو الشباب اللي ما عندهمش فرص عمل يشتغلوا. عندنا استعداد إن احنا نعلم شغلتنا ومهنتنا، وعندنا، أنا أحب أحمد ربنا إن أنا بعرف أعمل حوالي بتاع 14 مهنة. لو حبينا ندخله في أي حاجة هيبقى إن الستات اللي هم الغريمات اللي خارجين ممكن يتعلموا شغل الكتابة والخشخان والغرزة ده بطبيعة الحال، ويبدأوا يتعلموا منه ويعملوا منه مشروع قائم بحاله وزبونه موجود. يعني هو الشغل موجود والزبون موجود، بنحاول مع بعض الوزارات ومع بعض الأماكن إن احنا نعمل. امبارح كان عندنا مؤتمر مع قطاع المتاحف وادونا توصية إن هم هيشوفوا لنا مكان ندرب فيه ونشتغل فيه. عندي باجور الجهاز بدا ينقرض وبدا خلاص محدش يشوفه، وبدات اجيال ما تعرفوش، فانا عشان ما يتعدمش ويروح عملته منه تحفه، وعملته بالازاز المعشق، ربنا كرمني عملت فوق منه براد وعملت فوق منه حله، وباذن الله كان المفروض ان انا في رمضان اللي فات اعمل فوق منه قدره فول. لما بدات صفه الكعبه خلاص ما بقناش نعملها في مصر هنا، فبقينا نعمل حاجات بحيث ان احنا ما نسيبهاش. هي كانت خياميه وبعدين طورناها وبقينا نكتب الايات القرانيه، لان صفه الكعبه كانت شغل خيامي وشغل ايات قرانيه، فده انفصل عن بعضه وبقت الايات القرانيه. احنا بنستورد دلوقتي الخيوط دي من الهند، وما بنعملهاش هنا في بلدنا، وبقينا في مرحله ثالثه مش مرحله ثانيه من التصنيع، الحاجه اللي احنا علمناها للعالم، يعني احنا اللي بداناها في مصر وعلمناها للعالم. هو دلوقتي المهن بصراحه لازم تتبص لها بصه حلوه كده، ويا ريت يا ريت، بتكلم جد والله العظيم، الكلام ده حقيقه. حضرتك لو احنا بصينا لطبيعه الحال، الياقوت والالماس وكل ده تحت الارض، احنا كصناعيه تحت الارض، لو طلعنا مجتمع كامل هيطلع. احنا اقتصاد، اقتصاد متوازن، اقتصاد البنوك، بس حضرتك احنا مدفونين. معاك حق والله، انتوا يعني الصناعات الصغيره دي بتشكل جزء مهم جدا في اقتصاد هذا البلد، ولو فعلا بس تم النظر ليهم واتاحه فرص ليهم اكتر ان هم حتى يسوقوا منتجاتهم. يعني الاشكال دي مش في اي حته في العالم ممكن تلاقيها موجوده، والاشكال دي في منها وفي زيها كتير، التابلوهات والحاجات دي، حتى شغل السيرما بتاعنا، كل الحاجات الجميله دي مش في اي بلد في العالم بسهوله ممكن تلاقيها. احنا بنمتاز الحقيقه بحرف، بس للاسف طبعا دلوقتي نتيجه غلاء الاسعار في الرو ماتيريال او المواد الخام، فالناس دي مش كلها قادره تفضل واقفه على رجلها. فنتمنى ان يكون في دعم زياده، احنا عارفين ان في دعم كتير من المشروعات المتوسطه والصغيره والمتناهيه الصغر، لكن كمان الحرف اللي زي كده دي نتمنى ان يكون في نظره يعني اشمل ليهم ان شاء الله، عشان زي ما هو قال كده، احنا اقتصاد البلد، لو طلعنا في جزء كبير جدا من المجتمع هيطلع معانا. بمناسبه الكلام عن الاسعار، الفاكهه طبعا بقى لها فتره اسعارها غريبه جدا، والناس كلها بتتكلم في الموضوع ده. لا يعني فجاه تحس ان الفاكهه مثلا يعني قربت تحصل المكسرات تقريبا، يعني في الفترة الأخيرة دي الأسعار زادت قوي. طبعا لما تسأل يعني ما تيجي تشتري كيلو جوافة، ولا تيجي تشتري مثلا كيلو تفاح، وتسأل الراجل ليه يا سيدي السعر كده، يقول لك يا باشا دولار، ويا باشا عشان سعر الأسمدة والتغيرات الجوية اللي بتحصل، ويعني وفي طبعا ده غير بقى انه في فاكهه مش ده السيزن بتاعها، فده شيء طبيعي احنا عارفينه يعني. لكن في النهايه الناس حست انه لا، في غلا جامد قوي في اسعار الفاكهه، في منهم رفض
حتى في مبادرات كتيرة قوي قعدوا يقولوا خليها تحمض ومش هنشتري منها ومش هنشتري فاكهة دلوقتي وكده، وفي ناس تانية استسلمت وقالت لك لا أنا هشتري، وفي ناس تالتة بتشتري مش لأن هي مستسلمة بس لأن هي عارفة إنه أو شايفة إنه الغلا ده غلا الأسعار بتاع الفاكهة ليه أسبابه، ما هو البنزين أصلا والنقل أصلا والحاجات دي كلها زادت، وبالتالي التفاحية اللي هتطلع من المزرعة بسعر هتوصل لك بسعر اعلى من اللي كانت بتطلع لك بيه قبل كده، لانه كل خطوط الانتاج والنقل اللي جوه ما بين المرحله دي والمرحله دي هي اصلا زادت في السعر. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلنا عبد الله منتصر عن ارتفاع اسعار الفاكهه في الاسواق في الفتره الاخيره. ايه رايك في اسعار الفاكهه؟ الاسعار غاليه جدا ومش في متناول اي حد حقيقي، يعني لو انا اقدر اجيب غيري مش هيقدر يجيب. هو حد بياكل فاكهه؟ قال لك ايه الوقت فاكهه ب 20 30 جنيه. فاكهه يوم بتبقى غاليه ويوم بتبقى رخيصه حسب الموسم يعني. الفاكهه اللي رايحه غاليه، الفاكهه اللي في اوانها موجوده سعرها معقول. والمحصول قليل، بس مهما كان المحصول قليل المفروض ما يبقاش بالسعر ده. هنا ب 25 جنيه الجوافه اللي كنا بنرميها اخر النهار ب 15 جنيه وب 20 جنيه. والله يا اسعار الفاكهه زيها زي اي سلعه تانية. احنا النهارده بنقول عاملين مقاطعه للفاكهه عشان بنقول الاسعار ارتفعت. طيب الراجل الفلاح اللي هو بيزرع الفاكهه اصلا المبيدات غليت عليه، الميه، الجاز، كل حاجه غليت. في نقطه معينه كان هو جشع تجار، مع تقلبات سوق ما تعرفيش بالظبط ايه اللي ممكن. مثلا اروح اجيب مثلا كيلو قلم النهارده 15 جنيه، اجيب 2 كيلو قلم ب 30 جنيه صح؟ ممكن اروح مكان تاني اجيب 2 كيلو انا ب 20 جنيه، عايز اسوق عبور اجيب 2 كيلو انا ب 15 جنيه، يبقى العيب مش من انا ولا من مين؟ تاجر جمله له اسمه عمار بياخد عقدك منك ويخلص. الحلقه دي التسويه دي كلها بتبدا من تحت من عند الفلاح، هو ده المظلوم. التاجر ده بيحب يكسب، مثلا بنجيب لنا الفاكهه ب 10 جنيه الكيلو نبيعه ب 12، ما نغليش يعني 3 جنيه ولا 5 جنيه نكسب فيها 2 3. الكلام اللي قاله احد المواطنين في اخر التقرير كده شويه ده برده مهم جدا، يعني احنا حتى لو بنحاول ندي عذر لبياعين الفاكهه وبنقول انه معلش عشان هو طالع والنقل والبنزين وزي ما قلنا المراحل اللي في النص كلها عليت فالمنتج النهائي سعره عالي، بس برده يعني شوف الفاكهه في الاسواق العاديه بكام، ولما تروح سوق عبور مثلا او الاسواق اللي هي الجمله بيبقى بكام؟ اقل بكتير. طيب ما هو اصل الناس اللي في الجمله دي اكيد مش بتخسر، ما فيش تاجر بيخسر، فبالتالي انا عندي هنا برضو ارتفاع في الاسعار في كتير من الاحوال غير مبرر. يبقى هنا نرجع نقول دور ايه؟ دور الرقابه. صور وابعت، ودي اخر حاجه انا هنقدمها قبل السوشيال ميديا. صور وابعت اخترناها النهارده اللي جات لنا، طبعا ده هاشتاج صور وابعت، بنقول لحضراتكم ابعتوا لنا على صفحه البرنامج اي صوره حلوه حضرتك اخدها، صوره فيها رساله حلوه او فيها ايجابيه او حتى لو حاجه فيها مشكله او فيها تحدي او فيها سلبيه واحنا بنعرضها، ويعني علشان نحذر الناس منها او نقول انها صوره مش جميله او مش حابينها. الصوره اللي جات لنا الصراحه المره دي تفتح النفس شويه. السيده نهى مددو جمال زرعت ورد قدام بيتها عشان تجمل المنظر البيت من قدام وتجمل المكان كله، فالحقيقه انه عجبتنا قوي الصور اللي هي بعتتها وهي حابه قوي الموضوع ده وبعتت عشان تشاركنا فيه. يعني نتمنى ده يكون نموذج ايجابي، نتمنى كل حد كده يقدر يعني ينظف قدام بيته. طب اقول لحضراتكم على حاجه، طب بلاش نزرع ورد قدام بيتنا بس ما نرميش القمامه، بلاش نزرع ورد مش مشكله بس يعني خد كيس الزباله معاك وانت نازل، الكلمه الشهيره دي اللي احنا عارفينها تقريبا ما فيش راجل ما بتتقالوش الكلمه دي وهو نازل من بيته. بلاش حضرتك كزوج اصيل برضو تاخد كيس القمامه وترميه في اي حته كده، يعني ما تنفذش التوصيات بحذافيرها قوي كده يعني. فبس الحقيقه صوره جميله، ولو كل واحد فينا كده زرع ورد وحاجات حلوه قصاد بيته اعتقد انها هتفرق جدا. هنشوف مع بعض حالا دلوقتي تقريرنا الاسبوعي عن السوشيال ميديا، اهم الهيتس واهم الحاجات اللي جت على فيسبوك وعلى تويتر اللي شغلت الناس، ونرجع مباشره نتحدث عن الجامعات الخاصه.
في شكاوى متكررة من ارتفاع المصروفات الدراسية فيها في الجامعات الخاصة. الناس بتسأل هل هي فعلا تقدم التعليم الجيد أم أنها مجرد مشاريع تجارية بيزنس يعني بس وخلاص. هنتكلم مع بعض في هذا الموضوع ونستقبل اتصالاتكم إن شاء الله، ويكون ضيوفنا الكرام الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، والدكتور حسام عبد الغفار أمين عام مساعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة، بعد تقريرنا عن سوشيال ميديا. تنوعت اهتمامات المصريين والعرب الأسبوع ده على مواقع التواصل الاجتماعي، فتصدر هاشتاج هضبة الجلالة والسيسي الأعلى ترند على موقع تويتر بعد زيارة الرئيس السيسي النهاردة الجمعة لتفقد المشروع، وكانت أغلب التغريدات شايفة أن المشروع كان حلم وأصبح حقيقة. كمان أطلق عدد من المواطنين في مصر حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان خليها تحمض لمواجهة الغلاء في أسعار الفواكه وإجبار التجار على خفضها، وغردت إحداهن في حملة منظمة لمقاطعة الفاكهة اعتبارا من السبت القادم لمجابهة جشع التجار. اعمل شير وخليك إيجابي. أما رياضيا، تفاعل آلاف المغردين مع نجم منتخب مصر محمد صلاح بعد ترشحه لجائزة الأفضل لعام 2018 للاتحاد الدولي لكرة القدم مع الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو. وفي لقطة مثيرة للإعجاب نشر أحد المغردين صورة خلال مؤتمر لطب الأسنان عقد في أحد فنادق القاهرة، طبيب أسنان إنجليزي من مدينة ليفربول فاجأ جميع الحضور بخلع قميصه ومواصلة المحاضرة بقميص محمد صلاح لنادي ليفربول تكريما للملك المصري في وطنه. وفي إنجاز عربي جديد، أعلنت صفحة الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية هزاع المنصوري وسلطان النيادي. هزاع وسلطان يمثلان الشباب العربي. الخلاصة، الإنسان العربي يستطيع إذا توفرت له الظروف. أما صحيا، أطلقت منظمة اليونيسف مصر حملة ضد التنمر، ونشرت المنظمة على صفحتها على الفيسبوك فيديو وقالت فيه: تخيلوا أن واحد من أهم فنانين الكوميديا في مصر كان بيتقال له دمك تقيل وهو طفل. الفنان أحمد حلمي سفير النوايا الحسنة لليونيسف مصر بيحكي عن تجربته مع التنمر. أصريت، حولت كل الكلام اللي كان بيجيلي في محاولة أنه هو يهدني لطاقة والقدرة والقوة والصلابة ان انا اثبت لنفسي اولا ان الكلام ده مش فيا، واللي اتهموني بيه او قالوه عليا انه الكلام ده مش حقيقي. الحاجة الوحيدة الحقيقة اللي انا ما قدرتش اغيرها هي وداني زي ما هي طرطقة، بس انا حاولتها لعلامة مميزة. اوعى حد يأثر فيك، ثق في نفسك. كمان عايز اوجه الرسالة لكل اب وكل ام انك تصاحب ابنك وتصاحب بنتك، لانه في الوقت ده مهم جدا 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 ان الطفل يحكي اللي تقله، يحكي اللي حصله، يحكي مين تنمر عليه سواء في المدرسة او في النادي. انا تعرضت للتنمر، انا ضد التنمر، كلنا لازم نكون ضد التنمر. قضية التعليم تشكل أحد العناصر الرئيسية للدولة المصرية، ملف وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس أولوياته، وظهر هذا جليا في خطابات الرئيس في مناسبات عدة، ربما كان آخرها أعلان الرئيس السيسي أن 2019 عام التعليم في مصر والنهوض به. إعلان عام 2019 عاما للتعليم. اثنين، إطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم المصري الجديد. تخصيص 20% من المنح الدراسية خارج وداخل مصر
لكوادر التربية والتعليم لمدة 10 سنوات. إنشاء هيئة اعتماد جودة البرامج للتعليم الفني والتقني وفقاً للمعايير الدولية. كما وجه الرئيس بإعداد خطة شاملة لعودة الأنشطة الرياضية والثقافية بالجامعات المصرية والسماح لطلاب المدارس بممارسة الرياضة والثقافة بمراكز الثقافة. وفي إطار العلاقة بين الحكومة والجامعات الخاصة، فقد تسببت المسودة الأولية لمشروع قانون تنظيم عمل الجامعات الخاصة والأهلية والتي ظهرت في اجتماع مجلس الجامعات الخاصة في يناير 2018 في إطارة أزمة جديدة بين هذه الجامعات من جهة ووزارة التعليم العالي من جهة أخرى، حيث أرسل عدد من رؤساء الجامعات الخاصة وقتها مذكرة رسمية للمجلس لرفض مشروع القانون. ومع بداية كل عام دراسي تحدث حالة من الجدل حول الجامعات الخاصة بشكل عام ومصروفاتها بشكل خاص، حيث شهدت السنوات الماضية شكاوى متكررة ومتصاعدة من أولياء الأمور من المغالاة في المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة. وهنا نطرح سؤال هام، هل الجامعات الخاصة مشاريع تجارية لا هدف لأصحابها سوى جمع الأموال، أم أنها فرصة حقيقية لطلاب فقدوا فرصهم في استكمال مرحلة التعليم الجامعي بعدما كان التنسيق حائط صد بينهم وبين استكمال ما يرغبونه من التحاق بكليات؟ والسؤال الأخطر وهو مدى جدية وآليات مراقبة جودة التعليم في تلك الجامعات التي بالطبع يشرف عليها وزارة التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بالكليات العلمية مثل الطب والهندسة والعلوم وغيرها من الكليات والتي يتطلب الالتحاق بها أعلى درجات في مكتب التنسيق؟ أسئلة كثيرة وموضوعات شائكة تتعلق بملف التعليم الجامعي وملف الجامعات والمعاهد الخاصة، فبين مؤيد ومعارض لفكرة التوسع فيها يرى آخرون أن الأهم هو مراقبة جودة العملية التعليمية في تلك الجامعات والتي تحدد نجاح التجربة. نشوى عبد العاطي، مساء دريم. أنا هاخد الحقيقة من سؤال زميلتي العزيزة نشوى عبد العاطي اللي قدمت لنا هذا التقرير، اللي بتسأل فيه أو بتتساءل فيه في نهاية التقرير عن أو بتقول يعني إنه السؤال الأخطر الآن هو طبيعة آليات الرقابة على الجامعات الخاصة. والجامعات الخاصة احنا عمرنا ما كنا ولا ينفع نكون في عداء معاها، هي مكملة، يعني هي جزء مكمل، جزء تعليمي مهم جدا مكمل لمنظومة التعليم في مصر، وزي ما قلت في بداية الحلقة بتقدم كمان نماذج كبيرة جدا وبتساعد على تطوير التعليم وبتخلق كمان مجال تنافسي حتى مع الكليات او الجامعات الحكومية. لكن الفكرة في المناهج اللي بتقدم فيها، إلى أي مدى هناك جودة حقيقية في هذه المناهج، الفرق بينها وبين مناهج الجامعات الحكومية. والحقيقة كمان السؤال المهم، كليات القمة اللي فيها الطب والهندسة والصيدلة طب الأسنان، المناهج هنا بتكون هل كل فترة بيتم مراجعتها أو لا، أو المعايير اللي بتستند إليها بيستندوا إليها عند وضع هذه المناهج؟ طبعا مش هنتكلم على المصروفات ونعرف بس ايه هي الضوابط والمعايير اللي بتنظم عملية فرض مصروفات الجامعات الخاصة. برحب بالضيوف الكرام اللي هيكونوا منورني في هذه الفقرة، الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، عضو المجالس القومية المتخصصة. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا. الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام مساعد المجلس الأعلى للجامعات، أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا يا دكتور. والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. اسمحوا لي تكون البداية من يعني نموذج لجامعة خاصة مع الدكتور عبادة. دكتور احنا يعني انا بقول ان الجامعات الخاصة جزء الآن في نسيج الوطن وبقى موجود والعالم كله فيه نماذج الجامعات الخاصة، ايه اللي بيفرق في وضع الجامعات الخاصة
وليه الحقيقة كل سنة يمكن في نفس التوقيت ده قبل بداية العام الدراسي الجديد بنرجع تاني نسمع انه محتاجين رقابة اكتر على الجامعات الخاصة، انه المصروفات اللي فيها، انه المناهج يا ترى يعني بصفة عامة هل تقدم الشكل الامثل للتعليم لدينا ام لا؟ شوفي حضرتك، هو اولا بالنسبة للمناهج والحاجات دي لا يمكن لأي جامعة خاصة ان تبدأ دراسة الا بصدور قرار وزير التعليم العالي بدء الدراسة، وده يعني أن تكون اللائحة أو البرامج زي ما حضرتك بتقولي متوافق عليها من لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، يعني نفس المجلس أو نفس لجنة القطاع اللي هي بتدي الموافقة للجامعات الحكومية هي اللي بتديها للجامعات الخاصة، فالكواليتي أو الجودة بتاعة البرامج دي مفيش فيها شك أبدا. بعد كده في لجان بتنزل من الوزارة وبتشوف الإمكانيات المادية والبشرية، وعلى ضوء ده بيحددوا أعداد معينة من الطلبة، يعني ما نقدرش ناخد اي عدد احنا عايزينه كجامعه خاصه. وحضرتك اللي بيراقب دي المستشار، في استاذ من جامعه حكوميه بيبقى مستشار لكل جامعه، وهو اللي بيراقب الاعداد، بيراجع عقود الاساتذه، بيراجع الجداول الدراسيه، بيحضر اجتماعات مجالس الجامعه، يعني هو اللي مش هقول بيهيمن، انما هو اللي بيراجع ويتاكد من جديه الدراسه وجديه الجامعه الخاصه. هو المنسق او الوسيط ما بين الوزير الجامعه الخاصه، هو اللي بيقدم تقرير للوزير التعليم العالي وبيقول له والله الجامعه دي منضبطه، وقد يكون في بعض حالات ان بيبقى في يعني بعض اخطاء وبتوصل يعني بيصحح الجامعه، مفيش مشكله. طيب حضرتك اتكلمت على مراجعته لعقود العاملين على كل حاجه، على كل حاجه، بس ما اتكلمش على المناهج. لا، المناهج حضرتك مش دي وظيفة المجلس الأعلى للجامعات، لجان القطاع دي قبل ما بنبدأ الدراسة بنودي ما يسمى اللائحة الداخلية اللي هي فيها البرامج تفاصيلها، وبيتوافق عليها من لجنة القطاع، بيشوفوا إذا كانت هي مناسبة للمستوى اللي احنا عايزين بكالوريوس هندسة، بكالوريوس صيدلة، كل لجنة قطاع مختصة هي اللي بتراجع المناهج وهي اللي بتعدلها أو بتوافق عليها. نعم دكتور حسام، إيه الفرق ببساطة بين ما تقدمه الجامعة الحكومية وما تقدمه الجامعة الخاصة؟ لا خليني خلي سؤال عام، ايه الفرق بين الجامعه الخاصه والجامعه الحكوميه؟ ايوه او ما تقدمه. طيب خليني اقول لحضرتك ايه اللي مش فرق. يعني ايه المشترك؟ ايه اللي مش فرق؟ انه الجامعه الحكوميه يصدر بانشائها قرار من السيد رئيس الجمهوريه، والجامعه الخاصه يصدر بانشائها قرار من السيد رئيس الجمهوريه. تمام. ان الجامعه الحكوميه هناك لجان مختصة في المجلس الأعلى للجامعات بتقرر مدى صلاحية المنشآت اللي موجودة والتجهيزات اللي موجودة والقوى البشرية الموجودة لبدء الدراسة في جامعة ما. والجامعة الخاصة هناك لجان مختصة في نفس المكان تقوم بمراجعة مدى صلاحية المنشآت اللي موجودة والتجهيزات اللي موجودة والقوى البشرية لبدء الدراسة. الجامعة الحكومية هناك لجان تسمى لجان القطاع مسؤولة عن الموافقة أو رفض البرامج التدريسية اللي بيتم تدريسها في الجامعات الحكومية. يعني أنا كجامعة حكومية ما أقدرش أدي مادة أو مقرر إلا لما باخد موافقة من اللجنة المختصة في المجلس الأعلى للجامعات. الجامعة الخاصة هناك لجان مختصة برضو في لجان القطاع مسؤولة انها تديكي موافقة او الرفض على البرامج اللي انت بتقدميها. الجامعة الحكومية يحدد اعداد الطلاب اللي مقبولين فيها المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي. الجامعة الخاصة يحدد اعداد المقبولين فيها المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي برضو. المجلس الأعلى للجامعات الخاصة. المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي. المجلس الأعلى للجامعات الخاصة؟ ده مجلس يتبع وزارة التعليم العالي برضه في النهاية. تمام. لكن هو معني بالجامعات الخاصة بس؟ لكنه معني بالجامعات الخاصة. طب إيه الفرق بقى ما بين الجامعة الخاصة والجامعة الحكومية؟ أن مصادر تمويل الجامعة الحكومية هي الموازنة العامة للدولة في الأساس. مصادر تمويل الجامعة الخاصة هو المال الخاص في الأساس. طبعاً المال الخاص بيكون أكتر. مش دائما، على العكس يعني لا شك ان مصادر تمويل جامعه القاهره اكبر من مصادر تمويل موازنه جامعه القاهره اكبر من موازنه كثير من الجامعات الخاصه. فمش شرط، على العكس المال الحكومي ممكن فوائد كتير يبقى اكتر. الفرق الثاني ان الجامعات الحكوميه مؤسسات غير هادفه للربح.
الجامعات الخاصة ممكن أن تكون هادفة للربح، واللي هي أصلا هادفة للربح، عشان كده عايزين نفرق ما بين الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية. بدايتي بنتكلم عن الجامعات الخاصة. نعم. طيب. طب معلش بالمرة الفرق ما بينهم يا فندم. الجامعات الأهلية هي جامعات غير هادفة للربح. لها تقريبا نفس القواعد بتاعة الجامعات الخاصة مع فارق إنه دي تهدف للربح ودي لا تهدف للربح، لكن يجري عليها نفس القواعد. الفكرة إنه حديثا بقى من الممكن انه الجامعات الحكومية تعمل جامعات اهلية. طب اديني امثلة كده مثلا زي ايه؟ لا هو لسه ما حصلش لكن في مشاريع، لانه في جامعات متقدمه لها بس لسه يعني جامعه عين شمس. طب يعني الفايده منها ايه الجامعه الاهليه؟ يعني هستفيد يعني الخاصه هدفها للربح، الحكوميه غير هدفها للربح، مفهومين الجمعيه الاهليه الهدف منها اني اعمل جامعه بمصاريف تساوي التكلفه من غير ما احط هامش ربح في النهايه. طب ما ده كده حكومه. لا الحقيقه المصاريف في الجامعات الحكوميه لا تساوي التكلفه بتاتا. يعني يعني طالب الطب بيكلف قد كذا وبيدفع قد كذا، لا مفيش وجه يعني الدوله تساهم لكن الثانيه الدوله مش هتساهم. طب الفند بتاع الجامعات الاهليه الجامعات الاهليه منين التمويل؟ لها مصادر تمويل كتير، يعني منها التبرعات، منها الشراكه مع المجتمع المدني، منها المصاريف اللي بتدفع وبتندرج تحت الان جي اوز المنظمات الغير هادفه للربح. حاجه قريبه الى يعني بينطبق عليها قانون المنظمات. لا بينطبق عليها قانون الجامعات الاهليه. الجامعات الاهليه. طيب تمام اتفضل. فالحقيقه انه انا اجد انه احيانا من المستغرب ان احنا طالما الجهه اللي بتمنح القرار الانشاء واحده، والجهه اللي بتمنح قرار البدء واحده، والجهه اللي بتراجع المناهج واحده، والجهه اللي بتمنح بتحدد اعداد المقبولين واحده، والجهه اللي بتراقب واحده، ليه دايما احنا بنحاول نقول انه في فرق ما بين الجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه؟ يعني انا الحقيقه اجد انه اذا كان هناك فرق فهيبقى الفرق في انه مصلحه ايه؟ هيبقى في مصلحه انهي طرف؟ لا الحقيقه لا، لو شايف ان في فرق، لو كان هنا لا، يعني اقول لو كان هناك فرق او تقصير هيبقى التقصير مرتبط بسوء اداء حد معين، مش بفكره الجامعات الخاصه والجامعات وسوء الاداء ده ممكن يبقى موجود هنا او هنا. صحيح. وبالتالي فانا كون انه جامعه اقل في المستوى لانها خاصه، الفكره دي شايف انها فكره خطا بالكليه. اقول لحضرتك يا دكتور بصراحه، هي الفكره دي ربما عند البعض مرتبطه او جايه من قبل الجامعه، من المدرسه. من الفرق بين المدرسه الحكوميه والمدرسه الانترناشونال او الدوليه، فكره انه ده مش معناه مدرسه دوليه، مدرسه دوليه بتقدم تعليم راقي وهايل، بس فكره انه في دايما انطباع عند ناس كتير انه الخاص ما عليهوش اشراف كويس قوي وصارم قوي زي الحكومه. ده انطباع موجود عند بعض الناس، عشان كده حتى المدارس اولياء الامور يقول لك ايه، هو فين الدوله، فين الرقابه على المصاريف، ده حتى الاتوبيس غلوه مش عارفه بقى كذا. فالانطباع ده مكمل لغايه الجامعه، بس في ضغط على المدارس دي الحقيقه، وفي ويتنج ليست كبير قوي، والناس صحيح بتترجع عشان تدخل اولادها. لا وخريجيها يعني الحقيقه بيشتغلوا النهارده قبل بكره على فكره خريجين يمكن الدكتور حسن بيقول لنا خريجين الاوائل بيطلعوا المدارس الخاصه، يعني من ضمن. بس خلينا نقول ان الجامعات الخاصه ما انشات في عصر الرئيس محمد حسني مبارك سنه 1994 كان ليها اهداف ثلاثه، اهمها ان هي بتنافس الجامعات الحكوميه وتقدم خدمه تعليميه افضل والكواليتي بتاعتها في الاساتذه والبرامج وتدي تخصصات جديده مش موجوده في الجامعات وليس التكرار اللي موجود. ايضا ان هي بتستوعب عدد من الطلاب، لان التعليم قضيه مجتمع وليس قضيه وزير او وزاره. فالمفروض ان احنا ننظر للجامعات الخاصه على انها الاساس مش على انها الاضافه. الاساس، لان الجامعات الحكوميه جامعات الاعداد الكبيره والامكانات الفقيره. الاعداد الكبيره والامكانات الفقيره في كل حاجه. لكن الجامعات الخاصه اما بتختار الاستاذ بتشوف اختياره مبني على اسس، مش اي استاذ تجيبه. اما تحط مقرر او حاجه وبيعتمد من مجلس الاعلى للجامعات بيكون مبني على اساس علمي. اما بتادي تكنولوجيا او بتقدم انشطه او بتقدم، يمكن هي مشكلتها ان ما بتقدمش بحث علمي. الجامعات الخاصه دي الفريضه الغائبه ان هي ما بتخدمش المجتمع، لان الجامعه ليها ثلاث وظائف. اي جامعه ليها ثلاث وظائف. الوظيفه الاولانيه اللي هي نقد التعليم، نقد المعرفه وليس نقل المعرفه. يمكن في الجامعات الحكوميه نقل المعرفه وليس نقد المعرفه.
الحاجة التانية نقل المعرفة وليس نقد المعرفة. المفروض احنا بنعلم الاولاد يفكروا ونتنقلوا من ثقافه الايداع لثقافه الابداع ومن ثقافه التحصيل لثقافه التفكير ومن ثقافه الحفظ لثقافه الفهم والابداع. ايوه الحاجه الثانيه الجامعات بالاضافه الى العمليات التعليميه اللي هو البحث العلمي. الجامعات الحكوميه طبعا البحث العلمي اساسي فيها وموجود وبتدي الماجستير والدكتوراه وكل حاجه. يا ريت الجامعات الخاصه هذا العمل برضو يكون يعني نحس ان الجامعات الخاصة دي لا تقل عن الجامعات الحكومية لان انت مش قادرة تعلمي. انت نسبة المتعلمين نتكلم بوضوح بقى نسبة المتعلمين في مرحلة العمرية من 18 ل 21 اللي هم سن التعليم الجامعي 29% اذا بصيتي فيهم التعليم المفتوح والانتساب الموجه. طب هي الجامعات والمفروض تصل ل 40%. الجامعات الخاصة لا تعطي درجات الماجستير والدكتوراه؟ الجامعات الخاصة يعني لسه غير مؤهلة الآن. لا يا فندم لا بعد إذن حضرتك احنا خرجنا احنا بندي ماجستير في ثلاث كليات عندنا في طب الأسنان وفي الصيدلة وفي الهندسة يعني بداياتها خرجنا يا فندم. وبالعكس احنا عندنا حرك في كل كلية مجلة علمية مع السفير لا مش موجودة في الجامعات الحكومية كل كلية. ده شيء جميل بس انا بتكلم في العموم يعني مش في جامعة واحدة او اثنين. لكن الحاجة الثالثة بقى ان من مهام الجامعات خدمة مجتمع وتطوير المجتمع والبيئة فدي برضو مهمة لابد ان الجامعات الخاصة تقوم بيها. ما هو ده بقى السؤال كمان التالي لأي مدى حضرتك شايف انه بالفعل الجامعات الخاصة بتحقق الأهداف اللي بنيت من أساسها؟ الجامعات الخاصة يعني فيما أعلم يعني صح للدكتور الأساتذة ان بتستقبل 3% من عدد المقبولين في التعليم الجامعي. 3% يعني بس؟ لا أكثر شوية. يعني ما زالت النسبة قليلة فعلا ما تزيدش عن 130 ألف يمكن في 130-140 ألف يعني ما تزيدش عن 10%. احنا عندنا كم جامعة خاصة يا فندم؟ عندنا حوالي 22 هي في بعضهم يعني اللي شغال لأن في بعضهم لهم قرارات ومش شغالة حوالي 22 اللي شغالين 22 هم بدأوا بأربعة أربع جامعات سنة 94 وبعدين ربنا سهل احنا عاوزين. طب دي داخل فيها المعاهد العليا كمان؟ لا 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 مش دعوة بيهم خالص مش تبعنا. لا يا فندم مش تبعنا تمام. فاحنا يعني عايزين ان الجامعات الخاصة تقوم بدورها اكتر نديها حرية اكتر من يعني لا من الحكومة لا منها ولا كفاية شرها. طب ما تسيب الجامعات الخاصة تقول لك لابد نسبة المجموع اللي بيقبل في الجامعات الخاصة في الهندسة او الطب او الزراعة ما تسيبوا الكلام ده سيبوا الجامعات دي تقوم بأعبائها تستوعب تفتح زراعيها لأن احنا نسبة التعليم الجامعي الآن منخفضة جدا خاصة ان في ناس نسبة التعليم الجامعي كأعداد بصفة عامة بقولك 29% من الطلبة. لا احنا طب خليني بس برضو اعيد التأكيد على الفكرة العامة اللي انا عايز اوصلها انه الجامعة ليست جيدة لأنها حكومية وليست سيئة لأنها خاصة. القصة ملهاش علاقة خالص بمصادر التمويل. القصة لها علاقة بالمعايير المتبعة في الجامعة. فالجامعة الجيدة هي جامعة لها معايير 1-2-3 تحققت المعايير هتتحقق جودة الجامعة بغض النظر عن هي بتاخد فلوس منين. دي أول جزئية. الجزئية الثانية أن الجامعات الخاصة دورها أن تستوعب أعداد كبيرة. الحاصل دلوقتي أن هي ما زالت تستوعب أعداد أقل. يبقى إمتى كلام أستاذنا الدكتور شحاتة مقبول أو يمكن تنفيذه؟ لما يبقى أنا عندي بعمل حاجة زي امتحان موحد للخريجين بعد التخرج ناشونال إكزام وبقول على أساسه مهم أوي إني هشغل الناس فساعتها أقدر أخلي كل واحد ياخد اللي هو عايزه لانه انا عندي مسطرة هقيس عليها بعد كده كدولة بقى. لكن يعني انا دلوقتي لو عملت كده لو انا جيت قلت في امتحان عندي موحد قبل مزاولة المهنة. ايوه قبل شرط مزاولة المهنة. شرط لمزاولة المهنة لكل خريجين زي بره حضرتك في كل الدنيا بتعمل كده حكومة وخاص كله. أيوة. يا فندم أيوة. اي خريج عايز يزاول مسطرة واحدة لازم انا بقول انا عشان تمام. انت اسمح لك ان تمارس هذه المهنة في الدولة المصرية يبقى لازم تجتاز الامتحان ده اللي هو معاييره 1-2-3 اذا لم يجتازوا خلاص ما يقدرش يزاول يا فندم. طب خليه السنين اللي قضاها في الجامعه معلش يبقى السنين اللي قضاها دي لم تكن جيده يعني بالجامعه حضرتك زي بره حضرتك في امريكا
لو حد لو طبيب عايز يخش في ولايه تانية مش متخرج منها بيخش امتحان الولايه. لا هو ما بيعيدش السنين اللي قضاها كلها، لكن هو من حقه يخش الامتحان مره وثلاثه. خلينا نقولها بطريقه تانية وواقعيه شويه. طب ممكن يكمل بس النقطه دكتور حسام وارجع تاني لحضرتك على طول. فطول ما انا لسه ما عنديش هذا الامتحان الموحد لازم احط انا معايير للقبول. ماشي. طيب هل احنا كدوله بنعمل على ده؟ ده احد تكليفات السيد الرئيس الحقيقه انه يكون هناك امتحان موحد. يعني ده هيبقى للاثنين الحكومه والخاص. كله. اي خريج ما زي اللي بيتقيد في نقابه المهندسين خريج وخاص. احنا فعليا عملنا تجربه بناء على التكليف الرئاسي في الوزاره. كانت ايه التجربه يا فندم؟ ان احنا امتحنا 5 كليات طب منها كليه طب خاصه وكليه طب في كذا محافظه، يعني في جامعه حكومه وجامعيه خاص وعام حكومه وجامعيه وقوات مسلحه خاص. كمان قوات مسلحه تمام. في نفس الوقت تقريبا عدد 482 طالب في كل طالب امتحن في كليته. في نفس الوقت الامتحان خد ساعتين، اتعمل الساعه 11 خلص الساعه 1 زي امتحانات التويفل كده اللي هي بتتعمل كلها في وقت معين، بدايه في وقت معين بدا 11 خلص واحده، النتيجه طلعت 1.5 لا النتيجه ايه بقى؟ كمبيوتر محرك على الكمبيوتر كمبيوتر المهم النتيجه بقى. فده كان ده تجربه لبدايه تعميم. طب النتيجه زي ما بيسال دكتور حسن النتيجه؟ لا يعني النتيجه لا النتائج كانت جيده الحقيقه، حضرتك النتائج كانت جيده. المستوى العام كان جيد؟ طبعا المستوى العام كان جيد جدا. فهي الفكره طول ما انت اذا استطعنا، وده اللي احنا شغالين عليه، ان احنا نعمل امتحان موحد ساعتها هتبقى الدنيا اسهل في القبول والدخول. طيب دي كانت تجربه. الخطوه الجايه ايه في التجربه؟ الخطوه الجايه انه التجربه دي تعمم. وفي انتظار ايه؟ مفيش، ما انت عشان تعملي كده محتاجي مجموعه من الخطوات، انك تبقى عندك بنوك اسئله قوميه. لا ولازم في قانون، القانون بيتعدل برضه. ماشي. ولازم يبقى عندك تعديل تشريعي. التشريع لازم. ويعني في خطوات يتم اتخاذها. تعديل تشريعي انه قبل مزاوله المهنه على الطالب او المتقدم الخريج يعني ومين الجهه اللي هتعمل الامتحان، يعني كل الحاجات دي بقى. يعني في مجموعه من بس هو كان الفكره من الهدف من الاختبار ده اللي اتعمل بمعايير عالميه على فكره. يعني هذا الاختبار موضوع وفق حضرتك عارف زي ما بيتعمل في امريكا وزي ما بيتعمل في اوروبا. كانت السؤال هل احنا قادرين على تنفيذ ده كدوله؟ صعب. الحقيقه انا لما نفذناه وجدنا ان احنا لا قادرين على تنفيذه. لا بس دكتور حسن يبدو انه شايف انه مش يعني بعيد عن النفقات اللي هتتحملها الجامعات الخاصه او الحكوميه او الدوله. خلينا نتكلم بنوع من الواقعيه. معلش يا دكتور معلش سؤال بس، ايه النفقات اللي النفقات اللي في مقابل الامتحان؟ الامتحان ده مش هي مجانا، مش هيقدوه مجانا، المراقبه مقابل مثلا والاشراف مقابل مقابل. خلينا نتكلم واقعيه، ويمكن الفكره دي انا عرضتها كتير جدا من سنه 94. يا ريت ان احنا بنقول بعض الجامعات الخاصه وليس كلها دون المستوى اذا قورنت بخريج الجامعات الحكوميه بعضها، وانا اشهد بان بعض الجامعات الخاصه اعلى مستوى من الجامعات الحكوميه. خلينا نقول ايه وبدون زعل وبدون حساسيات، ان طالب الجامعه الخاصه في الفرقه النهائيه يمتحن تبع جامعه حكوميه بنفس الامتحان ونفس التصحيح، يبقى هنا محدش يقول لي ان ده اقل وده اعلى. اديني بقى فرصه، هديك فرصه بقى كجامعات خاصه، خدي اللي انت عاوزه تاخديه، مش هقول لك خدي بمجموع ناقص 5% او 3% او الكلام ده، خلي الجامعات الخاصه تاخد اللي عاوزه تاخده، واثنين من اولى وثانيه وثالثه ورابعه، ويجي في النهايه يمتحن مع الطلبه العاديين. طب يبقى في الجامعات الحكوميه عملت تنسيق ليه من الاول يا فندم؟ عملت ليه تنسيق؟ ما انا اقول عملت تنسيق عشان اقول ان الطلبه بتوع الجامعات الحكوميه دول مجاني، ما بيدفعوش فلوس. لكن الجامعه انا كولي امر عاوز اعلم ابني في جامعه بدون ذكر اسماء وادفع فلوس، ما تسيبيني اعلمه، ما تقوليليش مجموع وعدم مجموع، سيبيني. انت مش قادره تعلمه لي كدوله، سيبيني اعلمه في الجامعه بس لو حد الخاص. برضو ما يا دكتور برضو لو حد مش يعني تحصيله الدراسي ما تحصيله تقيسيه تحصيله تقيسيه ما انا اقول لك تحصيله بقى بتقيسي تحصيله في الفاينل في النهائي في البكالوريوس في الليسانس. طيب يبقى عاملين ثانويه عامه ليه يا فندم بقى؟ عاملين ثانويه عاملين ثانويه عامه اللي معاه فلوس وعايز معلش اوضح لها الحته دي. عاملين ثانويه عامه عشان في مجموعات مجاميع متفاوته. انا باخد حسب طاقتي في الجامعات الحكوميه باخد النص مليون دول مثلا او الثلث مليون دول حسب مجموعهم، دول بيتعلموا عندي
في جامعات ذات الاعداد الكبيره والامكانيات الفقيره الجامعات الحكوميه. وبعدين الباقي لازم يتعلم، لان التعليم قيمه في المجتمع المصري، وكل الناس عاوزه تعلم ولادها، وده مش عيب، ده دي حسنه تضاف الى حسنات الشعب المصري ان بيهتم بالتعليم وبيحرم نفسه طب. عشان يعلم ولاده. قبل ما ارجع دكتور عباده بس هسال دكتور حسام في الجزئيه دي، معلش سؤال هل من العدل ان انا بعد مرحله الجامعه اساوي بين خريج الخاص وخريج الحكومه؟ عشان كده هقول لحضرتك ليه، يعني التصور ده له ابعاد اعمق من مجرد ابعاد اجتماعيه كمان، ابعاد كثيره اعمق من مجرد الاعداد. اول حاجه لازم يبقى عندك قدرة الجامعات الخاصة على استيعاب الأعداد دي، يعني لازم يبقى في نسبة ما بين أعضاء التدريس والطلبة المقبولين. حاجة تانية، هل أنا النهاردة لما بخرج من كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، هل بيتم تكليف خريج الجامعات الخاصة ولا ما بيتمش تكليفه زي خريج الحكومية؟ بيتم تكليفه؟ بيتم تكليفه. طب يبقى وبالتالي ما ينفعش أنا أبقى ضامن وظيفة. يعني وحدة صحية في الريف دكتور خريج جامعة خاصة؟ واحد. أيوه يا فندم، بيتم تكليفه. ومعترف بيه وعادي. أيوه هو بيكلف زيه زي الجامعة الحكومية بالظبط. بيدرسوا في الجامعات الخاصة هم أساتذة من الجامعات الحكومية. معارين من الجامعات الحكومية. أكمل بس الفكرة يعني، فيبقى كلامي إنه هل من العدالة اني اضمن وظيفة حكومية لخريج ثانوية عامة ب 60 و70% لانه معاه فلوس دخل كلية الطب، ونفس الوظيفة دي اضمنها لخريج كلية الطب ب 98%؟ هو برضه المسألة، ما في المقابل يا دكتور ان هو دفع فلوس وتعلم خمس سنوات. اكمل كلامي بس، عشان كده انه اعادة ترتيب الامور بهذا الشكل له ابعاد كتيرة تحتاج الى اعادة تنظيم من الاول. يعني النهاردة هذه فكرة تبدو مقبولة، لكن عشان أنفذها محتاج أخد مجموعة من المعايير. أولها إن بما إن هو اعتمد على نفسه بالكلية، يبقى في النهاية ما تجيش الدولة وتعينه زيه زي بتاع الحكومي. ثانيها إنه الأعداد الأعضاء هيئة التدريس لازم يتناسبوا مع أعداد الطلاب. ثالثها إنه لازم يبقى في معيار ومسطرة موحدة اللي هي إحنا بنسميها الامتحان القومي الموحد، اللي هو الاكزيت اكزام او البري لايسن اكزام ايا كان. ففي هناك يعني الدوله تعمل على تحقيق الامتحان الموحد ده، وتعمل على انه وزي ما بقول لحضرتك في خطوات وفي تكليف رئاسي، والدكتور خالد عبد الغفار الوزير يعني نفذ الجزء الخاص بكليات القطاع الطبي، ونحن الان هو يعمل على تنفيذه في بقيه الكليات القطاع الصحي، وبعد كده هيمتد للجامعات. ده احنا شغالين عليه عشان نبقى زينا، لانه السيد الرئيس قال بوضوح ان احنا 2019 ده عام التعليم. عام التعليم ده معناه ايه؟ ان التعليم المصري يبقى زيه زي التعليم الاجنبي، ويبقى زي التعليم العالمي، ويبقى الطالب اللي بيتعلمه هنا هو نفس اللي هيتعلمه، او نفس المعايير حتى وان لم تكن نفس المواد، لان اللي يهمني انا كمصري ما يهمش الراجل في امريكا، لكن نفس المعايير. انا حتى دايما بقولها كده انه كمثال بس بالبلدي، يعني عشان بقول انا لما اروح في مكنه المترو في لندن باخد خطوات عشان اقدر اقطع التذكره، لما بروح مكنه المترو في ميونخ باخد نفس الخطوات عشان اقدر اقطع التذكره، بس دي بتبقى مكتوبه بالانجليزي ودي مكتوبه بالالماني. لكن في نفس لكن الشخص اللي بيتعلم ازاي ياخد الخطوات مش فارق معاه بقى هي اللغه المكتوبه بيها ايه، انا بتكلم هو بالخطوات. هو عارف السيستم ايه يا فندم، فهو ده المطلوب، ان يكون النظام عندنا نظام مقروء ومعترف به عالميا، هو ده الهدف. عشان نعمل كده محتاجين ناخد هذه الخطوات. في خطوات اتخذت، في تكليف رئاسي فعليا، سيد الوزير الدكتور خالد عبد الغفار يعمل على هذا، ده من عشان الامتحان القومي، عشان من اولويات اهتمامه هو تطوير التعليم. ما هو مش معقوله يبقى برضه ده دايما كلمه انا بسمعها. اوصل للنقطه بتاعت هل عدل ولا مش عدل، او فير او مش فير. ان انا طيب انا هسال نفس السؤال بس الدكتور عباده عشان ما سمعتش رايه في الجزئيه دي. يعني انا عارفه ان حضرتك هتكون طبعا مدافع عن الجامعات الخاصه يا فندم، انا استاذ على فكره في جامعه، انا اصلا معار من جامعه حكوميه فبقى يعني تمام. لا بس انا متاكده لو حضرتك هتكون ردك في يعني في منتهى الحياديه. يعني هل يا فندم النهارده الطالب زي خصوصا كليات القمه، يعني هل الطالب زي ما كنا بنتكلم اللي اخذ مجموع عالي في ثانويه عامه في المدارس الحكومه ودخل جامعه حكومه واشتغل على نفسه، هل اقدر اساويه بطالب الكليه الخاصه لما يخرج؟ خليني اقول لحضرتك حاجه عشان اطمنك. اولا ان الجامعات الخاصه كل خمس سنين حضرتك بتراجع المعادله بتاعتها، الجامعات الحكوميه لا تراجع الا اذا طلب تعديل اللائحه،
فحضرتك الجامعات الخاصة أكثر انضباطا في المادة العلمية وفي مراجعة البرامج. كل 5 سنين ما ينفعش ان انا اخرج طالب الا اذا كانت لجنة قطاع تاني شافت وجددت المعادلة. بالنسبة للجامعة الحكومية لا، ما بيحصلش. الحاجة التانية حضرتك ان فيها حاجة اسمها هيئة ضمان الجودة. حضرتك في كليات حكومية ما خدتش الاعتماد من الهيئة، وفي جامعات خاصة خدت. لما جامعة خاصة تاخد يبقى اذا فعلا هناك جودة في التعليم فيها، ويبقى خارجها فعلا واخد البكالوريوس او الليسانس من كلية معتمدة من الهيئة، وده الترند العالمي دلوقتي كله. فيبقى اذا حضرتك مش معقول بواخد انا اعتماد من هيئة الجودة وبطلع خريج يعني ضعيف او ما يصلحش للسوق. انا عاوز اضيف بس على لا انا بس انا أضيف أضيف بس هنا ان انا بعد كلام دكتور عباده حاسه ان انا هتوجه بقى بالسؤال بشكل عكسي. هي الجامعات الحكوميه ليه ما بتحصلش على لا خليني بس اعاده المعادله ليها؟ لا يا فندم ما بتتمش معادله، اصلا مش معادله هي. حضرتك بياخد بدء دراسه واعتماد اللائحه، انما حضرتك لما يعوز يغير واخد بال حضرتك حاجه في اللائحه بيحتاج، انما لو ما انما لو ما هيبقى محتاج تشريع هنا. لا لا ما. انما حضرتك لو حاب يغير جديد او اغير في البرنامج بتقدم لجنه القطاع. تمام. انما لو فضلت بنفس البرنامج 10 سنين مش هروح لجنه القطاع. عاوز يعني ابين لك ان نقطه البدايه اللي احنا بنعيشها دي خطا، لان الثانويه العامه في مصر ليست ثانويه معياريه. بمعنى معياريه يعني ايه؟ يعني ثانويه بتصل بالمتعلم الى انه يخش الجامعه. احنا يعني في المجالس القوميه المتخصصه ناقشنا قضيه الثانويه العامه دي ولقيناها غير معياريه، فما تقوليليش ده خد 70 وده خد 90، دول ده التفوق الوهمي، بدليل انهم بيسقطوا اعدادي طب وهندسه وصيدله في اعدادي اللي هم المتفوقين اللي واخدين 100%، فده تفوق وهمي، ده مش تفوق حقيقي. لانه عندنا لان انا اقول مبني على ثقافه الايداع، الحفظ، التلقين، اللي حفظ اكتر بياخد درجه اكتر، اللي بقى سايق كتاب ياخد درجه، لكن فكر ما فكرش. الموضوع هيتغير. فما تقوليليش بقى هنا ان بتاع الجامعات الخاصه اقل لان مجموع اقل. إذا كانت الثانوية العامة نفسها غير معترف بها لأنها غير معيارية ولا تقيس القدرة على التفكير. ده 90% منها أو 99% منها تحصيل، والدليل رسوب طلبة المتفوقين في الثانوية العامة في الهندسة وفي الصيدلة وفي الطب في الإعدادي. طيب المناهج يا فندم، من كلام مع حضرتك دلوقتي، المناهج اللي بتقدم في الجامعات الخاصة كيف تراجع؟ كيف تقيم؟ ده بصي بضمن ازاي انه انا ابني في الجامعه الخاصه بياخد المستوى التعليمي اللائق؟ طب انا اقول لك بقى، انا اقول لك انا بقى لي 50 سنه في التعليم، هقول لك بقى ومحدش يزعل. في الجامعات الحكوميه بعضها او اكتر مش بعضها اكثرها، ان الاساتذه بيدرسوا اللي عاوزين يدرسوه في الاقسام. صحيح. وبيعملوا الكتب اللي عاوزين يعملوها المشتركه دي. صحيح. اللي هي يعني قايله للسقوط. لكن عشان في الجامعة الخاصة يعتمد اللائحة لابد ان يحط مواصفات دقيقة جدا لكل مقرر دراسي، وياخد صك عليه ويتراجع مراجعة تامة وبيتنفذ، لان بيتابعوه في الجامعات الخاصة. انا مش بدافع عن الجامعات الخاصة، انا بقول اللي بيحصل في الجامعات الخاصة يا ريت يبقى في الجامعات الحكومية. ده انا كده هتوجه لحضرتك بسؤال مباشر بعد كلام الدكاترة. تاني خلينا برضه لا سواء انا كده حاسة ان احنا لازم نعيد النظر، عشان كده انا لا انا هقول لحضرتك في التدريس الحكومي يا فندم. معلش يعني لا هيئة الرقابة او الجودة يا فندم، ممكن اقول حاجة بس تاني بعيد تاني. قصة ليس لها علاقة خاص وحكومي، ولكن الحقيقة الاثنين، عشان يعني وانا مضطر اقول ده، انا مش عايز ابدا ادخل الدخلة دي اساسا، لكن الحقيقة الاثنين بيخضعوا لهيئة الاعتماد او بيتراجع وبيتم اعتمادهم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. الاثنين عدد الجامعات الحكومية كامل كلامي، عدد الجامعات الحكومية اللي معتمدة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد يجي 200 ضعف الجامعات الخاصة. مش عايز ادخل الدخلة دي خالص، لكن مضطر اقول كده. ده الواقع. ليه الجامعات الخاصة بيتم مراجعتها على مرحلتين؟ لأنه أنت ما ينفعش تراجعي نفسك، فأنا بيعتمدني هيئة تانية. عشان الجهة دي حكومية؟ الهيئة دي حكومية؟ لا يا فندم، الهيئة دي بتراجعني أنا كحكومة.
تمام. لكن انا بعمل ايه؟ انا بقى راجع على بعتمد كحكومه اللي هو مجلس اعلى الجامعات شهادات الجامعات الخاصه. لكن ما ينفعش انا كمجلس اعلى الجامعات اراجع نفسي، ما ينفعش انا اللي اقوم نفسي. صح. وبالتالي ففي الهيئه القوميه لضمان الجوده والاعتماد هي اللي بتراجعني. ايوه ايوه بس هي دي الفكره. لا معلش بس في نقطه بقى بس حضرتك، احنا كل 5 سنين بيتم اعاده المعادله او تجديد المعادله في الجامعات الحكوميه. لما حضرتك النهارده لجنه القطاع بتوافق على البرنامج، ما بتجيش بعد 5 سنين تشوف هل فعلا هم مستمرين بنفس اعضاء التدريس وبنفس الامكانيات. ايوه اللي بيعمل ده هو الهيئه القوميه لضمان الجوده والاعتماد، هي اللي بتديك الاعتماد. لا هي بناء على اللوائحه، ما بترجعش على اللائحه. لا بتراجع. لا يا فندم ما بترجعش. لا بتراجع. امال بيديك ضمان جوده واعتماد على ايه؟ ده على كل حاجه حضرتك. جميل. كل حاجه اللي من ضمنها المقررات. انما احنا طلبنا الحقيقه وسياده الوزير وافق ان هو الجامعات الحكوميه كل 5 سنين هتراجع عليها برضه لجان القطاع. طب ده ما كانش بيحصل وهيحصل. اه هيحصل. ما ينفعش تراجع نفسك، لكن انت بتاخدي ضمان من الهيئه اللي هي بتديكي تجديد كل 3 سنين. معايير ايه يا فندم عشان تديني الضمان ده؟ معايير تتعلق بالمقررات، معايير تتعلق باعضاء هيئه التدريس، معايير تتعلق بالمنشات. فهي الحقيقه المعامل الاستراتيجيه، استراتيجيه التعليم الجامعه ايه، استراتيجيه الكليه ايه، يعني انواع الحوكمه كده. آه. انا ايوه براقب لانه الحقيقه احنا عشان يعني عشان اي حد في دلوقتي اي حد في العالم يعترف بشهاده محليه لازم تبقى الشهاده المحليه ديت في هيئه غير مستقله، لهيئه ضمان الجوده والاعتماد دي تتبع رئاسه مجلس الوزراء، دي مش تبع اي حد. لازم يبقى في هيئه مستقله محليه معترفه بيها. يعني ما ينفعش يجي حد من بره يعتمدك ويقول ان انا معترف بيكي، يعتمد نفسه الا اذا كان انت كدوله عندك هيئه مستقله بتعتمد ده وهو يعتمد هذا الاعتماد. تمام. عايز اقول بقى ان الرئيس قال حاجه مهمه احنا الان يا ريت ناخدها في الاعتبار. قال بنضع الجامعات يبقى في شراكه بين الجامعات. صح. المصريه والجامعات مهمة جدا اللي في الدول المتقدمه. احنا حتى الان عاوزين نتوسع. يمكن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وانا بشكره جدا لانه مهتم جدا ونشيط جدا، ويعني انا متفائل جدا في وجوده، بان عمل في بورسعيد او في القناه في فتح جامعات تكنولوجيه تقريبا، وعمل شراكه في بعض الحاجات، وفي خطه لانشاء 6 جامعات تكنولوجيه قال عليها الرئيس وحتى الان لم تنفذ. حتى الان لم تنفذ 6 جامعات تكنولوجيه، والدكتور خالد عبد الغفار وعد بتنفيذها. دي حكومه ولا خاصه يا فندم؟ لا دي حكوميه غالبا. لا هتبقى حكوميه. حكوميه. طب وليه لم تنفذ لغايه دلوقتي؟ لا مش احنا شغالين فيها. يعني احنا عندك جامعه الجلاله شغالين فيها. جامعه الملك سلمان شغالين فيها. جامعه الملك عبد الله شغالين فيها. طب الحمد لله. احنا في 4 جامعات خلاص بالهيئه الهندسيه شغاله فيها. في العالمين برضه. وجامعه العالمين دول شغالين فيها. والوادي الجديد بقى جامعه مستقله. والوادي الجديد بقى في جامعه دلوقتي في الوادي مستقله. الجديد. دي جامعه تكنولوجيه متخصصه؟ اه وبعدين في عندنا انشاءات جديده. وفي عندنا النهارده في قانون اقره البرلمان ولائحته التنفيذيه. قانون التعليم العالي؟ لا قانون فروع الجامعات الاجنبيه. اه. انت دايما كان انت هي يعني عشان كده بقول لحضرتك انه الامور لا ما ليست الامور على ظواهرها. قانون الفروع الجامعات الاجنبيه. اه لانه من يعني حق الجامعات. يعني زي الاي سي والجي يو سي. لا 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 دي خاصه. لا دي جامعات خاصه. دي باتفاقيه. انما في اول جامعه الجامعه الكنديه والدكتور خالد افتتحها في العاصمه الاداريه الجديده منذ شهر يمكن او حاجه زي كده. يعني ان انا عندي جامعه. طب معلش مانشستر تيجي تفتح فرع ليها في مصر. اه تمام. طب هو ده اللي احنا عاوزينه. هو ده تفتح فرع ليها في مصر. حلو قوي. فانت كنت محتاجه تغيير تشريعي. هو ما كانش بيسمح بده. كامبريدج مش جايه مصر؟ يعني اعتقدش. لا كامبريدج ما بتفتحش بره. نتمنى يعني نامل. نامل. طيب الجامعات دي بقى هتشتغل ازاي لما تفتح فروع ليها في مصر؟ المنظومه بتاعتها هتشتغل ازاي وهتتبع مين واليات العمل؟ لا هيبقى في ما هو في دلوقتي مجلس في قانون في مجلس حضرتك لفروع الجامعات زي مجلس الجامعات الخاصه والاهليه. في مجلس انشاه القانون لفروع الجامعات الاجنبيه برئاسه الوزير برضه. يعني هيبقى في طرف يعني مصري بيشرف عليها؟ طبعا. هي الجامعه الامريكيه في طرف مصري؟ مش في طبعا. هي هناك مستشار طبعا يتبع الحكومه المصريه موجود في بين الحكومه. كان في مقرر خارج على ايام الرئيس مبارك خارج على اخلاقيات المجتمع المصري اتحذف المقرر ده من الجامعه الامريكيه. اللي المفروض سيادتك تشيري اليه والمفروض ان احنا نتناوله بهدوء اللي هو
هل الجامعات اللي بتنشأ تبقى تبقى الأصل كوبي بيست من الجامعات الحكومية؟ دي كارثة كارثة. أنا عاوز جامعات تخدم المجتمع، البيئات تخدم المحافظات، تبقى جامعات جديدة فيها برامج مختلفة، فيها برامج مختلفة. ده اللي احنا عايزينه، وده الرئيس اللي بيقول عليه، بيقول ان احنا نجيب برامج مختلفة. الشراكة مش معناها اجيب نفس الجامعات نفس المقررات. في جامعة عين شمس في كلية الهندسة برامجها متطورة جدا ومأخوذة من جامعات، بدليل ان الطالب يتخرج من هندسة عين شمس بيروح يعمل ماجستير ودكتوراه في كندا وفي غيرها بدون ما يعمل بكالوريوس من جديد. فجامعاتنا بخير الحمد لله، بس احنا عاوزين نطورها لتتفق مع حاجات سوق العمل، مع متطلبات سوق العمل المتغيره. يبقى لازم تجيبي جامعات مختلفه. انا مش ضد الجامعات العلوم الانسانيه، انتهى عصرها العلوم الانسانيه، كفايه نقلل من يعني عشان ما حدش يزعل، نقلل من الكليات، نهتم بالكليات العلميه، الكليات التكنولوجيه، لان ده العصر، ده المستقبل بالنسبه لينا، التكنولوجيا والعلم مش العلوم الإنسانية. إيه يا دكتور اللي بتشوف إن الفترة الجاية دي محتاجين نركز عليه في التعليم في الجامعات الخاصة؟ لا، إن إحنا ننشئ برامج جديدة ونشوف سوق العمل عايز إيه. أهم حاجة قبل سوق العمل، بتتفق مع دكتور حسن في موضوع إن إحنا لازم نراعي فكرة تكستمايز الدراسة عندي هنا أو المناهج لما أنشئ فروع ولا يعني اخد الحاجه زي ما هي؟ لا، دي حضرتك من ضمن الكرايتيريا اللي بتنشأ عليها الجامعات هنا، ان المفروض في الاصل الجامعات الخاصه والجامعات الاهليه حضرتك والفروع ما بتبقاش كوبي بيست من الجامعات اللي موجوده، سواء جامعات حكوميه او جامعات خارجيه. احنا بنشوف هنا سوق العمل عايز ايه ونبتدي نطلع برامج جديده توافق سوق العمل اللي مطلوب. دكتور حسام، لهيك احنا يعني هذا ما اطلبه انا بقى من الاعلام. احنا في دراسات اتعملت على الوظائف بعد 5 سنين وبعد 10 سنين، ففي على الأقل 80% من الوظائف اللي موجودة دلوقتي هتنتهي بعد 10 سنين. تمام، مش هيبقى ليها لازمة، لأنه الثورة الصناعية والتكنولوجية الخمسة هتغير كثير من الوظائف. فالمفروض دورنا إحنا بقى، لأنه الجامعة سواء الجامعات الخاصة أو الجامعات الحكومية الحقيقة تقع تحت ضغط طلب الجماهير. يعني النهاردة ليه هو عايز يفتح كليه طب اسنان؟ ليه عايز يفتح كليه طب؟ ليه عايز يفتح كليه صيدله؟ لانه الجمهور عايز كده. طيب فاحنا محتاجين، لكن مش لانه عايز يتربح برضو؟ مع انه يعني ما هو عايز يتربح ليه؟ لان الجمهور عايز كده. يعني لو ما كانش هناك طلب جماهيري على هذه الكليات هو ما كانش اضطر انه يفتح الكليات دي. طيب المصروفات، احنا محتاجين نغير الوعي الجامعي نحو ما يحتاجه سوق العمل الفعلي. احنا عندنا اشكاليه حقيقيه في انه مش فكره البطاله سببها انه ما فيش شغل، لا، انه الشغل اللي موجود مش محتاج نوعيه الخريج ده، في انفصال في سوق العمل وبين وده ما بيجيش بس بان انت كدوله تقرري انك تغيري وتقولي انا هفتح كليه كذا. انا محتاج برضو الوعي العام الجمعي يبقى مدرك لاهميه التغيير في طبيعه الدراسه، لانه طبيعه الشغل هتختلف خلال 5 6 سنين. دكتور عباده، هل بتشوف انه ما لدينا من خريجين من الجامعات الخاصه بيلاقوا الفرص المناسبه ليهم في سوق العمل، وبالتالي ده يبقى مؤشر ليا انه الدراسه اللي بيدرسوها دي مربوطه بسوق العمل الحقيقي اللي على الارض، مش مجرد ثيرات في حاجه نظريه بيدرسوها؟ هو اساسا ان لابد ان الجامعه الخاصه في اثناء الدراسه بتقوم بتدريب الطلبه بتوعها في مجالات كثيرة في سوق العمل. بس ده تدريب بس. لا يا فندم، هو تدريب للتشغيل بعد كده. يعني حضرتك، انا هدي مثال. احنا كنا عملنا دورة تدريبية، هل اقول اسم الشركة ولا لا. مع احدى الشركات الصناعية، وكان في حوالي 25 طالب اتدربوا 100 ساعة نظري في الجامعة، وبعد كده راحوا للشركة اتدربوا عندهم، ولما رئيس مجلس إدارة شاف ان هم البرفورمانس بتاعهم كان رائع عينهم وسفرهم ألمانيا، وكلهم اتعينوا لأنه لقى ان هم فعلا اتدربوا التدريب اللي هو يواكب ما تطلبه الشركة. فإذا حضرتك لابد ان يكون هناك في تفاعل بين الأكاديمية او بين الجامعة او الكلية مع سوق العمل، اذا كان كلية التجارة مع البنوك او مع المؤسسات الاقتصادية، هندسة الى اخره، بحيث ان دايما زي كلية الصيدلة برضو بيتدربوا لازم في الصيف تدريب صيفي
في الصيف بتاع في المصانع او في الشركات بحيث ان هم بياخدوهم. طيب انا عايز ارجع معلش يا دكتور عايز ارجع لجزئيه المصروفات علشان برضو في ناس كتيره بتشوف انه ما فيش رقابه حقيقيه على الاسعار والمصروفات اللي بتضعها الجامعات الخاصه. ازاي بتقرروا المصروفات او الاسعار وهل في رقابه حقيقيه عليها ولا لا؟ بص حضرتك هو القانون اعطى الصلاحيه للجامعات ان هي هي اللي تقدر مصروفاتها. بس حضرتك في شرط مهم جدا لما الطالب يخش المصروفات لازم يفضل زي ما هي لغايه ما يتخرج. ما ينفعش ازود على الطالب القديم اي مصروفات لغايه ما يتخرج. ازاي يا فندم مش في زياده سنويه؟ معلش محرك دي احنا بقى يعني في الجديد بقى هو اللي بيزيد ودي اتفاق بيننا وبين بعض في مجال مجلس الجامعات. لا يعني ايه الجديد بيزيد حاليا دلوقتي كل سنه بتزيد الاسعار عن السنه اللي قبلها؟ لا ما في الجامعات لا انا ما بزودش يا فندم. في الجامعات لا لا الجامعات المدارس بس المدارس, المدارس فيها 7% او 5 حاجه زي كده 10% تقريبا. انما حضرتك احنا من الطالب بيفضل على نفس المصروفات اللي دفعها لغايه ما يتخرج. الجديد بقى هو اللي بيزيد عليه. تمام. الجديد اللي دخل سنه اولى لسه الوزاره ما يعنيها دايما ان يقول لك والله لازم اللي تعلنه هو ده اللي تاخده. ما فيش حاجه مستخبيه تاخدها. ده المهم جدا ان حضرتك ما يعلن من مصاريف هو اللي فعلا هو ما يتم تحصيله. دكتور حسن انا عايز بس اركز على ان الرئيس قال 2019 ايوه انا ماشي حسب الرئيس. الرئيس بيقول احنا ننفذ لان مش بيقول من دماغه بيقول بناء على على اجتماعات وعلى قرارات بتطلع له من الجهات المسؤوله. اما قال 2019 العام التعليم معناه ايه؟ معناه ان رجال الاعمال لابد ان يتحملوا التبعه في التوسع في المدارس وفي الجامعات لان رجال الاعمال الشرفاء اللي بنوا جامعات محترمه ومش هقول ذكرها ولا اسمها افضل من الجامعات الحكوميه واللي اولياء الامور بيتلهفوا عليها الان لابد ان رجال الاعمال يعني يستثمروا في التعليم. ودي الفكره اللي كان اكد عليها الدكتور خالد عبد الغفار لابد الاستثمار البشري والاستثمار في التعليم. معنى الاستثمار في التعليم ان انا كرجل اعمال ابني الجامعات واخد هامش ربح. ما هو الاستثمار نوعين استثمار بشري في الانسان وبناء الانسان وده اللي احنا بنتجه اليه الان في الدوله المصريه بناء الانسان المصري. يبقى لابد ان احنا نهتم ايضا بان رجال الاعمال من حقه ويجب ان هم ياخدوا عائد من هذا المبلغ اللي بيدفعوه. طيب والعائد ما هوش كبير لكن فانا عايز اقول ايه؟ عاوز اقول ان رجال الاعمال لابد ان نديهم فرصه نخليهم يتنفسوا نبعد نرفع المجلس الاعلى يرفع ايديه شويه عن رجال الاعمال عشان يقدروا ان هم ينطلقوا. المجلس الاعلى عامل ايه لرجال الاعمال؟ المجلس الاعلى عامل ايه لرجال الاعمال؟ ده هو بيحط القوانين بيكبل بالقوانين. لا لا لا, 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 لا بالعكس عدد عدد الداخلين في الكليه بناء على الامكانيات. طب خلينا نسال دكتور عباده بس معلش نسال دكتور عباده هل في قوانين معينه بتكبل ايادي رجال الاعمال او المستثمرين للمشاركه في القطاع الخاص في انشاء جامعات جديده؟ هو عايز ضوابط حضرتك أيوة. ضوابط علشان يتاكدوا ان الجامعه تنشا اسمها ضوابط بس اسمها ضوابط. ما هو ده لابد احنا ده اقول حاجة احنا في تعديلات تشريعيه بتتم وتمت وانتهت وحاجات هي رائعه عشان تقدري تستقطبي جامعات ويبقى عندك يعني فعلا التكلفه السيد الرئيس ان هو الجامعه لازم يبقى فيه توامه مع جامعات في الرانكينج العالمي باول 50 واول 500 جامعه على مستوى العالم يبقوا انت بتديهم فرصه من خلال التعديل التشريعي ده ان هم يجوا يشتغلوا هنا ويبقى ده جزء من تطوير التعليم لانه الناس لما تشوف هارفارد وغيرها من الجامعات طبعا. على ارض مصر اكيد احنا كجامعات حكوميه والجامعات الخاصه يعني التنافس ده هيخلق طفره في التعليم. المصروفات يا فندم عشان بس نضع الجامعات في موضوع المصروفات عاوز يا دكتور حسن المصروفات يا فندم يعني هو القانون القانون بيحددها لكن لا القانون ما بيحددهاش المعاهد العليا بيحددها انما الجامعات ما بيحددهاش يعني القانون حتى ما بيديش هامش ربح ما احنا بندفع ضرايب حضرتك احنا ده بيتعامل القانون ما بيحددهاش ولكن يعني يا فندم انا اسف يا دكتور حسام يعني الجامعه الخاصه تقول انا عايزه 100,000 او 300,000 يعني يعني حسب في حضرتك جامعات ب 40 و 50 و 100 زي المدارس بالظبط يعني انا قصدي يا فندم ما فيش حتى رينج معين لا. الجامعات بتمشي فيه يعني اي جامعه تحط الاسعار اللي هي عايزاها البدايه بتحطها حضرتك عرض وطلب عرض وطلب ولكن
وهناك دائما في مجلس الجامعات الخاصة نوع من الاتفاق غير المكتوب انه الوزارة او سيد الوزير تحديدا بيبقى دايما يتناقش في مسألة يعني هناك ضبط الى للأسعار بما لا يجحف بالجامعة الخاصة وفي نفس الوقت بما لا يكون مغالى فيه بالنسبة للطالب. عايزة كلمات أخيرة من حضراتكم بس حضرتك عايز تقول حاجة. كلمة أخيرة. أنا سعيد جدا أن الدكتور طارق شوقي والدكتور خالد عبد الغفار في تعاون تام بينهم من أجل التعليم، ويمكن دي أول مرة تحدث أن يبقى في نوع من التعاون والانسجام من أجل التعليم يبقى أفضل. عملية وضع التعليم المصري في إطار المنافسة العالمية ده يعني يمكن جامعة القاهرة تقدمت في 500 جامعة وفي جامعة عين شمس في جامعات أربع جامعات تقريبا تقدمت اسكندرية وعين شمس والمنصورة تقريبا ده يعتبر زخم ويعتبر إنجاز لم يكن موجودا قبل ذلك. فان المجلس الاعلى للجامعات احنا بنشكره وبنشكر امين المجلس الاعلى الجديد اسمه ايه دكتور محمد لطيف. الدكتور محمد لطيف بنقول له مبروك عليك المنصب. والدكتور حسام يعني اليد اليمين ان شاء الله. وبنتوقع المجلس الاعلى للجامعات بقى يقوم باعباء كثيره، واحنا هنقول له على المثارب والعيوب اللي احنا بنشوفها في الفيلد في الواقع عشان يحسن. لكن انا باكد ان نتفائل ونشوف ان الجامعات المصريه اصبحت بتتجه الى الامام، وان في 2019 فعلا هتبقى مزيد من الجامعات مناهجها او موقعها في الجامعات ال500 الاولى، واللي ما فيش حاجه اسمها جامعات اقليميه ولا جامعات خاصه ولا جامعات في محافظات اساسيه، لكن كلها جامعات بتعمل من اجل هذا الوطن. بشكرك يا دكتور حسام. معلش والكلمه الاخيره دي يبقى فيها اشاره لموضوع البحث العلمي، حضراتكم ما اتكلمتوش عنه. اكرر يعني هو دكتور حسن بس كان قال موضوع انه الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في الجامعات الخاصه مش موجود، حضرتك رديت عليه قلت له لا موجود دلوقتي اصبح موجود دلوقتي البحث العلمي، عشان دي نقطه مهمه كمان. اكرر انه على الرغم من ان الجامعات المصنفه على مستوى العالم في مصر اغلبها جامعات حكوميه الا ان المساله في الكفاءة والجودة لا ترتبط بكونها حكومية أو خاصة، وإنما ترتبط بالمعايير والنظم والقواعد التي تسير عليها كل جامعة. وأن زي ما عندنا جامعات حكومية متميزة عندنا جامعات خاصة متميزة، وأن الـ 2019 هيكون حقيقة هو عام التعليم، وإنه إحنا النهاردة في مرحلة التمهيد التشريعي لإعطاء انطلاقة حقيقية للتعليم. وكما أسمع دائما من الدكتور خالد الحقيقة ليه كلمة حكمة في الموضوع ده، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقول يعني هو مش من المنطقي أن يأتي الطالب والدكتور طارق شوقي يغير المناهج ويطور التعليم ويعمل الطالب يشتغل على تابلت وبعد كده يخش الجامعة يلاقي أن كل ده مش موجود، فلازم كل التطوير ده يجده في الجامعات. الناشونال اكزام او الاختبار القومي اللي بيشتغلوا عليه دلوقتي امتى ممكن يتم تطبيقه؟ يعني اتوقع انه في خلال العام الدراسي 19 20 ممكن يبقى في حاجه حقيقيه، يعني ممكن يبقى العام القادم ان شاء الله. اتوقع ان شاء الله هيفرق. طبعا اكيد، وعلى الاقل في كليات القطاع الصحي، يعني القطاع الصحي طب اسنان صيدله تمام. شكرا كبداية دكتور عباده. اولا احنا بنشكر سياده الرئيس ان هو اهتم بالتعليم الحقيقه في الولايه الثانيه، وان عام 19 هو عام التعليم وبناء الانسان. بنامل ان يكون هناك مزيد من الجامعات الخاصه والاهليه عشان دي اضافه وهتدي تخصصات جديده مواكبه لسوق العمل. الاهتمام بالبحث العلمي اكثر على مستوى الدوله حتى سواء في الجامعات الحكوميه او مراكز البحوث او في الجامعات الخاصة والأهلية. إن سوق العمل يبقى بيستوعب وبيحاول إن هو يتعاون مع الجامعات في سواء كانت خاصة أو حكومية أو أهلية عشان يقدر يدعم الصناعة بتاعتنا، يقدر يدعم البحث العلمي. الحقيقة احنا يعني أولا عايز أقول لحضرتك حاجة، احنا عندنا 2.5 مليون وظيفة خالية في الاتحاد الأوروبي، نأمل ان ولادنا الخارجين يقدروا ياخدوا جزء منها
دي مهمة جدا، ويا ريت ان شاء الله احنا بنعمل على هذا، وباذن الله هنطلع بحيث ان احنا يبقى فعلا على المستوى الكوادر اللي تقدر تشتغل، اللي هي تقدر تشتغل هناك، لان هم اولادنا زي الفل وبيطلعوا خريجين ممتازين وبيقدروا سوق العمل يستوعبهم في الخارج. بشكركم جزيل الشكر. بس عايز اقولها برضه، اوجهها للساده اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه في الجامعات، انتم جزء من منظومه التطوير واحنا مش ناسيينكم، وهناك جهود حقيقيه تبذل لتحسين جميع اعضاء هيئه التدريس وكل العاملين في الجامعات. التطوير هيشمل ايه يا دكتور؟ التطوير هيشمل الجانب المادي، الجانب الاجتماعي، أيوة. الجانب العلمي، الجانب التدريبي، كل ده لان من واحد من واحد جانب ايه عليه الساده اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه وللساده العاملين في الجامعات جميعا. بشكر حضراتكم جزيل الشكر على وجودكم معانا، الدكتور عباده سرحان رئيس جامعه المستقبل، شكرا لحضرتك يا فندم. دكتور حسام عبد الغفار امين عام مساعد المجلس الاعلى للجامعات، شكرا لحضرتك. الدكتور حسن شحاته استاذ المناهج وطرق التدريس بتربيه عين شمس وعضو المجالس القوميه المتخصصه، شكرا لحضرتك يا فندم. هنشوف مع بعض انفوجراف في برضو عرض لي يعني ابرز الارقام والحقائق المتعلقه بالجامعات الخاصه في مصر، وبعد هذا الانفوجراف مباشره نتساءل المباني و يعني الأبنية والمقرات الحكومية خصوصا الأثرية والقديمة اللي موجودة في وسط البلد تحديدا، ما الذي تنوي الدولة المصرية أن تفعله بهذه المباني والمقرات بعد نقل أنشطتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعد قليل. الحكومة وضعت برنامجا متكاملا لتنفيذ رؤية شاملة لتفعيل أصول الدولة غير المستغلة من خلال توفير مقرات للهيئات والأجهزة التابعة للدولة، وبالتالي تحقيق وفرة على الموازنة العامة. البرلمان طالب بالتنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التي سيتم إخلائها، والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المباني ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية. وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت أن الحكومة تستهدف نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام المقبل، كما أشارت إلى مصير الأصول القديمة لمباني الوزارات قائلة
إن توجه الحكومة الرئيسي في هذا الأمر أن يكون هناك صندوقا ماليا تابعا للصندوق السيادي توضع فيه هذه المباني المحلية. الحكومة في برنامجها المرسل للبرلمان أكدت استهداف نقل 31 وزارة و57 جهة تابعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلة واحدة تبدأ عام 2019 وفقاً لعدد من الضوابط، أبرزها أن يتم مراعاة جودة الجهات الخدمية بجانب الجهات المعنية، وأن يتم نقل العاملين طبقاً للعدد الأمثل لكل إدارة وليس طبقا للعدد الحالي. وفي إطار تحقيق أهداف صندوق مصر السيادي فيما يتعلق بتحسين إدارة موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، أكدت الحكومة أنه سيتم دراسة وتحديد شرائح من الأصول غير المستغلة لتعزيز الصندوق السيادي للدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جودة اقتصادية لتعظيم العائد من تلك الأصول. مع اقتراب نقل المقار للوزارات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمطالبات بوضع استراتيجية وخطة واضحة المعالم وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ رؤية شاملة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، فكيف ستستفيد الحكومة من هذه الأصول العقارية الهائلة؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم. لما عرفنا كمواطنين حتى والرأي العام، عرفنا انه يعني البرلمان، الوزارات كلها، مقر الرئاسة، في حاجات كتير قوي هتتنقل ان شاء الله للعاصمة الإدارية الجديدة. ناس كتيرة جدا كانت بتسأل في الشارع، طب المقرات دي اللي موجودة اصلا هنا في قلب القاهرة وتحديدا اللي في وسط البلد هيتعمل فيها ايه، خصوصا انه في بعض الاحصائيات اللي قالت انه قيمة هذه المقرات الحكومية اللي موجودة تحديدا في وسط القاهرة ربما قد تصل الى 700 مليار جنيه، وان كان هذا الرقم مش صادر عن اي جهة حكومية، ده رقم اتقال كده تقديري، يعني ممكن يبقى مظبوط، ممكن يبقى اقل من كده، وممكن يبقى اكتر من كده. عايزين نعرف ده، وعايزين نعرف الخطط القادمة، ونتكلم على الشكل الاقتصادي اللي ممكن نستفيد به من هذه المباني التاريخية. احنا عندنا مباني في وسط البلد لا تقدر بثمن، فدي ممكن نعمل فيها ايه؟ هل دي ممكن الدولة تفكر انها تطرحها لمزاد، انها يتم الاستفادة منها كفنادق، كمزارات معينة؟ هنعرف كل التفاصيل دي ان شاء الله مع ضيفي الكريمين، سيادة النائب محمد ابو حامد عضو البرلماني. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا فندم، اهلا بحضرتك. الاستاذ خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والابحاث الاقتصادية، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بسعادتك يا فندم. سيادة النائب، الأول موقف النقل إيه؟ يعني إمتى هنبدأ نتكلم على النقل؟ هل كل المقرات الحكومية هتتنقل العاصمة الإدارية ولا لأ؟ يعني لغاية النهاردة واصلين لإيه يا فندم؟ يعني هو طبقا للتصريح الحكومة بهذا الخصوص، هم اتكلموا على إنه كافة الوزارات وعدد من الهيئات التابعة ليها هيتم نقلها بنهاية عام 2019. تمام. إلى الآن لسه ما ابتداش نقل أي وزارة من الوزارات، وبالتأكيد لما هيبتدي عملية النقل يعني هتترتب بأولوية معينة. في الحقيقة إلى الآن الحكومة ما أعلنتش يعني قواعد معينة أو منطق معين للنقل، هيحكم أولويات النقل، لكن اللي اتقال بشكل مباشر أنه البرلمان وعدد كبير من الوزارات بنهاية عام 2019 غالبا هتكون اتنقلت. يعني بس هي الفكرة يا فندم انه حتى لو بنهاية 2019 وحتى لو بداية 2020، فيعني بنتكلم على سنة او سنة وشوية من دلوقتي، يدوب نبدأ دلوقتي نتكلم في عملية النقل هتحصل امتى وازاي. والسؤال اللي هو الخاص بفقرتنا دلوقتي، المقرات بقى الحكومية دي هيتعمل فيها ايه اللي موجودة هنا في وسط البلد؟ يعني عايز اقول انه مش بدري انه احنا نطرح الاسئلة دي، يدوب. يعني هو بالتأكيد مش بدري، وانا متهيألي انه قانون الصندوق السيادي المصري كان هدفه هو فكرة اصول الدولة الغير مستغل. قبل ما يطلع قانون الصندوق السيادي، لما كان بيحصل كلام عن مباني الوزارات القديمة، كان بيتقال انه هتتنقل لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، وتقال تصريحات من بعض قيادات
شركة العاصمة الإدارية الجديدة إنه هتتعمل شركة اسمها نقل الأصول، شركة مساهمة، وهينقل ليها هذه المباني ويبقى لها حق التصرف فيها، وإنه قيمة القيمة اللي هتيجي من المباني دي بشكل أساسي هي هتروح وزارة المالية، لكن العاصمة الإدارية الجديدة أو شركة العاصمة الإدارية الجديدة هيبقى لها نصيب قيمة المباني اللي تم توفيرها للوزارات دي. لا معلش يا فندم أنا ما فهمتش. تاني قبل ما يطلع قانون الصندوق السيادي اللي هو كان لما كان بيطرح كلام عن احنا هنعمل ايه في المباني دي ومين اللي هيتصرف فيها، فكان بيتقال انه هذه المباني هتنقل لشركة العاصمة الإدارية الجديدة كملكية او وتصرف كمان. تمام. وبعدين بعد كده حصل كلام انه المفروض ان المباني دي يعني هتقول بقى لوزارة المالية، فكان بيتقال انه على الاقل شركة العاصمة الإدارية الجديدة هيبقى لها نصيب من قيمة هذه المباني يعادل قيمة حي الوزارات اللي هيتنقل له الوزارات، مش العاصمة الإدارية الجديدة هتوفر مباني بديلة للوزارات القائمة. أيوة. مش المباني الجديدة فأدخل دفدة مش المباني بقى الجديدة دي ليها قيمة. قيمتها أكيد لن تساوي قيمة المباني التاريخية اللي الوزارات موجودة فيها الآن، وإنما على الأقل هيبقى في قيمة معينة هتتاخد من عائد المباني القديمة عشان تسدد قيمة الوزارات دي. تمام كده؟ نعم. والباقي الباقي زي ما حضرتك قلت الباقي بقى الباقي لأنه المفروض قيمة المبنى اللي في وسط البلد مش زي قيمة المبنى اللي في العاصمة الإدارية. هو فرق بقى. هو الباقي وزارة المالية هيروح وزارة المالية يعني، وهيستخدم بقى إما إنه يستخدم في الموازنة العامة للدولة وبالتالي يقلص عجز الموازنة العامة للدولة. صحيح. أو يكون في تخطيط استراتيجي لاستخدامه، يعني من الأفكار اللي بتتقال إنه القاهرة القديمة غير الصحة والتعليم، يعني ان القاهرة القديمة يعني بنيتها التحتية في اماكن معينة يعني متهالكة بشكل او باخر الى اخر ذلك يعني. فكان بيتقال بعض افكار انه ممكن جدا العائد اللي هيجي غير انه هيسدد قيمة المباني البديلة لشركة العاصمة الادارية الجديدة، انه الجزء الباقي بقى ممكن يتم توزيعه بشكل جزء اذا كان هيروح للموازنة عشان يغطي عجز الموازنة، جزء تاني زي ما حضرتك كنت تفضلتي وقلتي الصحة والتعليم، جزء تالت اعادة يعني تهيئة البنية التحتية للعاصمة القديمة للقاهرة يعني، وإنه في جزء من المباني دي لا هيروح للعاصمة الإدارية الجديدة ولا هيروح وزارة المالية، وإنما هيروح يا وزارة الآثار يا وزارة الثقافة اللي هي المباني التاريخية ذات الطبيعة التاريخية، يعني مثلا مبنى البرلمان سواء مجلس الشعب أو يعني اللي هو مجلس النواب الآن أو مجلس الشورى، الاثنين مباني تاريخية ليهم قيمة تراثية ليهم قيمة أثرية. يا آثار يا ثقافة، يعني ده كلام يعني اللي أنا بقوله لحضرتك ده المناقشات العامة لكن موجودة. لم يعلن من الحكومة خطة الحكومة بتتبناها هتتعامل فيها مع المباني القديمة بمنطق محدد يعني، وإنما ده بيتقال بشكل عام كل ما كان يصار الأمر، يعني التصريحات بتاعت إنه جزء من قيمة هذه المباني هيتاخد عشان قيمة المباني البديلة في العاصمة الإدارية الجديدة، وانها تتعمل شركة اسمها نقل الأصول او ان ملكية جزء من ملكية دي هتبقى شركة ايه يا فندم؟ ماهيتها ايه؟ شركة مساهمة تابعة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، بس كل التصريحات دي من قيادات في العاصمة الإدارية الجديدة زي المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، إنه موضوع إن جزء من قيمة الأصول دي هيبقى مقابل اللي هيتم توفيره كمباني بديلة، ده كان تصريح مش رسمي خارج من الحكومة وإنما من في جلسات البرلمان ومع حضراتكم كده وأنتم بتتكلموا في ده، هل شايف إنه في ميل عام اتجاه طرق صرف معينه؟ لا يعني ما يعني في الحقيقه ما حصلش انه اتعمل اجتماع مخصص لمناقشه التصرف في المباني دي، وانما بيحصل نقاشات عامه زي ما قلت لحضرتك، يعني في اجماع على انه كل ما هو تراثي وله قيمه اثريه يعود الى الاثار انه هيتعامل بقى معاه انه يتعامل منه، يعني مثلا اكيد مجلسي الشعب والشورى ممكن جدا يبقى ده متحف بيؤرخ للحياه السياسيه والنيابيه في مصر، على اعتبار انه الـ يعني زي ما بنشوف في دول اوروبيه زي فرنسا وغيره ان في فعلا مباني بتعمل الدور ده.
وزارة الزراعة مثلا عندها بعض مباني واضح جدا ان ليها قيمة تاريخية ممكن يتعمل فيها متحف او ما شابه، لكن في الاخر في بقى جزء تاني كبير جدا مباني عادية لكنها في اماكن مميزة جدا في قلب العاصمة. فاللي بيحصل مناقشات عامة، لكن الحكومة حتى في بيانها زي ما حضرتك تفضلتي في التقرير اللي تم عرضه اتكلمت عن ان هيتم نقل، لكن ما كانش في جزء بيتكلم عن انه هنعمل ايه في الاصول دي. وانا متهيأ لي انه بعد وجود الصندوق السيادي اظن ان ممكن جدا افكار كتيرة تختلف، لان المفروض ان الصندوق ده دوره الاساسي انه يحصر اصول الدولة، وانه من خلال مجلس ادارة محترف متميز يدير هذه الاصول بشكل يحقق عائد اقتصادي تنتفع به الدولة، ويدخل بقى العائد ده في الموازنة لينفق منه على الاستراتيجية العامة للدولة، ويقلل يعني عجز الموازنة زي ما حضرتك ذكرت من شوية. يعني المفروض ده بقى انه يعني ده هيبقى يعني لا يتصور انه حتى لو كانت قيمته الرقم التقديري اللي حضرتك قلتيه هو فعلا مليار، ده ايه يعني الرقم ده برضو تصريح قريب من الحقيقة، لا ما طلعش من جهة رسمية. تمام. وانا يعني لو حضرتك هتأذني لي انا اشك ان في حصر دقيق بالمباني دي عشان نبتدي نتكلم فيه، لان كان من ضمن المناقشات اللي اتعملت عشان الصندوق السيادي انه من ضمن الاشكاليات انه اصول الدولة محتاجة ان يتعمل لها حصر دقيق يعني شامل. في برضو حاجة تانية انه كان في بعض مباني تابعة لوزارات كان عليها نزاعات قضائية. زي الحاجات اللي اتأممت وبعدين بعض ورثة الورثة رفعوا فهل دي هيبقى موقفها ايه الى ان يبت في امرها لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي، لما بيبقى في دايرة اي حد مننا كنواب مبنى او ما شابه غير مستغل وعايزين مثلا نستخدمه في النفع العام، فلما نروح نسأل في المحافظة فيقول لنا لا اصل المبنى ده بتاع وزارة كذا، فإلى الآن كل وزارة عندها مبانيها، هل يعني في حصر دقيق ان بقى الملكية يعني مجرد ما يروحوا لمبانيهم الجديدة هل تلقائيا الملكية بتقول لي الصندوق السيادي ولا للشركة الجديدة ولا لوزارة المالية؟ نعم. دي كلها أمور الحكومة هتحتاج انها يعني انا متهيألي مش هينفع ان الامر يعني لو اتقال يعني ما فيش حصر لغاية دلوقتي حتى بمجموع الاصول اللي موجودة او المباني والعقارات، فيش حصر دقيق لغاية دلوقتي اللي هي مملوكة للدولة نقدر نحط ايدينا على الرقم. يعني انا ما شفتش حصر دوت لا الحكومه قدمته ولا شفناه، بل ممكن اقول لحضرتك كمان في حاجه كانت يعني محل نقاش ما بيننا واحنا بنناقش الموازنه العامه للدوله، ان بعض الوزارات كانت بتحط في النفقه الاستثماريه امور تخص الاصول الثابته اللي هي المباني. فكان طبعا يعني او مثلا حاجه زي المجلس القومي للإعاقة كانوا مقدمين ان هم ما لهمش مبنى وعايزين مبنى، فكان في كلام بيتقال طب ما هو لو احنا هننقل وزارات وهيئات ناخد مبنى ليه؟ ما ناخد مبنى من المباني دي نعمله للكيانات اللي بتطالب بمباني زي المجلس القومي لحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقه او غيره، ولو احنا هننقل يبقى ما ينفعش وزاره من الوزارات تاخد فلوس عشان تعمل صرف اخر على المباني او نفقه استثماريه على يعني على المباني. ده كان محل نقاش. انا متهيألي ان الحكومه مطالبه انها يعني طالما ان احنا خلاص يعني هنبتدي فاضل اربع شهور، وانا متهيألي ان احنا لو زي ما جه في التقرير وزي ما جه في بيان الحكومه انه هينقل الغالبيه العظمى من الوزارات والهيئات الكبرى ومجلس النواب، وكان في كلام كمان عن مؤسسه الرئاسه، يعني انه بقى الامر يعني يبقى فيه بيان، يبقى فيه استراتيجيه توضح لنا كل هذه الامور، يتقال فيها بقى المباني التاريخيه والتراثيه هنعمل فيها كذا وكذا وكذا، المباني اللي هي متنازع عليها هيتم مثلا الانتظار للبت فيها قضائيا، المباني اللي هي يعني في اماكن مميزه او كده مثلا هيتعمل فيها مزاد. في تصريحات عامه كده بتتقال احنا هنعمل فنادق، ما هو يعني فين الخطه كده اللي في الدراسه دراسه الجدوى اللي ما بنتكلم عن عدد ضخم من المباني هنعمل كل دي فنادق؟ طيب. يعني عايزين برضو نعرف الدراسات والتجارب العمليه العالميه اللي ممكن تكون مشابهه لينا قوي، ودي استاذ خالد اكيد طبعا حضرتك بحكم دراسات حضرتك هتفيدنا فيها. دول العالم مثلا لو حصل انه في مقر حكومي تم تركه لاي سبب من الاسباب، بصفه عامه كده من قراياتك بيتم التعامل معاه ازاي يا فندم؟ بتبقى في صندوق سيادي لهذه الدول
بيتم التعامل معها مباشرة، هي بتعيد استثمار هذه المباني مرة أخرى بما يحقق الصالح العام والنفع العام لهذه الدولة. فأعتقد أن الوزراء حجم الوزارات الموجودة في مصر، وعلى الأخص أنا عندي مجمع التحرير موجود، عندي وزارة الخارجية موجودة، عندي وزارة الزراعة تملك أكثر من 10-15 فدان في أكبر مساحة في الدقي. كل دي مساحات أراضي تجيب الرقم 700 مليار اللي حضرتك ذكرتيهم من شويه. او وزاره الاوقاف لوحدها اعتقد بما تمتلك يا فندم ما شاء الله يعني ممكن تعدي الرقم ده. احنا بنتكلم على وزاره الاوقاف كمبنى وزاره الاوقاف، وليس ما تملكه وزاره الاوقاف من اراضي في محافظه، مش اراضي، من مباني، من مباني على مستوى جمهوريه مصر العربيه. فبالتالي ان انا عندي الثلاث وزارات دول، لو عندي مجمع التحرير وعندي وزاره الخارجيه اللي جنب المزبيرو وعندي وزارة الزراعة، ثلاث وزارات بس، لا ممكن يعدوا تريليون، ممكن يعدوا تريليون، ده أقل حاجة يعني. فأنا يعني طبعا دي كل ممكن يعني الصندوق السيادي يحللي أزمة كبيرة قوي، الرقم هتحل أزمة كبيرة، هتحل عجز موازنة كتير. أنا بتكلف الموازنة عامة الدولة بتتكلف خدمة دين محلي 541.3 مليار جنيه سنويا، بتحللي. وأنا يعني لو هننقل الوزارات وإحنا بننقل عاصمة إدارية جديدة، احنا عاوزين نغير الفكر الاستراتيجي، وعاوزين ازاي يا فندم؟ ازاي انا النهارده بعمل عاصمه اداريه جديده؟ ليه؟ اولا عاوز اطور من الاداء الحكومي، واعمل حكومه الكترونيه علشان التنافسيه لمصر تتقدم وتتقدم مراكز التصنيف الائتماني. اعتقد في التصنيف الائتمانات في مصر حصلت على تصنيفات ائتمانيه جيده في الفتره الاخيره او في الثلاث شهور الاخرى. ليه انا النهارده الوزارات ما تنفصلش، او النهارده انا بطالب الوزارات تعمل حصر دقيق لكل الوحدات والمباني والاراضي الخاصه بيها. هذا الحصر يتم عرضه على مجلس الوزراء ويبقى عندي بلان كامل. انا عفوا بس انا اعتقد انه المفروض ان كل، حتى من قبل ما نتكلم على العاصمه الاداريه، المفروض ان كل وزاره عندها حصر. هي الفكره انه كل وزاره تقدم بقى الجرد ده او الحصر ده لجهه واحده مسؤوله، تبقى سنترلايزد كده، مركزيه تجمع كل، فنبقى عارفين احنا معانا يعني داتا وقواعد بيانات عامله ازاي. بالاضافه ان انا الطرح، يعني ما انا بقول طرح ان انا ازاي، انا عندي وزير وعندي وكلاء وزاره وعندي مساعدين وزير وعندي نواب للوزير، كل دول يفترض ان كل وزاره تقدم الطرح بتاعها كيفيه تطوير اداء الوزارات على مستوى جمهوريه مصر العربيه. انا بنقل نقله، يبقى نقله تطويريه، مش مجرد مباني او هيكليه موجوده انا بنتقل اليها، لا انا عايز اطور في الاداء، اطور في الفكر، اطور في تقديم الخدمات، اطور في فكر العاملين لدى هذه الوزارات، اطور ان انا ازاي اعتمد على الذات من هذه الوزارات. انا عندي وزارات، أنا ممكن انا عندي وزاره الزراعه انا بستورد سنويا لا يقل عن 12 مليار دولار سنويا حبوب من الخارج، ازاي ان انا اعمل اطور وعندي مركز بحوث زراعيه موجود، ازاي ان انا اقدر اعمل اكتفاء ذاتي من القمح، ازاي انا اعمل اكتفاء ذاتي من كل الحبوب اللي موجوده، ازاي نعمل اكتفاء ذاتي من انتاج الدجاجين وانتاج الحيوان وانتاج السمك، ازاي ان انا بقى عندي قدره. كل الامثله اللي حضرتك ذكرتها دي يا استاذ خالد يعني هتوقفني عند حته واحده وهي الصناعه. كل الامثله اللي حضرتك ذكرتها دي هقف فيها عند حته الصناعه المحليه. الصناعه المحليه انا بقول برضو ان النهارده انا عاوز يعني اسلخ الوزارات من عبء، وتبقى هي مسؤوله عن عبء نفسها من خلال الامكانيات الموجوده المتاحه لديها والخدمات المقدمه للمواطنين واستغلال الامكانيات والقدرات اللي موجوده في كل محافظات مصر لهذه الوزارات، بحيث ان ما تحملش الموازنه العامه للدوله مزيد من الاعباء. انا النهارده الموازنه العامه للدوله محمله ومثقله بكثير من الاعباء، عندي عجز في الموازنه العامه للدوله قارب اكثر من 500 مليار جنيه سنويا. انا النهارده زي الوزارات دي تطور الاداء بتاعها وتعمل عمليه تبقى اضافه للاقتصاد المصري وليس عائق على الاقتصاد المصري. ازاي ان هي تبقى تدمج او تعمل على زياده الفعاليه وزياده الانتاج بالنسبه لي. انا عندي وزارات على راسها وزاره الزراعه، وزاره الصناعه، وزاره التجاره، كل دي وزارات قادره على ان تعمل على تغيير الشكل الاقتصادي في مصر، بالاضافه لوزاره الماليه واعاده هيكله مصلحه الضرائب المصريه.
لو انا بنقول تطوير مصلحه الضرائب المصريه بتحقق اكثر من 75% من اجمالي ايرادات الموازنه، لو عشان اعمل تطوير كامل يبقى لابد اعمل توحيد لكل قوانين المنظمه المطبقه في الضرائب في مصر، لابد ان انا اراعي الشرائح الضريبيه بالنسبه لمن يتجاوز ال 100 مليون صافي ارباح. لسه كنت هقول يا فندم، لا يعني لو هتكلم بقى في كده هدخل في نقاط ثانيه زي ان انا اوسع الشريحه الضريبيه بقى كمان. ما هو وانظر للفئات اللي لا محصل منها ضرائب. انا بعمل اعاده هيكله لهذه الوزارات، بعمل اعاده طرح جديد لهذه الوزارات. يعني حضرتك عايز ان كل وزاره وهي بتنقل بفكر جديد، مش مجرد يبقى نقل مقر. انا عايز في انا بنقل فكر جديد. موازنه 2019 2020 ما عنديش عجز موازنه. ازاي؟ ولازم الوزراء يعني ايه 2018 2019 2020 لما تتعرض على البرلمان العام القادم تتعرض بدون عجز موازنه، ازاي هؤلاء الوزراء هم مكلفين من قبل السيد الرئيس بخطه واضحه وطموحه، ازاي ان انا هؤلاء الوزراء كل يقدر يجتمع بالدولاب الوزاري بتاعه ويقدر يديني خطه ويديني رؤيه واضحه كيفيه الاستفاده القصوى من هذه الوزاره دون الاعتماد على الموازنه العامه. ازاي ان انا سواء بقى واطور في الاداء الاقتصادي اللي موجود. ايوه يا فندم، وانا بسلم وزارتي لو هي مبنى تاريخي مبنى اثري ليه قيمه معينه وانا او حتى لو هو مبنى عادي ليه قيمه عقاريه عاديه وانا بسلم وزارتي، انا بسلمها والمفروض انه بناء على القيمه بتاعتها دي هشوف انا هحتاج اطلب حاجه من الحكومه ولا لا، ولا يعني أنا الفكر هيبقى ازاي؟ احنا حضرتك دلوقتي ذكرتي ان احنا مش كل الموظفين اللي هتنقلوا العاصمه الاداريه الجديده، هو جزء من الموظفين هذه الوزارات سوف يتم نقلهم العاصمه الاداريه الجديده وليس كل الموظفين، ففي جزء من المباني هيدنه موجود ومستقر فيها هؤلاء الموظفين على حسب يعني الجزئيه اللي تفضل سياده النائب عرض. وبالتالي مش كل الموظفين يبقى دول الموظفين اللي هم يعني عندهم قدر وعندهم فكر وعندهم طموح وعندهم قدرة على ان يتفاعل ويتعامل مع الحكومة الالكترونية بشكل كامل ومتكامل في كل الخدمات المقدمة من كل الوزارات، وبالتالي هو في انتقاء للاشخاص اللي هينتقلوا العاصمة الادارية الجديدة، وبالتالي اقدر هل اقدر او كل وزير يقدر يحط بلان لهذه الوزارة دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة؟ هل يستطيع الوزير ان يفعل ذلك ام لا؟ هل لو استفاد استفاد القصوى حضرتك ذكرتها من تسليمه او بيعه لمقر وزارته، هل ده هيخليه ما يحتاجش حاجه من الموازنه العامه للدوله؟ دي رقم واحد، او استغلال مش شرط ابيع، ممكن ان انا اعمل اعاده تدوير لمثل هذا الاصل اللي موجود سواء اجره او استثمره بشكل او باخر عن طريق الوزاره، انما لازم يدرس كويس قوي ويعرف ايه المتاح بالنسبه له ويقدر يستغله ازاي، الناتج بتاع هذا الاستغلال هل يقدر يعتمد عليه، وخصوصا عندي وحدات اقتصاديه موجوده ملحقه بكل الوزارات اللي موجوده، يعني وزاره الزراعه ملحق بيها الثروه السمكيه، طب هل الثروه السمكيه تستطيع ان تتفاعل او تستجيب مع نفسها او وتتحمل عندنا كل التكاليف؟ عندنا كنوز والله يا فندم غير مستغله في الزراعه. انا النهارده الزراعه لوحديها بس ممكن تحقق لمصر مش اقل من 30 مليار دولار سنويا، هل قدر وزير الزراعه يحط بلان او خطه او رؤيه ازاي نطور وزاره الزراعه وحقق ده مع تقليل فاتوره الواردات بما لا يقل عن 10 15 مليار دولار؟ طيب اسمح لي هنرجع تاني نستكمل هذه الجزئيه ونطرح ايضا ملفات يعني نقاط اخرى في هذا الحوار، لكن نطلع فاصل سريع ونعود مباشره، خليكم معانا. يا اهلا بحضراتكم من جديد، لسه بنتكلم على خطه الدوله او رؤيه الدوله ربما او ما الذي من المفروض ان تفعله الدوله عند نقل مقرات الوزارات وبعض المقرات الحكوميه المختلفه الى العاصمه الاداريه الجديده، المباني اللي بتشكل تراث وقيمه تاريخيه كبيره خصوصا اللي موجوده في وسط البلد دي المفروض الدوله تعمل بيها ايه وكيف يمكن استغلالها الاستغلال الامثل، ده موضوع مهم جدا. كنت طرحت رقم يمكن ضيفايا يعني سمعوه كمان او بيقال حتى انه ربما يعني اكتر كمان من كده، انه رقم يعني قيل انه فيه حوالي 700 مليار جنيه
جنيه ممكن يتوفروا للموازنة العامة للدولة إذا ما تم الاستغلال الأمثل لهذه المباني التاريخية. بجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية ضيفي الكريمين. وكنا عند الأستاذ خالد قبل الفصل على طول وحضرتك كنت بتتكلم على أو بتدي أمثلة، يعني بتدي مثلا مع وزارة الزراعة إزاي ممكن تستغل الحاجات اللي عندها قبل ما نفكر في موضوع النقل للعاصمة الإدارية الجديدة والمباني نفسها. أنا بقول وزارة الزراعة على سبيل المثال ده يبقى يعني مثال لكل الوزارات اللي موجودة إن هي ما تنتقلش للعاصمة الإدارية إلا بعد طرح رؤية ليها بكيفية الاستغلال المتاح لديها وقدرتها على إزاي في تطوير الأداء بالنسبة لهذه الوزارة. إنما على سبيل المثال أن عندنا هيئات اقتصادية أكثر من 51 هيئة اقتصادية على مستوى كل الوزارات على رأسهم الثروة السمكية، وأعتقد أن الثروة السمكية يعني السيد الرئيس خد خطى كبيرة في هذا المجال، إنما الثروة السمكية تستطيع أن تفي بالاحتياجات الإنتاجية لمصر وخصوصا حجم الاستهلاك المحلي فوق 2 مليون طن سنويا، تستطيع أن هي وخصوصا عندي بحر أبيض وبحر أحمر وعندي نهر النيل وعندي مناطق أوريدي تصلح للزراعة السمكي موجودة في الدلتا وموجودة بالقرب من محور قناة السويس، كل ديات لم تستغل الاستغلال الأمثل، وخصوصا عندي شريط طويل على حدود البحر الأحمر لم يتم استغلاله في الاستزراع السمكي سواء السمكي أو جمبري. لو تم استغلالها كل هذه المساحات وفي ظل رؤية واضحة، لا الوزارة الثروة السمكية تستطيع أن تحقق من الانتاج الاستزراع السمكي والاستزراع السمكي والجمبري ما لا يقل عن 10 مليار دولار، وتبقى ده مستهدف بالنسبه لها وخطه ودرجه ذاتها. هو انا لسه بستورد يا فندم لغايه دلوقتي؟ بنستورد ما بين 200 ل 300 الف طن سنويا. ده بيتكلف كام تقريبا؟ معلش يا سياده النائب احنا خرجنا شويه عن الموضوع بس هو برضو في سياق الحديث عن تطوير الفكر، يعني ده بيتكلف كام تقريبا سنويا؟ بيتكلف فوق 150 مليون دولار سنويا. 150 مليون دولار سنويا. بستورد سمك وجمبري. لا جمبري اكتر من كده، ممكن نوصل الى 900. يعني 150 مليون دولار ده مش شامل الجمبري؟ لا مش شامل الجمبري، مع انه عندي كل الثروه السمكيه. ما انا عندي ان انا رقم واحد في الاستزراع الجمبري على مستوى العالم، وخصوصا ان شريط البحر الاحمر هو امن من او من افضل مناطق الاستزراع الجمبري على مستوى العالم. العشر تلاف فدان او الالف فدان هناك بيديني كمية انتاج لو انا بنتج مش اقل من 2 مليار دولار في الالف فدان اللي موجودة. لو انا هبتدي اعمل استزراع جمبري السنة دي قبل نهاية السنة دي اكون كسبت 2 مليار دولار. فلو انا عندي كم الف فدان موجودة ده بس بند واحد في وزارة واحدة من ضمن الوزارات ال 31. بند واحد في وزارة واحدة، يعني ربما نفس الوزارة عندها بنود تانية غير الوزارات التانية. أنا عندي بقى عندي البنود التانية، أنا عندي مركز بحوث عمل تقاوي للقمح ينفع إن أنا أزرعها في كل يعني في الأماكن الصحراوية أو الأماكن الممطرة أو الأماكن الأرض المالحة اللي ممكن أعمل فيها زراعة القمح. أنا مصر أكبر مستورد قمح على مستوى العالم. أنا بس لا بس مصر بتستورد لن يقل سنويا عن 6 ل 7 مليار دولار سنويا. ده قمح بخلاف الذرة بخلاف الذرة الصفراء بخلاف باقي البقوليات الأخرى. يعني بستورد مصر احنا بستورد حتى العلف بنستورده مش كده؟ فاتورة العلف حتى بنستورده. العلف بستورد برغم إن أنا عندي المقومات بتاعتي اللي أنا أقدر إن أنا امال واقفين فين يا فندم؟ واقفين فين عشان نصنع واقفين ان وضع رؤيه؟ انا النهارده لو انا حولت هذه الوزارات واديت يعني اديت صلاحيات لهذه الوزارات ان هي او بالمساعدين بتوع بالوكلاء الوزارات بالمديرين القدره على الابداع وعلى الابتكار وعلى الطموح، لا مصر بقول لك الموازنه السنه الجايه ما فيش فيها عجز يا فندم. عندنا الدوله دلوقتي بتشجع حقيقي الابتكار ما هوش انا والتفكير خارج الصندوق يعني ما هو ما فيش حد بينفذ يا فندم، ما فيش حد من الوزارات بينفذ. خلينا كل وزاره بتعتمد ما هي مخصصاتها من الموازنه العامه للدوله. طب هل عندها قدره؟ هل في وزير قدم رؤيه واضحه وشامله بكيفيه استغلال الاصول اللي موجوده عنده وكيفيه تطوير الاداء اللي موجود عنده؟
سيادة النائب، هل ده ممكن يبقى برضو محور من المحاور اللي البرلمان ينظر ليها الفترة القادمة؟ بصي يعني مش مسألة النقل للعاصمة الإدارية، فكرة حصر الأصول وفكرة التعامل مع الموارد اللي عندي أنا كوزارة، هل ممكن احنا كبرلمان نوجه الحكومه؟ خلينا بس عشان يعني احنا اصلنا فرعنا في حاجات كتيره، فعشان نتكلم كلام محدد. يعني هو الرئيس لما اتكلم عن نقل الوزارات للعاصمه الاداريه الجديده قال في اكتر من مره في اكتر من تصريح انه ما هواش نقل لما هو قديم، انا بتكلم هنا عن نظم الاداريه وعلى طريقه العمل، وانما قال انه الانتقال للعاصمه الاداريه الجديده هيبقى نقله نوعيه في الاداء الحكومي وطريقة الأداء الحكومي، وعشان كده جه الكلام على أنه العدد اللي هيتنقل مش هيبقى العدد الحالي اللي كلنا عارفين أنه هو أكبر بكتير من الاحتياجات، وإنما العدد المناسب للمهام الوظيفية. قال أنه الأليات والاستراتيجيات والوسائل اللي هيتم استخدامها هناك هي أقرب لما تم عرضه في مؤتمر الشباب الأخير في جامعة القاهرة، إزاي أنه هيبقى فيه حكومة إلكترونية أو آليات إلكترونية لتنفيذ الخدمات للمواطنين، إزاي أن فيه قواعد معلومات بيبني عليها تحرك الدولة إلى آخر ذلك مما تم عرضه في مؤتمر الشباب الأخير. ففكرة أنه هيتنقلوا بآليات وأفكار وطرق جديدة في العمل دون حتمي، لأنه ما هواش مرهون حتى برؤية الوزير والوزارة، وإنما دي رؤية مصر 2030، يعني فيما معناه دي رؤية مركزية للدولة للدولة المصرية. الأمر الثاني استغلال الموارد، فكرة أن كل وزارة هي اللي هتتصرف في أصولها، أظن ده يعني شيء بعيد للغاية، لأنه الأمر مش هيترك لي رؤية أو الرؤى متعددة كل وزارة فردية. وإنما دي يعني وإلا ليه اتعمل صندوق مصر السيادي؟ ما هو اتعمل هذا الصندوق عشان يدير كافة أصول الدولة، ولا يترك الأمر لي يعني اجتهاد أو ابتكار أو جرأة أو عدم جرأة وزير دون يعني بخلاف وزير آخر. الأمر الثاني كمان ممكن بقى في صياغة الاستراتيجية أنه إذا كانت في وزارات هتبقى يعني عندها خطط لتطوير أدائها، حاجة زي مراكز بحثية لو بنتكلم على وزارة الزراعة أو ما شابه، أنه ممكن جدا في استراتيجية المركزية للتصرف في هذه الأصول يتقال أن ممكن يخصص لكل وزارة من عائد بيع أصولها أو استثمار أصولها، لأن مش شرط أن الأمر يكون بيع، يعني مثلا سداد مديونياتها. ما احنا عندنا وزارات عليها أصلا مديونيات لوزارات، أظن وزارة الكهرباء على سبيل المثال ليها مستحقات مالية عند كافة الوزارات. وفي الوزارة نفس الوقت اللي من سنتين كانت مديونة لوزارة الكهرباء، في وزارة الكهرباء قطعت الكهرباء عنها تقريبا وفي نفس الوقت وزارة الكهرباء كمان عليها لوزارة البترول عشان الغاز والبترول اللي بيتم تشغيل بيه محطات الكهرباء. اللي أنا عايز أقوله إنه أيا كان طريقة التوزيع اللي هتتم مش هتكون في ظل استراتيجية أحادية أو منفصلة لكل وزارة على حدة، وإنما أنا متخيل إنه حتى ما تم طرحه قبل إنشاء الصندوق المصري السيادي، يعني متهيأ لي كل ده هيدوب داخل هذا الصندوق السيادي. طيب. بمعنى إنه الصندوق السيادي ده هو اللي هيبقى إذا صنفت هذه الأصول إنها أصبحت أصول غير مستغلة بانتقال الوزارات، يبقى أظن الـ يعني المنطقي إن الصندوق السيادي هو اللي هيتولى إدارة والتعامل معها، حتى لو كانت العاصمة الإدارية الجديدة أو شركة العاصمة الإدارية الجديدة هيبقى ليها مستحقات مالية، هيبقى من خلال يعني إنه هذا الصندوق يدير هذه الأصول الثابتة، فهيجي عائد فهو يبقى من ضمن اللي هيتم سداده، يعني هو فكرة السداد ل طيب. فاعتقاد حضرتك يا فندم إزاي البرلمان هيوجه الحكومة لضبط الأولويات؟ يعني الفترة الجاية أنا محتاجة أعمل حصر، الفترة الجاية أنا محتاج أعرف القيمة، هل أنا عندي أساسا يعني عندي حصر بالقيمة الحقيقية مثلا لكل هذه الوزارات يعني أو كل وصول الدولة؟ ما أعتقدش أن فيه. لو حضرتك تأملتي التصريحات اللي طلعت مواكبة مع قانون الصندوق السيادي، كان في تصريحات واضحة جدا من البرلمان، سواء الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان أو رؤساء الهيئات البرلمانية المتنوعة، يعني أنه هم شايفين أن القانون ده قانون هام للغاية، عشان أول شيء أنه يتم حصر دقيق للأصول الغير مستغلة للدولة. وبشكل واضح جدا كان يعني في المناقشات اللي تمت داخل الجلسة العامة أو في اللجان المختصة، يعني كان الكلام بشكل مباشر أن دي المهمة الأولى للصندوق، أنه يتم هذا الحصر.
يعني بما ان دي اسمها اصول دولة وهتبقى غير مستغلة، انا يعني مش متصور ان هيبقى عندنا صندوق سيادي وانه هتتعمل شركة موازية لهذا الصندوق السيادي عشان تعمل نفس اللي هي العاصمة الادارية اللي هي شركة نقل الاصول، اللي هي الشركة اللي تتبع العاصمة الادارية الجديدة. يعني حضرتك مش شايف ان ده حل عملي؟ يعني ما احنا هيبقى عندنا صندوق، يعني ممكن جدا هذا الصندوق يعني اذا تم بس قانونا ايه انا ما اعرفش يعني قانونا التعامل مع اصول الدولة واموال هو الدولة. هو قانونا الصندوق ده هو اللي بيتولى هذه المهمة. ما هو القانون ده صدر عشان يتم تشكيل هذا الصندوق عشان يؤدي هذا الدور، انه يحصر ده اول خطوة، ثم يضع استراتيجيات وخطط ورؤى لاستغلال غير المستغل اقصى استغلال اقتصادي، تعظيم الموارد يعني بحيث انه ينتج عندها موارد، بقى هذه الموارد بقى تنفق في ظل استراتيجية مصر 2030. يعني يعني انا عايز اقول ايه، من اكتر انا عندي هدف في النهاية هو 2030 اشتغله ازاي بقى عشان اوصل. من اكتر الحاجات الايجابية اللي حصلت بعد ثورة 30 يونيو وبعد ما الرئيس تولى المسؤولية، انه احنا عندنا رؤية اسمها 2030، مهما اتغيرت الحكومات مهما طلعت قوانين ده هدف عندي كله رايح لرؤية مصر 2030. صحيح. عشان كده انا بقول انه يعني العائد اللي هيجي من الوزارات دي اذا كان هيروح الموازنة العامة للدولة فهينفق فيه في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030 اللي من ضمنها تطوير اداء الوزارات واستغلال زي ما تفضل الدكتور قال على الثروة السمكية، يعني كافة الانشطة الاقتصادية اللي هو ادى امثلة الحقيقة. يعني انا في الحقيقة يعني مش بقول ارقام يمكن عشان كتير قوي، يعني يمكن ده حصل ايام المهندس شريف اسماعيل، كان بعض الزملاء بيقولوا بعض مقترحات لارقام، ولما بتحصل يعني اجتماعات ومناقشات والى اخر ذلك يعني بيبقى في بعض مشروعات هي طموحه وكل حاجه، لكن بيبقى في قصاد منها بعض عقبات يعني ممكن جدا تعوق تنفيذها او تبطئ تنفيذها او يبقى تنفيذها محتاج لتمهيد. انا متهيألي في موضوع الاستزراع السمكي ده لانه واضح جدا ان في اسراف مباشر من السيد رئيس الجمهوريه، فانا يعني عندي يقين انه الخطوات فيه والثابه، وانه ما اظنش ان هيكون في حاجه مفروض تستغل وما بتستغلش مع الاسراف المباشر الواضح وضوح الشمس من السيد رئيس الجمهوريه على الموضوع ده. فاللي انا عايز اقوله انه يعني في يعني بعد الثورتين كان في افكار كتير طلعت في مجالات كتير، والدولة ابتدت تنفذ من الافكار دي حاجات عملية على الارض. في حاجات تانية احنا حضرنا مناقشات، وكان زمايلنا في المعارضة لما بيجي كلام عن قرض صندوق النقد فهم كانوا يقولوا يعني احنا عندنا افكار اخرى تعظم الموارد والى اخر ذلك، ولما بيطرحوها بيبان انه في يعني الامر ما هواش بسهولة ان احنا نطرح الفكرة، وانما تنفيذها يحتاج وقت. الامر التاني برضو انه بداية التصرف في هذه الأصول لا يعني تحصيل قيمتها، لأن يعني حضرتك النهاردة هتعمل أنا ممكن أستثمرها يا فندم، يعني أنا مش لازم بس أنا عايز أقوله إيه، يعني ممكن ما تدخليش بشكل مباشر على الصندوق، أنا ممكن مباشرة أستثمرها. بس اللي أنا عايز أقوله إنه هذا الاستثمار مش زرار هدوس عليه، يعني الوزارة سابت مقرها أهو، احنا هفترض كده انه المجمع اهو فضي واحنا عايزين نستثمره سواء هنعمله ايا كان المشروع اللي هنعمله فيه فندق متحف ايا كان، مش هيبتدي اسمه بيجيب ايراد تاني يوم، وانما ده شيء هيحتاج خطه استراتيجيه ووجود مستثمر عشان يعني يجد. في معروف ان في حاجه اسمها ريتيرن اون انفستمنت، العائد على الاستثمار، بس ده بيبقى محسوب له مده زمنيه معينه وخطه، يعني اللي عايز اوصله لحضرتك على بال ما يبدا يجيب العائد بتاعه. اللي عايز اوصله لحضرتك انه الامر هيبقى محتاج مستثمرين يتقدموا يعرضوا افكار، لان انا ما عنديش تصور ان الدوله هي اللي هتستثمر ده، لا هي الدوله بالتاكيد يعني، وده الفكر الاقتصادي اللي على الاقل انا مقتنع بيه، يعني انها هتطرح هذه المباني هذه المشروعات او تطوير هذه المشروعات على مستثمرين. بس هذا الامر ايضا مقيد بحاجه ثانيه مهمه، ان ما يجيش مستثمر يغير طبيعه الطبيعة التراثية المعمارية، يعني مثلا لو في مقر وزارة في قلب التحرير أو قصر النيل أو ما شابه، يعني ما ظنش أن الأمر برضه هيتساب عشوائي كده، أنه أي مستثمر يجي ده يعمل مبنى معرفش كام ارتفاعه كام وبعدين واحد جنبه تاني يعمل مبنى، يعني أكيد هيبقى في جهات كتيرة بتشرف يا فندم على ده، يعني هيبقى في كود لكيفيه تطوير الـ 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 يعني او استغلال. الكود ده مين يحطه؟ الكود ده بالتاكيد الدوله، يعني مش هيترك
يعني لان كل مستثمر في حتته يعمل اللي عايزه، لا مش هيترك مش هيترك كده، وانما انا متاكد ان وزاره التخطيط مع الوزارات المعنيه يعني بالحفاظ بقى على طراز القاهره وطبيعتها، واحنا سمعنا تصريحات كتيره جدا من مسؤولين بيتكلموا على ان دي فرصه ان يعاد للقاهره رونقها التاريخي وما شابه يعني، فده معناه ان في ابعاد هيتم مراعتها بشكل او باخر، الامر مش هيترك عشوائي. عشان كده انا بقول لحضرتك انه فكره ان كل وزاره لوحدها تتصرف فيما يعني لديها من اصول متهيألي ده هيبقى متهيألي من وجهه نظري انه هيبقى صعب شويتين. استاذ خالد فكره ما قلتش هيبقى في تصرف انما استغلال. استغلال انا وانا عايز اسال في ده الاستغلال وتعظيم الموارد اللي حضراتكم برضو اشرتوا ليها ده ممكن نعمله ازاي؟ هو لما هيعرض الوزير بيعرض على رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء بياخد موافقه السيد الرئيس وبيتعرض على البرلمان، خد موافقه اوكي، وانه في النهايه مش الوزير السلطه النهائيه ان هو بياخد قرار وبيني في هذا القرار، انما بيعرض رؤيه بتاعته، بيعرض رؤيه ازاي ان انا استغل الاصول او بحاول في طرح جديد بيحاول يقدمه رئيس مجلس الوزراء، بياخد موافقه السيد الرئيس، تعرض على البرنامج بياخد منه موافقه. طيب تعظيم الموارد ده يا فندم بالاضافه ان احنا النهارده لما الوزارات هتنقل في نهايه 2019 مش كل الناس هتتنقل، وبالتالي الوزارات هتدناها في موظفين موجودين شغالين في اماكن. انا حضرتك معطله شويه في موضوع ان انا اقيم وضع او ممكن اقيم مع ازاي؟ يعني ازاي؟ انا برضو ازاي ان انا بس مش عارف اتصرف فيها بقى خلاص. مش هقدر اتصرف فيها. هو الامر وبالتالي انا عندي موظفين موجودين، ان انا ازاي ان انا اعمل التطوير لهؤلاء الموظفين، وازاي ان انا يعني هل احقق لهم مشروعات صغيره متوسطه، هل اسري المعاش المبكر على 50 سنه وادي فرص استثماريه ليهم وقروض ميسره، وانا اتحدد مين اللي هينقل، يعني هل اتوضع شروط ولا مين اللي هينقل يعني مين اللي مش من لديه القدره والكفاءه والطموح واللي هو يستطيع أن يتجاوب مع محتسات العصر اللي هتبقى موجودة، والأداء الحكومي اللي أعلن عنه السيد الرئيس اللي هيبقى موجود في العاصمة الإدارية الجديدة، ليس كل الموظفين هيبقى عندهم نفس القدر ونفس الكيفية. بس أنا كده يا فندم كأني بقول، ثواني بس، أنا كده كأني بقول المتميز هيتنقل العاصمة الإدارية الجديدة، الموظف المتميز هيتنقل، اللي هيفضل قاعد مكانه ده معناها ان هو مش كفء او مش متميز. انا كاني بطريقه غير مباشره بقول كده في اشتراطات لنقل هذا الموظف ان هو يكون، وانا بني الموظفين اللي بني العاصمه الاداريه الجديده ليه؟ لانه عنده قدره على تلبيه الوظيفه التي يشتغلها في هذه الوزاره بعد ما تتنقل العاصمه الاداريه الجديده في ظل المعطيات الجديده. لا يعني انا متهيالي انه يعني مش هتبقى بالصوره دي برضو. وجهه نظري انه لما بقول تطوير اداء الحكومه هو كل الحكومه، يعني مش هيتصور ان المواطن هيروح يقضي مصلحه في العاصمه الاداريه الجديده فهياخدها بجوده احسن او بجوده أحسن، وبعدين لو اخدها يعني اقل لو في المقر القديم يعني حتى ده غير دستوري لان في تمييز كمان يعني كده. لكن عموما هو الامر يعني من وجهه نظري انا اعقد من فكره هو المباني ايه، لا هو في استراتيجيه بتقول رؤيه هننقل الناس ازاي، ورؤيه بتقول هنعمل ايه يعني هتعامل معاهم ازاي، أيوة هقدم يعني الخدمه يعني الجديده ازاي يعني، وكمان بعد كده بقى جزء هنتصرف في الاصول الثابته ازاي، هنعمل ايه، العائد بتاعها هيتوجه ازاي الى اخر ذلك. كل ده يا فندم شايف انه امتى ممكن يكشف عنه الستار خلال الفتره يعني هو في الحقيقه انا متهيألي المفروض ان السنه دي مش ما تنتهيش، بما ان احنا هنبتدي من اول 2019 الاجراءات الا والحكومه تطرح هذه الرؤيه بدايه على البرلمان عشان قبل نهايه يعني 2018 ونناقش فيها والى عشان نشوف امثل شيء سواء فيما يخص التصرف المادي في الامور او ما يخص هننقل الناس ازاي، يعني في ابعاد كتيره جدا في الامر يعني. بشكر حضراتكم جزيل الشكر على وجودكم معايا ومشاركتنا هذه الفقره. الاستاذ خالد الشافعي رئيس مركز العاصمه للدراسات والابحاث الاقتصاديه، شكرا لحضرتك يا فندم. سياده النائب محمد ابو حامد عضو البرلمان، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه، ونقول لكم كل سنه طيبين ان شاء الله. اعتقد الثلاثاء القادم نحتفل بعام هجري جديد ان شاء الله 1440 هجريه. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضراتكم جميعا طيبين. يا رب ان شاء الله الامه الاسلاميه والامه العربيه والعالم كله بخير، يا رب مصر الحبيبه كلها بخير، ان شاء الله يا رب يبقى عام هجري جميل وسعيد ومبارك علينا جميعا، ان شاء الله باذن الله نشوف حضراتكم على خير الخميس القادم حلقه جديده من مساء دريم في تمام العاشره مساء. تحياتي لكم منى فاروق، وتصبحوا على خير.